النهاردة بإذن الله هنشرح قصة الأيام كلها في فيديو واحد. الفيديو ده مهم جدا، يعتبر من أهم 10 فيديوهات ممكن تشوفهم في طول السنة كلها. ليه؟ الفيديو أصلا بينفع رقم واحد الناس اللي هي أصلا ما ذاكرتش القصة، واحد ما عرفش حاجة عن القصة، سواء الامتحان بكرة، الامتحان الأسبوع الجاي، الامتحان بعد 3 شهور، 5 شهور، 10 شهور، أول السنة، مش هتفرق، مش هيفرق أنت شفت الفيديو، بس هيفرق أنت مستواك إيه عموما. لو أنت ما تعرفش حاجة عن القصة خالص فالفيديو ده مناسب جدا ليك، هيعرفك القصة كلها في فيديو واحد، وهنشوف إزاي بالظبط تقدر تفهمها وإزاي حتى تقدر تذاكرها. طيب لو أنت ذاكرت القصة قبل كده الفيديو هينفعك، هينفعك جدا، هو يعتبر ملخص القصة كلها في فيديو واحد. طب لو أنت نص في القصه او مثلا ما خلصتهاش كلها، عايز تعرف الاحداث اللي هتحصل في الفصول اللي جايه، ده برضه هينفعك جدا. فايا كان مستواك في القصه الفيديو ده يعتبر مهم جدا ليك، فعشان كده لازم نركز. ايه لازم نركز عليه؟ اول حاجه نبدا من البدايه خالص، من هو يعني ايه زي ما بيقولوا كده صفحه الكتاب او غلاف الكتاب اللي هو قصه الايام، مين المؤلف بتاعها، طب هو مؤلفها ليه، كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل. نصلي الاول على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه نعرف ان القصه هي قصه الايام طبعا طه حسين ثالثه ثانوي. لو جرينا مع بعض كده يعني ده يعتبر كتاب المدرسه، فنركز بعض في الكلام اللي هنقوله هنا. لو بصينا بعد كده يا جماعه هنا بيقول لنا بس طه حسين يعتبر ازاي الف القصه بتاعته. يعني اول حاجه عندنا ودي اهم حاجه المداخل الضروريه. نصلي بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونركز مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. يعني ايه مداخل ضروريه؟ مداخل ضروريه المقصود بها حاجات او مبدا كده تبدا بيه القصه، يعني من الاخر كده زي ايه، زي الفهرست، زي الكتالوج كده بتاع اي حاجه. بيقول لك القصه دي بالظبط بتتكلم عن ايه، او ايه هو اسلوب الكاتب في القصه. طيب يا مستر هل ده ممكن يتسال فيه؟ بنتسال فيه، ده اصلا معظم الاسئله بتيجي من الحته دي، فنحاول نركز. عباره عن صفحتين ثلاثه لكن مهمين جدا. بيقول لنا فن السيره الذاتيه هو فن من فنون الادب زي الشعر والروايه والقصه القصيره، لكن هي بتختلف عنهم في ايه؟ ركز عشان ده موضوع سؤال. هي بتختلف عنهم لانها لا تقوم على الخيال وحده، وانما ترتبط بحياه مؤلفها. يعني دايما الشعر والنثر والحاجات دي ممكن تقوم على الخيال، انما يا جماعه السيره الذاتيه بتعتمد جدا على حياه مؤلفها. عشان انا كمحمد ماهر لو اكتب سيره ذاتيه عني فانا لازم اكون عارف حياتي بالظبط بتتكلم عن ايه عشان اقدر اعبر. فهي بتختلف عن بقيه الفنون انها بتعتمد ايه؟ انها بتعتمد على حياه مؤلفها. بعد كده بقول لنا وهكذا يمكن تعريف السيره الذاتيه بانها ايه، طبعا ده التعريف بتاعها. بقول لنا هي قصه حياه مؤلفها بيرويها بنفسه نسرا، يعني هو بيكتبها مع نفسه على هيئه نثر، ويعتمد على الذاكره في استعاده تفاصيلها المنسيه. يعني ايه يا جماعه اعتمد على الذاكره؟ النقطه دي مهمه جدا. يعني الكاتب مش بيعتمد مثلا ان هو بيجيب مذكراته مثلا اللي كان كاتبها فبينقل منها، مفيش الكلام ده. الكاتب بيعتمد على الذاكره بتاعته. انا كمحمد هقعد مع نفسي واقول يا انا فاكر ايام زمان، فاكر لما كنت في كي جي 1، لما كنت في سنه 6، لما كنت في اولى اعدادي. انا اللي بفتكر بنفسي، مش بعتمد على حاجه مكتوبه كان فيها الذكريات بتاعتي. بعد كده بينقلنا الحاجه الثانيه، بيقول لنا مؤلف السيره الذاتيه لا ينقل مذكرات مكتوبه، لا، انما هو يستعيد بالذاكره احداث وصور وشخصيات، ولهذا فان هذه الاحداث والصور الاتيه من الماضي تتلون بلون الحاضر. ايه معنى الكلام ده؟ النقطه دي مهمه جدا. بيقول لنا من الاخر كده الذكريات بتاعتك دايما بتتلون بلون الحاضر. يعني مثلا انا كمحمد دلوقتي لو انا فرحان فهفتكر الذكريات اللي كانت حلوه اللي كان فيها سعاده. لو كانت الدنيا قاتمه او غامقه او الدنيا كلها داركنس ضلمه كده، الدنيا كلها مغيمه بالنسبه لي، فدايما هفتكر الذكريات السلبيه او الذكريات الوحشه. فنفس الكلام بيقول لنا الكاتب، هتلاقيه مره واحده يقول لك حاجات حلوه وساعات حاجات وحشه على حسب المود بتاعه. بعد كده يا جماعه يقول لنا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لنا ودوافع مؤلفين الى كتابه السيره الذاتيه دوافع متنوعه بطبيعه الحال، يعني في اكتر من دافع. بيقول لنا فقد يكون الدافع هو مجرد الحنين الى الطفوله السعيده، يعني ممكن الدافع يكون انت بس بتحن للطفوله عشان كده كتبت، وقد يكون الدافع هو الرغبه في تقديم مثال يحتذيه الشباب. يعني انا بكتب القصه عشان اكون قدوه او اقدم قدوه الشباب يمشوا وراها. وممكن الدافع يكون مراجعة الذات والتاريخ، ان واحد بيراجع ذاته او بيراجع نفسه وبيشوف هو عمل ايه في حياته. وممكن يكون تحدي للحاضر، انا بتحدى الحاضر اللي احنا موجودين فيه، وساعات بيكون الرغبة من الانتقام من الحاضر ده. يعني واحد متضايق جدا من الحالة اللي احنا فيها فعايز ينتقم من الحاضر ده على هيئة ايه؟ على هيئة انه يكتب السيرة الذاتية بتاعته. المهم بيقول لنا مهما تكن الاختلافات، يعني فطبعا في اكتر من سبب يخليك تكتب السيرة الذاتية، فإنهم يكتبون هذه السير في صورة رواية متماسكة الأحداث. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ يعني الكاتب هو بيكتب السيرة الذاتية بيكتبها على هيئة رواية، تحس إنها قصة كده طويلة أو رواية ممكن تقراها وتتمتع بيها، زي طه حسين في رواية الأيام اللي عندنا. بيقول لنا ورغم أنهم لا يعمدون إلى الكذب إلا فإنهم يضطرون أحيانا، بيضطروا لإيه؟ ولدوافع فنية، إلى اختراع بعض الصور والأحداث لإضافة بعض الرتوش. ايه معنى الكلام ده؟ صلي على النبي. انا كمحمد مثلا فاكر سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي بالتفصيل، فاكر ايه اللي حصل يعني، لكن سنه ثالثه ورابعه مثلا انا مش فاكر ايه اللي حصل، سنه خمسه فاكرها تشاش كده، وسنه سته فاكر شويه حاجات فيها.
طب انا دلوقتي لما اجي اكتب القصه هل ينفع انط نطه كده واقول لك حصل بعد 3 سنين ايه ولا 4 سنين؟ لا مش هينفع. طب هما يعملوا ايه ساعتها في الحتت الفاضيه في الفجوات بتاعت الذاكره دي؟ بيضيف بعض الرتوش. الرتوش ده اللي هو ايه يعني من الاخر كده، يعني حاجات بيسد بيها فجوات الذاكره، مجرد كده احداث بيسد بيها فجوات الذاكره. هو مش قاصد يكذب، لكن هو مضطر ان هو يحاول يعني ايه يفتكر الموقف. لو ما قدرش يفتكره بيحاول يتخيل موقف حصل ساعتها. هو مش قاصد الكذب يا جماعه زي ما اتفقنا، لكن هو بس بيحاول يسد الفجوات بتاعت الذاكره. بيقول لنا بعد كده ولسد فجوات الذاكره والاضفاء قدر ما التماسك الفني على الاحداث. ففي الاخر السيره الذاتيه بتتحول ايه؟ بتتحول لروايه. عشان كده بعد كده بيقول لنا ايه يا جماعه، صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام، ولهذا كان طبيعيا ان تلعب السيره الذاتيه دور اساسي في نشاه الروايه العربيه. يعني السيره الذاتيه يا جماعه كانت هي الاساس، او كانت اساس مهم جدا عشان ننتج روايه عربيه. فقال لنا في كتاب كتير جدا عملوا سيرهم الذاتيه على هيئه روايه، زي الايام لطه حسين، زي كتاب ابراهيم الكاتب لعبد القادر المازني، زي عوده الروح وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم. فبيقول لنا يا جماعه السيره الذاتيه كانت اثرت في ايه؟ اثرت في الروايه. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعد كده بيقول لنا يا جماعه السيره الذاتيه زيها زي كل فنون الادب بتعمل ايه؟ بتعلم القارئ من خلال الامتاع والتاثير في المشاعر بتاعته. يعني فيها امتاع واقناع، يعني هو بيمتعك بالروايه نفسها، بيمتعك يعني بالمشاهد نفسها اللي انت بتشوفها، وفي نفس الوقت بيقنعك بحاجه او فكره وبيخليك تستفيد. بعد كده يا جماعه بيقول لنا ايه؟ وهي على خلاف فنون الادب الاخرى، يعني هي بقى على عكس فنون الادب الاخرى، تقوم بتعليم القارئ على نحو مباشر. يعني هي بتعلمك بشكل مباشر، بتديك الاكسبيرينس او بتديك الخبره بتاعه الكاتب بتاعها على هيئه ايه؟ على هيئه قصه. فبتعلمك بشكل ايه؟ بشكل مباشر. ده بالنسبه للمداخل الضروريه يا جماعه. بعد كده بيقول لنا الاسلوب بتاع طه حسين. الصفحه دي مهمه جدا نركز عليها عشان بيجي عليها اسئله كتير. اسلوب طه حسين اسلوب مميز، بيقول لنا اسلوب لا تخطئه العين ولا الاذن، اي حد يسمعه يعرفه يعني. وبيقول لنا يا جماعه ايه اهم ما يميز اسلوب طه حسين؟ انه رقم واحد انه كاتب يتحدث الى قارئه اكثر مما يكتب اليه، ولهذا تقوم كتاباته على مخاطبه القارئ ومجادلته. ايه معنى الكلام ده؟ يعني وانت بتقرا الاسلوب طه حسين تحس ان هو بيكلمك، ما تحسش ان هو ايه بيكتب لك، لا تحس ان هو حرفيا بيخاطبك. وده هنلاحظه دلوقتي واحنا ايه واحنا بنذاكر القصه. ده رقم واحد. بيقول لنا كمان يا جماعه ولهذا كان ابرز ما يميز لغه طه حسين انها تتمتع بايقاع موسيقي رنان. يعني دايما الشاعر او الكاتب يعني طه حسين عنده ازدواج، عارفين الازدواج اللي خدناه في النثر اللي هو خدناه في البلاغه؟ نفس الكلام، هو عنده ازدواج او عنده يعني ايقاع من الجمل القصيره، يعني من الاخر كده الجمل بتاعته تحس انها بتعمل موسيقى، بيعمل سجع كده، بيعمل موسيقى حلوه. وبرده عنده تكرار كلمات معينه، يعني مثلا الشاعر بيقول لك ان هو بيذكر كلمه يذكر ولا يذكر، يرجح ولا يرجح. هتلاقي الكاتب في كلمات معينة بيقعد يذكرها أكتر إيه أكتر من مرة. يعني مثلا في أول قصة خالص بيقول لنا لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وإنما يقرب ذلك تقريبا. فبيقول لنا هنلاحظ إن الكاتب لا يكتب سيرته الذاتية بضمير متكلم. النقطة دي مهمة جدا، ودي أهم نقطة في اللي هو أسلوب طه حسين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طه حسين يا جماعه ما كانش بيتكلم بضمير المتكلم، كان بيتكلم بضمير الغائب. يعني ايه؟ يعني انا كمحمد لما اجي اتكلم عن محمد انا ايه؟ المفروض اقول ايه؟ المفروض اقول وانا رحت ما اعرفش ايه، وانا ذهبت، وانا اكلت، وانا شربت، بقول انا. انما طه حسين ما كانش بيعمل كده، كان بيقول هو وكان الفتى يذهب. مين الفتى ده؟ اللي هو طه حسين. وكان يذهب وكان يلعب وكان الصبي. مين هو الصبي؟ اللي هو طه حسين. فتلاقي دايما بيتكلم بضمير الغائب، يعني كانه واحد تاني بيتكلم ايه؟ بيتكلم عنه. فطبعا دي اسلوب يا جماعه ايه؟ ده اسلوب مميز عن طه حسين. وقال لنا التعليل بتاع ده انه يحاول ان يضفي نوعا من الموضوعيه على قضيه ذاتيه جدا. ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو بيتكلم عن حاجه سبجكتيف، حاجه ذاتيه، حاجه انحيازيه، حاجه خاصه بيه هو، فهو عايز يخليها حاجه عامه. فساعتها بيحول يا جماعه الذاتيه لحاجه عامه او حاجه موضوعيه، يعني فبيتكلم بضمير الغائب. يعني من الاخر كده هو مش عايزك تحس كل شويه ان هو بيتكلم عن نفسه، لا عايزك تحس ان هو بيتكلم عن شخص عموما، عن الصبي، عن الفتى. عشان كده يا جماعه كان بيتكلم ايه؟ كان بيتكلم باسلوب ايه؟ باسلوب ضمير الغائب مش ضمير المتكلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعندنا برضو يا جماعه سمه تانية مميزه، وهي ايه؟ كاتب لنا هنا يعتمد على السمع وحواس اخرى غير البصر. يعني الكاتب ما كانش بيعتمد بس على ايه؟ على البصر. هو طبعا في اول حياته طه حسين كان مبصر، وكان في الاخر جاله رمد، يعني مرض بيجي في العين كده، وفي الاخر اتصاب يعني، وفي الاخر امه عالجته بشكل خاطئ، ففي الاخر ادى للعمى.
لكن هو عموما كان بيعتمد على حواس تانية. ما هو لما اتعمى طبعا مش هيعتمد على البصر، لكن بيعتمد على حواس تانية زي ايه؟ زي السمع، زي اللمس، بيعتمد على حواس ايه؟ حواس تانية. فبيقول لنا حتى في القصة نفسها في الأول كان دايما بيذكر حاجات ليها علاقة بالسمع، زي مثلا صوت العودة من الحقول، صوت الشاعر، صوت الديك والدجاج، الفراخ يعني في العشة، صوت أزيز المرجل اللي هو زي البوتاجاز دلوقتي يعني، صوت لحركة المتاع الخفيف ينقل من مكان لمكان، يعني صوت العفش وهو بيتنقل من مكان لمكان. كل الحاجات دي يا جماعة كانت عن طه حسين طبعا في دماغه، وكان كل ده بيدخل له مش عن طريق عينه، لا عن طريق ودانه عادي واللمس. نسأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عندنا يا جماعة الأسس التربوية لتدريس الأيام، يعني إزاي ندرس قصة الأيام. طبعا دي مش مهمة أوي، دي يعني تنفع للمدرسين، ملهاش علاقة بالطالب أوي. نخش دلوقتي على الفصل الأول ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة دي كلمة المؤلف بيقول هنا أنا ألفت القصة دي ليه يعني بالظبط، فدي برضو مش ذات أهمية كبيرة يعني، المهم عندنا القصة نفسها. الجزء الأول طبعا القصة مقسومة جزئين، جزء أول جزء تاني. نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حاجة خيالات الطفولة، باين من اسمه العنوان بيتكلم عن خيالات كانت بتحصل للطفولة. بيقول لنا لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة، بل لا استطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه. انا مش قادر افتكر، كاتب بيقول انا مش قادر افتكر بالظبط حياتي بدات امتى، اللي هو يعني من اول ما بدا يتذكر يعني بدا يفتكر امتى، يعني مثلا بدات افتكر من سنه رابعه، من سنه خمسه، من ثالثه ابتدائي، من كي جي 1. هو بيقول مش قادر افتكر بالظبط ومش قادر احطه في وقت معين، لكن انا برجح يعني بالظبط ان هو كان ايه، كان في الفجر او كان في العشاء من اليوم ده. طيب اشمعني بالظبط؟ بيقول لنا دلوقتي اشمعني. بيقول لنا يا جماعة يرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك الوقت هواء فيه شيء من البرد، يعني بيقول الهواء ساعتها كان بارد شوية، ما كانش فيه الحر بتاع ايه بتاع الظهر مثلا، لا الجو كان بارد شوية، فتحس أنه وقت الفجر أو وقت ايه، وقت بعد العشاء كده. وبيقول لنا برضو يرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة يكاد يذكر أنه حين تلقى أنه تلقى حين خرج من البيت نورا هادئا خفيفا. يعني بيقول انا فاكر لما خرجت من البيت ساعتها كان في نور طشاش كده يعني مش فاكره قوي، لكن كان في نور خفيف يعني كانه وقت مثلا ايه اللي هو بعد المغرب، فاهمين كده، او يعني وقت إيه؟ وقت الفجر. بعد كده بيقول يكاد يذكر انه حين تلقى هذا الهواء وهذا الضياء لم يأنس من حوله حركه يقظه قويه، يعني الدنيا ما كانتش دوشه حواليه، لا فاكر الدنيا كانت هاديه ساعتها، فاكيد الهدوء ده هدوء العيشه كده او هدوء ايه، هدوء الفجر. ده اللي كان فاكره من أول يوم يعتبر بدأ يفتكر في حياته، وإن كان بقي له من هذا الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل للشك فيها فإنما هي ذكرى هذا السياج، يعني الحاجة الوحيدة اللي هو فاكرها قوي يعني ومش قادر ينساها السياج، السياج اللي هو السور اللي كان حوالين البيت ساعتها عندهم. بيقول كان مصنوع من القصب ولم يكن بينه وبين الدار إلا خطوات قصار، يعني كان في خطوات قصيرة بس عشان يوصل إيه، يوصل لحد السياج ده. بيقول لنا وهو يذكر هذا السياج كأنه رآه أمس، هو فاكره كأنه امبارح بالظبط، كان أطول من قامته وما كانش يعني ما كان من العسير عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه، يعني كان صعب أن هو يعدي السياج ده. وكان فاكره طبعا هو كان متلاصق يعني كان لازق في بعض، لم يكن يستطيع أن ينسل في ثناياه، يعني هو كان طه حسين كان قصير وصغير فما كانش يعرف يعدي من فوقيه ولا كان يعرف يعدي بينه. فساعتها كان بيحسد إيه يا جماعة؟ كان عندهم أرانب، ما تضحكش، هو كان عندهم أرانب فعلا، فهو كان عندهم أرانب ساعتها في المزرعة أو في البيت بتاعهم، فالأرانب كانت بتنط فوق السياج ده او كان بتعدي بينه، فهو كان بيحسدها، هو كان نفسه دايما يبقى حر، كان نفسه يبقى طليق، فكان دايما بيحسدها ان هو كان نفسه يبقى زيهم. المهم كان بيقول لنا ايه يا جماعه، يذكر هذا كله ويذكر انه كان يحسد الارانب اللي كانت تخرج من الدار كما يخرج وبتتخطى السياج طبعا، بتنط من فوقيه او تعدي بين السنيات بتاعته او الفتحات بتاعته، وكان بتاكل طبعا بعديها اكل يعني الموجود في المزرعه. المهم بعدها بيقول لنا ايه، ثم يذكر انه كان يحب الخروج من الدار اذا غربت الشمس ويتعشى الناس، يعني كان بيحب دايما يخرج دايما لما الشمس تغرب، كان يخرج ويقعد على السياج، يسند على السياج كده ويقعد يفكر مغرقا في التفكير. طبعا هنا في سمه شخصيه ممكن نستنتجها من سمات طه حسين الا وهي التامل، التفكير، كان بيفكر كتير لحد ما يرد الى ما حوله صوت الشاعر. ايه الشاعر ده يا جماعه؟ ايام زمان كان في كده واحد بيقف اللي هو يعني على القناه وهو بيسقي الزرع، كان بيقعد يغني، يقعد يغني ويقول قصص قديمه زي قصص ابو زيد الهلالي ودياب وخليفه، دي قصص اللي هو تيتا تبقى عارفاها او جده في الغالب، يعني احنا مش عارفينها ولا ابائنا في الغالب عارفينها، بس ابو زيد الهلالي والقصص دي قصص اسطوريه زي قصص سندباد كده، قصص سندباد والف ليله وليله والكلام ده. فهو يقعد ايه يغني بالليل ويعزف كده ويقعد ايه، يقعد ينشد الناس او يقعد يغني لهم الشعر بتاعه او يعني القصص اللي هو بيحكيها.
فساعتها طه حسين كان بيحبه قوي. طبعا دي سينما شخصيه ممكن نستنتجها من سينما طه حسين، وكان بيحب الادب، كان بيعشق الادب من هو صغير. فبيقول لنا كان يقعد الراجل ده يقعد ينشد في نغمه غريبه اخبار ابو زيد الهلالي وخليفه ودياب، هم كلهم سكوت الا حين يستخفهم الطرب او تستفزهم الشهوه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كلهم يقعدوا يسمعوا قصص لحد ما ايه يعني ياخدهم الهرج والمرج كده، اللي هم يقعدوا يتكلموا كتير وصوتهم يعلى وبتاع، فالشاعر يسكت. اول ما يسكت كلهم يهدوا شويه، وبعد ما يهدوا ايه يا جماعه يبدا يتكلم تاني او يكمل الكلام بتاعه. فكان كل يوم بيحب قوي يقعد يسمع للشاعر ده، لكن للاسف بيقول لنا كل يوم كان في نفسي حسره لاذعه. كل يوم كان بيعرف ان هو هيتنكد النهارده، يعني النهارده في نكد هيجي بالليل. ليه؟ عشان عارف للاسف ان هو هيتقطع عليه استماعه للشاعر، عشان اخته هتدعوه للدخول فيأبى فتشده من ثوبه فيمتنع عليها فتحمله بين ذراعيها كانه السمامه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم بيروح يسمع الشاعر، لكن اخته كل يوم بالليل تجي له تقول له يلا عشان ندخل البيت، الجو اتاخر، الوقت اتاخر. فيقول لها لا انا عايز اسمع شويه، فيرفض، فتشده من هدومه وفي الاخر تشيلها على تشيله يعني على كتفها كده وتروح بيه البيت عادي، كانه زرعه صغيره ولا كانه اي حاجه. فطبعا كل يوم كان بيتضايق من الحركه دي، انا نفسي اقعد واستمع للشاعر عادي. بعد كده يا جماعه تنيمه على الارض وتضع راسه على فخذ امه، تحطه على فخد امه، يتحطه في حجرها يعني، ثم تعمد هذه. طبعا لو ركزنا على هذه هو بيشير الى امه، فطبعا هو ما قالش اسمها، هو قال دي الست دي، فطبعا هنا هو متضايق منها، هو غضبان، هنعرف ليه هو غضبان. كان بتحطه على حجرها وتفتح عينه المظلمه، وساعتها وتحط فيه سائل يؤذيه ولا يجدي خيرا، لكنه يشكو ولا يبكي، عشان مش عايز يبقى شكاء بكاء. ايه معنى الكلام ده؟ صلى على النبي. طه حسين كل يوم كانت اخته تنيمه على حجر امه وتفتح عينه وتحط له القطره. طبعا امه بتحط له القطره عشان يعني يعالجوه، لكن طبعا ده علاج غلط، والعلاج ده هو اللي في الاخر اودى بعينه، يعني هو ده اللي في الاخر خلاه يتعمي. وطبعا لو بصينا يا جماعه هي حطته في حجرها عادي وبتعالجه، لكن هو طبعا كان متضايق، هو حتى قال هذه يعني الست دي، فطبعا هنا هو ايه، هو متضايق، لكن طبعا كان بيتاذي، لكن هو مش عايز يقول ان هو بيتاذي او يعيط، عشان مش عايز يبقى شكاء بكاء زي اخته الصغيره، يعني مش عايز يبكي او يبان ان هو يعني بيشتكي كتير زي اخته الصغيره. بعد كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا ثم ينقل الى زاويه في حجره، فاخته تنيمه على حصير وتحط عليه اللحاف، وفي الاخر طبعا نفسه كلها حسرات، يعني هو متضايق قوي من اللي حصل ده، نفسه يطلع بره عشان يسمع الشاعر، وانه يمد سمعه مدا يكاد يخترق به الحائط لعله يستطيع ان يصل بهذه النغمات الحلوه الى الشاعر. يعني كان يحط ودنه على الحيطه كده ويقعد يسرح ويقول نفسي اسمع ايه، اسمع الشاعر. لكن طبعا ما كان بيحاول ينام ياخده النوم، وفي الاخر يصحى والناس كلها نايمه، يعني الناس كلها نامت هو ساعتها يصحى. فطبعا يا جماعه ايه، بيلاقي اصحابه واخواته كلهم يغطونا في يعني يسرفونا في الغطيط، يعني كلهم نايمين قوي وكله نايم ومتدفي، فيلقي اللحاف عن وجهه، لكنه كان يكره ان ينام مكشوف الوجه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كان بيرمي اللحاف عن وشه وفي الاخر يتغطى تاني، عشان هو كان بيخاف ينام مكشوف الوجه، يعني ما بيحبش ينام والناس كلها شايفاه، يعني او يعني يعتبر حد شايفه، كان بيحب يتغطى خالص من دماغه لحد رجله، عشان خايف من ايه؟ طبعا اي عيل صغير بيخاف من العفاريت. وكان بيظن ان هو لو اخرج احد اطرافه بس من اللحاف لابد ان يعبث به عفريت، ومن العفاريت الكثيره كانت تعمر اقطار البيت وتملا ارجاءه ونواحيه. كان بيترعب طبعا ايه، بيترعب ان هو يطلع بس اي جزء من جسمه عشان العفاريت هتاكله، ده بالنسبه له يعني. وطبعا كان بيستنى ايه، بيستنى طبعا الشمس لحد ما تطلع، هو بالنسبه له الشمس يعني لما تغرب العفاريت كلها بتطلع من ارضها يعني او بتطلع من بيتها، وطبعا ايه يملأوا الارض كلها حركه ويقعدوا يلعبوا في كل مكان لحد ايه، لحد الشمس ما تطلع. المهم بيقول لنا كان كثيرا يسمع تجاوب الديكه وتصايح الدجاج، كان بيسمع كتير قوي صوت الديكه والدجاج، صوت الفراخ يعني والديك وكده، وكان بيعرف يميز ما بينهم. بيقول كان في بعضهم اصوات ديكه وكان بعضهم اصوات عفاريت، بالنسبه له يعني الصوت ده صوت عفريت، انا بالنسبه لي عفريت. المهم بيقول لنا ان هو ما كانش بيهاب هذه الاصوات، ما كانش بيخاف منها، انما كان بيخاف اصوات تانية في الاوضه عنده، اصوات في الاوضه كده، عارف لما الباب يزيق، الباب يزيق كده على جنب، او تسمع حاجه بتقع بره، في صوت ميه مثلا في الحمام، الاصوات دي كلها كان بيترعب منها. بيقول لنا عزيز المرجل هو يغلي على النار، المرجل ده اللي هو زي البوتاجاز دلوقتي، هو بيغلي على النار، او صوت حاجه بتتنقل من مكان لمكان، حاجه بتقع من مكان لمكان، كل الحاجات دي كانت ايه، كانت بترعبه. وكان برضه بيتخيل ناس كانوا بيقفوا على الباب ويسدوه، يعملوا حركات زي حركات المتصوفة. الصوفيين يا جماعة ناس كده بيعملوا حركات ذكر، يعني يقول لك ايه مدد يا سيدي معرفش ايه، يقعد يتهز يمين وشمال كده. ف
فالحركات بتاعت الذكر دي بتاعتهم هو كان بيتخيلها، يعني هو بيتخيل ان في عفريت واقف على الباب وبيلف كده ويعمل حركات، ايه حركات زي الصوفيين ما بيعملوه، فهو كان بيخاف منها. فكل الكلام ده يا جماعه كان بيرعبه، وكان شايف ان الحصن الوحيد ان هو يتلف في الحافه من الراس لحد الرجل، يعني جسمه كله يتلف في اللحاف عشان ما حدش يلمسه. فطبعا كان بيفضل قاعد طول الليل كده يا جماعه الا حين يغلبه النوم، وفي الاخر يصحى. طبعا ايه يا جماعه يصحى امتى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ساعتها الفجر ايام زمان يا جماعه الستات لما يطلع الفجر بعد الصلاه يعني يطلعوا كلهم على القناه، القناه دي اللي هو يعتبر نهر النيل يعني ترعه من الترع، ويروحوا ياخدوا ميه في القلل بقى والحاجات اللي بيملوها ميه دي ويرجعوا تاني البيت. فهو ساعتها وهم راجعين بيغنوا اغنيه بيقولوا فيها الله يا ليل الله. فهو كان بيسمع، اول ما يسمع الصوت ده يعرف على طول ايه، يعرف على طول ان الفجر خلاص جه وان خلاص العفاريت دخلت المكانها تاني، فيصحى بقى ساعتها. او ما يسمع هما بيغنوا الله يا ليل الله عرف ان الله او عرف ان الليل او الفجر قد بزغ وان هبطت العفاريت الى مستقرها من الارض، فاستحال هو عفريتا. يعني ساعتها يبدا هو يتحول لعفريت، يتحول لعفريت يعني، يعني يبدا هو يقعد يلعب بقى في اخواته اللي هو ايه يقرص اخوه ده ويصحي اخته دي والكلام ده كله. فساعتها كان ايه كان بيصحى ويبقى شقي ويلعب في الاوضه كلها. لكن طبعا الحاجه الوحيده اللي كانت بتهديه خالص الصبح هو ابوه، بيقول لنا حينئذ اللهم صل على سيدنا محمد، هناك الضوضاء التي لم يكن يضع لها حدا الا نهوض الشيخ من سريره. الشيخ ده عشان نعرفه في القصه هو ابوه، ابوه كان بيسميه الشيخ. ساعتها ابوه بيطلب الابريق عشان يتوضى، فساعتها تخفت الاصوات وتهدأ الحركه لحد ما يشرب القهوه بتاعته ويروح ايه ويروح الشغل بتاعه. ده بالنسبه يا جماعه للفصل الاول. لو بصينا على الفصل الثاني بيقول لنا كان مطمئنا الى ان الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناه التي لم يكن بينه وبينها الا الخطوات المعدودات. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لنا دايما ان هو كان فاكر القناه دي او الترعه اللي هي عندهم قدام البيت دي كان بينه وبينها البيت يعني شويه خطوات كده عشان يوصل لها. لكن هو كان بيقول انا كنت فاكر انها ملهاش نهايه، يعني بيقول انا كنت بفتكر انها حاجه كبيره جدا وملهاش نهايه. وهو لم يكن يرى عرض هذه القناه، هو ما كانش يعرف القناه دي بالظبط ايه. لما كبر عرف القناه كانت عامله ازاي يا جماعه او الترعه كانت عامله ازاي. بقول لم يكن يقدر ان هذا العرض ضئيل بحيث يستطيع الشاب النشيط ان يسب من احدى الحافتين فيبلغ الاخرى. هو ما كانش يعرف ان القناه دي قصيره لدرجه انها يعني ممكن حد ينط من هنا لهنا عادي جدا ويعديها من غير ما هدومه تتبل ولا اي حاجه. وبرده ما كانش يعرف ان وراها في حيوانات وفي ناس عايشه، وكان فاكر ان وراها مثلا ايه ما فيش حياه خالص. وما كانش يعرف برده ان القناه دي يا جماعه ما كانتش عميقه، بيقول لها ممكن اي حد ينزل دون ان يبلغ الماء ابطيه، يعني ممكن تنزل تحت والميه ما توصلش لحد هنا، فعادي جدا ممكن تنزل القناه من غير ايه من غير ما تتبل حتى. بعد كده بيقول لنا ايه، بيقول لنا ولم يكن يقدر ان الماء ينقطع من حين الى حين عن هذه القناه. بيقول لنا الميه اصلا فيها كانت قليله جدا، وساعات بتقل لدرجه ان العيال الصغيره تقعد تلعب بالسمك الصغير اللي فيها. فيعني ايه بيقول لنا القناه دي كانت ايه كانت قصيره. هو ما كانش متخيل كل ده، لا كان متخيل انها عالم، بيقول لنا عالم اخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه، فيها كائنات غريبه مختلفه لا تكاد تحصى، فيها تماسيح بتبلع الناس وفيها مسحورين عايشين تحت. كان بيتخيل ان فيها عالم وهمي جوه ايه جوه القناه دي، ما كانش يعرف الحقيقه بتاعتها. حتى اذا اشرقت الشمس طبعا يتنسمون الهواء، يعني ايه يعني بيقول كان في كائنات غريبه فيها ممكن تخطف الرجال تخطف الستات تخطف الاطفال كل الحاجات دي، وكان فيها اسماك طويله جدا ممكن تبلع الناس. هو كان كل ده الخيال بتاعه طبعا كان طفل يا جماعه. بيقول لنا والتي قد يتاح لبعض الاطفال ان يظفروا في بطونها بخاتم الملك. ايه معنى كده؟ انا بقول وانا صغير، هو طه حسين بيقول وانا صغير كان نفسي قوي يعني سمكه من دول تبلعني عشان اخش جواها عشان اخد الخاتم بتاع سيدنا سليمان. بالنسبه له في خاتم اسمه خاتم سليمان، ده لو اخده ربنا هيسخر له 2 من الجن ودول بقى هم ايه دول هم اللي يعني هينفذوا له كل الاوامر بتاعته. طبعا ده ايه ده كان الخيال بتاعه. المهم صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله، بيقول لنا وما كان احب اليه ان يهبط في هذه القناه لعل سمكه من هذه الاسماك تبتلعه فيظفر فيها طبعا بخاتم الملك ده، وخاتم ايه خاتم سليمان. فكان نفسه يعني واحد من الخدم دول يا جماعه ياخده ويعدي بالقناه عشان يعديها ويشوف بقى ايه اللي وراها، يمكن يكون وراها عالم تاني، يمكن يكون وراها كائنات تانية، كان نفسه يشوف الكلام ده كله. بعد كده بيقول لنا ايه يا جماعه، للاسف ما كانش يعرف يعدي القناه. ليه؟ عشان الشاطئ بتاعها كان محفوف بمخاطر كتيره جدا. ايه المخاطر؟ هيقول لنا دلوقتي. اول حاجه بيقول لنا كان هناك العدويون. مين العدويين دول؟ بيقولون قوم من الصعيد يقيمون في دار لهم كبيره يقوم على بابها ابدا كلبان عظيمان. يعني بيقول الناس من الصعيد عايشين كده في بيت كبير قوي، لكن حواليهم ايه؟ حواليهم كلاب، عندهم كلبين كبار قوي مربينهم بيهوهوا على اي حد.
اي حد جماعه يعدي منهم ما يعرفش يعدي اصلا بسبب الدوشه اللي بيعملوها. وكمان بيقول لنا كان في خيم كان قاعد فيها واحد اسمه سعيد الاعرابي. مين سعيد الاعرابي ده يا جماعه؟ سعيد الاعرابي ده واحد بلطجي كده كان موجود ساعتها. وده سعيد الاعرابي كان الناس يتحدثون بشره ومكره وحرصه على سفك الدماء. ومراته كان اسمها كوابس، اسمها غريب قوي. بيقول ان الاثنين دول كانوا يعتبر بيقتلوا الناس، بيعوروا الناس، يعني كانوا ناس مؤذيين. فطبعا كان بيقول لنا انا كنت بخاف ايه، كنت بخاف ايه، بخاف منهم. عشان كده كانش بيعرف يتحرك يمين او شمال عن شاطئ القناه بسبب رعبه من الناس دي. بعد كده بيقول لنا على انه كان يجد في هذه الدنيا الضيقه قصورا من اللعب واللهو تملا نهاره كله. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقول لنا في الوقت ده مع انه ما كانش يقدر يعدي القناه، لكن كان في حاجات كتير جدا بتفرحه وتبسطه وحاجات ممكن تسليه. ولكن ذاكره الاطفال غريبه. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ هيكلمنا هنا عن ذاكره الاطفال. اصلا الفصل نفسه اسمه ذاكره الطفل. ذاكره الاطفال غريبه ليه؟ هو بيقول لنا ان الذاكره غريبه لسبب. هو بيقول لنا ايام زمان في حاجات كتير قوي حصلت له، لكن هو فاكر حاجات منها وفي حاجات كتير قوي ناسيها. ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو فاكر مثلا سنه ثالثه وسنه رابعه ابتدائي، وفاكر سنه اولى، وفاكر كي جي 1، لكن مش فاكر مثلا اعدادي، مش فاكر ثانوي، مش فاكر حاجات معينه. هو ده اللي بيقوله هنا. بيقول ذاكره الانسان غريبه، في حاجات يا جماعه بيحاول يستعرضها. بيقول تتمثل بعض الحوادث واضحا جليا كأن لم يمضي بينها وبينهما الوقت شيء. حاجات فاكرها قوي كانها حصلت امبارح، وفي حاجات تمحى منها كأن لم يكن بينها وبينه عهد. يعني في حاجات كانها ما حصلتش، نسيها تماما. بيقول لنا انا فاكر السياج والمزرعه، وفاكر كوابس والقناه، فاكر كل الحاجات دي، لكن مش فاكر مصير هذا كله، مش فاكر ايه اللي حصل لكل دول. كانه نام مثلا وصحي فما لقاش اي حاجه من دول، لكن لقى شوارع ولقى جسر ولقى بيوت، نسي كل الحاجات دي. ايه اللي حصل لهم؟ ماتوا، هاجروا، ايه اللي حصل؟ مش فاكر. زينا كلنا واحنا صغيرين مش فاكرين كل الحاجات اللي حصل لنا طبعا واحنا ايه، واحنا صغيرين. بعد كده بيقول لنا يا جماعه لكن هو فاكر ان هو كان مع الوقت يقعد على شاطئ القناه، بيروح يقعد على شاطئ القناه، وكان ما كانش فيه بقى ساعتها كلاب العدويين ولا كوابس ولا اي حاجه من الحاجات دي، وكان بيعبر القناه كمان. يعني ممكن كمان ايه يعبر القناه، ممكن يسمع الشاعر. كل الحاجات دي كان بتحصل يا جماعه بعد كده، وكان مش كده وبس، كان بيعدي القناه وكان بيروح ياكل توت وتفاح وموز وفواكه يعني من الاشجار اللي موجوده كمان ايه كمان وراء القناه. فهو الفصل كله بيركز على فكره ان هو الذاكره دي يعني ساعات بتخونك كتير، مش شرط كل حاجه تفتكرها. ده بالنسبة للفصل التاني. لو بصينا على الفصل التالت، فصل صغير جدا اسمه أسرتي. بيتكلم عن الأسرة بتاعته، بيقول كان 17 من أبناء أبي وخامس 11 من أشقته. إيه معنى الكلام ده؟ أبوه يا جماعة كان متجوز اتنين، يعني أبو طه حسين كان متجوز إيه؟ كان متجوز اتنين. ففي حاجة اسمها شقيقه، شقيقه اللي هو إيه؟ شقيقه اللي هو يعتبر أخوه بالدم يعني. وطبعا كان في إيه؟ وكان في ولاد أبوه، ولاد أبوه دول اللي هم إيه؟ يعتبر إخواته يعني. يعتبر إيه؟ يعتبر إخواته. فبقول أنا كنت رقم 7 بين ال 13 اللي هم يعني ولاد ابويا، وكنت خامسه، وكنت رقم 5 في ال 11 من ايه من اشقائي. هي جمله غريبه قوي، لكن طبعا اسلوب طه حسين كان غريب. المهم يعني معنى الجمله اللي هو يعني ايه نفهم من الجمله ان هو كان متجوز ايه، كان متجوز اتنين، لكن هو كان بيشعر ان هو يا جماعه ليه دور بين الناس دي كلها. كان يشعر انه له مكان خاص يمتاز به بين اخواته واخواته. طب المكانه دي كانت بترضيه ولا كانت تؤذيه بالظبط؟ ما هو ما كانش عارف في الاول. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ طه حسين كان ماله؟ كان اعمى، وقبل ما يتعمي تماما كان نظره ضعيف جدا. فطبعا نظره ضعيف، فامه بتعمل ايه؟ امه مميزاه دايما بين اخواته، يعني مثلا ده يروح يلعب، ده يروح يذاكر، ده يروح ما اعرفش ايه، هو لا خليك قاعد هنا، ما تنزلش، ما تروحش تجيب حاجه من تحت، هو دايما قاعد في البيت او دايما بيميزوه. فهو كان مستغرب هو ليه بيعملوا فيا كده. بيقول لنا كان يحس من امه رحمه ورأفه، وكان بيجد من ابيه لينا ورفقا. كان تعامل جميل، لكن كان بيشعر من اخوته بشيء من الاحتياط. الاحتياط ده اللي هو ايه؟ لما تلاقي مثلا اخوك عنده مرض معين فانت بتتجنبه عشان ما تحرجوش او عشان ما تاذيهوش، فده اسمه احتياط. يعني تحس ان اخواته بيحتاطوا معاه او يعني بياخدوا بالهم قوي في الكلام معاه، فهو كان بيتضايق من ده، كان بيحس ان في حاجه غلط في الموضوع. وكمان كان يجد الى جانب هذه الرحمه والرأفه من جانب امي شيئا من الاهمال احيانا والغلظه احيانا اخرى. كان بيلاقي شويه اهمال وغلظه، نشفان كده عندهم. وكان يجد طبعا لينا ورفقا. مهم يا جماعه، وكان احتياط اخوتي واخواته يؤذيه عشان كان في شيء من الاشفاق مشوبا بشيء من الازدراء. ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو كان بيحس ان اخواته يعني مشفقين عليه، يعني كانه صعبان عليهم كده، وفي نفس الوقت كان بيحس ان هم يعني انتوا ليه بتعاملوني كده؟ يعني انا مش قليل قوي. فكان ده بيتضايق من التعامل ده. على انه لم يلبث ان تبين سبب هذا كله. عرف بعد كده السبب كل ده،
عرف ان هو اعمى، احس ان لغيره من الناس عليه فضلا، عرف ان غيره من الناس ليه عليه فضل، يعني مثلا ده ياخده يوديه ما عرفش فين، ده يدخله فين، ده يخرجه منين، دايما في حد ملزم منه، حد ملزم بيه، يعني حد ايه، حد بيعمل له كل حاجه. فطبعا ده كان شيء بيجرح كرامته. وان اخوته واخواته يستطيعون ما لا يستطيع وينهضون من الامر لما لا ينهض، واحس ان امه تاذن لاخوته واخواته في اشياء تحذرها عليه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني حس ان امه يا جماعه بتقول لاخواته حاجات هو ما يعملهاش، ده يروح يجيب حاجه مثلا عند فلان لكن هو ما يروحش، هو يقعد في البيت على طول، فكان ده شيء بيضايقه. وكان ذلك يحفظه، يحفظه يعني كان بيغضبه. لكن طبعا لم تلبس هذه الحفيظه ان استحالت الى حزن صامت عميق. في الاخر الغضب بتاعه تحول لحزن صامت عميق. ليه يا جماعه؟ عشان هو عرف ان اخواته شايفين حاجات هو مش شايفها، عرف ان هو بيوصفه حاجات هو عمره ما شافها قبل كده، فعلم انهم يرون ما لا يرى، عرف ان هم شايفين حاجات هو ايه، هو مش شايفها. وهنا عرف ان هو اعمى، او ادرك ان هو اتعمى خالص فمش شايف اي حاجه. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. 4 مرارة الفشل. ايه اللي حصل يا جماعه؟ هنا بيقول لنا اصبح صبينا شيخا والا ما يتجاوز 9، يعني بقى سنه لسه ما جابش 9 سنين لكن بقى شيخ. ليه؟ عشان حافظ القرآن. ومن حافظ القرآن فهو شيخ مهما تكن سنه. اللي يحفظ القرآن بنسميه شيخ. دعاه أبوه شيخا ودعته أمه شيخا، وتعود سيدنا يدعوه شيخا أمام أبويه أو حين يرضى عنه أو يترضاه الأمر من الأمور. إيه معنى الكلام ده؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دايما صلي على النبي كده وانت بتذاكر، ربنا هيطرح البركة في المذاكرة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لنا هو بقى شيخ خلاص مع انه لسه سنه ما جابش 9 سنين لكن هو بقى شيخ عشان حفظ القرآن. واللي يحفظ القرآن بنسميه شيخ. أبوه ناداه بالشيخ وأمه ناداه بالشيخ، والشيخ بتاعه اللي هو سيدنا، سيدنا ده اللي هو الشيخ بتاعه، ركز معايا. سيدنا كان دايما بيناديه بالشيخ لما يكون راضي عنه أو عايز يترضاه، يعني عايز منه خدمة معينة، عايز حاجة منه معينة، بيسميه شيخ. إنما طبعا فيما عدا ذلك كان يدعوه باسمه، وربما دعاه بالواد. يعني ايه؟ يعني في بقيه المواقف كان بيدعيه باسمه، يقول له يا طه روح كذا اعمل كذا، او ساعات بيسميه بالواد. واد يعني، يعني يا واد يا حسن، يا واد يا طه، يا واد يا ابراهيم، بيناديه بالاسم العادي اللي احنا بنناديه بيه اي حد. يبقى تاني يا جماعه هو بيناديه بالشيخ امتى؟ لما يكون راضي عنه، انما لما بيبقاش راضي عنه بيناديه بالواد او طه او اي اسم عندنا. بيقول لنا وكان شيخنا الصبي قصيرا نحيفا شاحبا ذري الهيئه، يعني كان شكل بتاعه ما كانش مهندم قوي، ما كانش شيك، فما كانش شكله شيخ زي بقيه الشيوخ. ليس له من وقار الشيوخ ولا من حسن طلعتهم حظ قليل او كثير، يعني ما كانش عنده الهيبه او الطله الحلوه بتاعت ايه، بتاعت بقيه الشيوخ. فكان دايما ابوه وامه مش مهتمين باللبس بتاعه. بيقول لنا وكان ابواه يكتفيان من تمجيده وتكبيره بهذا اللفظ لاضافه الى اسمه كبرا منهما. النقطه دي مهمه قوي، يعني ابوه وامه كانوا دايما بيهتموا بالحته دي، حته ان هم ينطقوا اسم الشيخ او يقولوا للناس كلها ده ابننا شيخ، عشان بس يتكبروا قدام الناس. يعني هو كبرا منهما، هم مفتخرين قوي على الناس ان ابننا ايه، ابننا شيخ. لا عجبا، لا تلطفا ولا تحببا اليه، مش عشان بيحبوه مثلا عشان عايزين يتلطفوا معاه، لا، هم بيقولوا كلمه شيخ دي عشان يفتخروا قدام الناس. هو بيقول في اول الامر اعجبه الموضوع ده، لكن هو كان عايز حاجات تانية. كان عايز بقى ايه؟ يبقى شيخ بجد، يلبس العمه والجبه والقفطان اللي هو لبس الشيوخ الازهر لو انت شفتوهم. وكان من العسير اقناعه بانه اصغر من ان يحمل العمه، يعني عايزين يعني يقنعوه ان لسه ابن صغير قوي، انت ما ينفعش تلبس اللبس ده كله، انت اصلا لو لبسته هتخش جواه. المهم يعني على انه في حقيقه الامر لم يكن خليقا ان يدعى شيخا، هو ما كانش يستحق ان هو يبقى شيخ. طه نفسه بيقول كده عشان شكله ما كانش ايه، شكل شيخ. وانما كان خليقا رغم حفظ القران ان يذهب الكتاب كما كان يذهب مهمل الهيئه، لابس طاقيه بتتنظف يوم واحد في الاسبوع. طبعا قصده ايه؟ قصده ان مفيش حد مهتم بيه، ابوه وامه وجماعه مهملينه تماما، محدش مهتم بيه. بعد كده بيقول لنا ومضى على هذا شهر وشهر وشهر. هو ليه قطعها كده وقال شهر وشهر وشهر؟ عشان يقول لك ان الايام كانت بطيئه قوي، ما كانتش بتمشي. ده زي كده ايه، تقول اتبقى يوم ويوم ويوم، اللي هو يعني ايه، يعني ايام صعبه قوي. قال الشاعر في ذمه التاريخ عده اشهر طالت علي فكل يوم عامه، كل يوم كأنه سنة بالظبط، الدنيا يعني بطيئة قوي. يذهب صاحبنا للكتاب ويعود منه في غير عمل. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول لنا هو كل يوم كان بيروح الكتاب، الشيخ بقى أو سيدنا مطمئن اللي هو حفظ القرآن خلاص، فبيقعد يسيبه يلعب، وطه قاعد كده ما بيحفظش حاجة ولا بيراجع، فكل يوم يروح ويرجع من غير ما ياخد أي حاجة. طبعا واحد بيروح 3 شهور الكتاب من غير ما ياخد أي حاجة، هل هيفضل فاكر القرآن؟ لا طبعا هينساه. بيقول لنا وهو واثق من هو حفظ القرآن، وسيدنا مطمئن ان هو حفظ القرآن، لحد ما جال يوم المشؤوم.
اليوم المشؤوم ده، بيقول لك كان هذا اليوم مشؤوما حقا، ذاق فيه صاحبنا الاول مره مرات الخزي والذله والضيعه في الدنيا. يعني اول مره يدوق مرات الخزي او الذله، او مره يتذل في حياته بالشكل ده. بيقول لنا رجع الكتاب في العصر، رجع العصر، واول ما دخل الدار حتى دعاه ابوه بلقب الشيخ. ابوه قال له تعالى يا شيخنا، فاقبل عليه ومعه صديقان له. هي دي المشكله، ابوه قاعد ومعاه اتنين صحابه، صحاب ابوه يعني، قاعدين، وقال لهم بصوا ابني دلوقتي هيسمع لكم القران. فطبعا جاب طه وقال لهم يلا يا طه سمع. ايه؟ سمع سوره الشعراء. قول سوره الشعراء. طبعا بيقول لنا السؤال ده وقع عليه وقع الصاعقه، يعني نزل عليه كده اتخض. فساعتها بيقول لنا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكنه لم يذكر من سورة الشعراء إلا إنها إحدى سور ثلاث أولها طه سين ميم. يا بقول أنا مش فاكر أي حاجة، أنا فاكر بس إن سورة الشعراء دي أولها الآية اللي بتقول طه سين ميم، فمش فاكر خالص يعني السورة دي أولها إيه ولا يعني بقيتها إيه. فقال طه سين ميم مرة ومرة ومرة، مش عارف يتنقل للآية اللي بعديها. ساعتها أبوه قال له الآية اللي بعديها، لكن برضه هو ما قدرش يكمل. أبوه قال له طب خلاص اقرأ سورة النمل. برضه المشكلة إن سورة النمل دي يا جماعة زي سورة الإيه؟ زي سورة الشعراء، أولها طه سين ميم. فساعتها برضه معرفش يقول أي حاجة. ساعتها أبوه قال له اقرأ سورة القصص، برضه معرفش يكمل. ساعتها قال له إيه؟ قال له قم فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن. قال له قوم من قدامي، أنا فاكر إن أنت كنت حفظت القرآن، لكن أنت كذبت عليا، أنت ما حفظتش القرآن. طبعا ساعتها قام خجلا يتصبب عرقا، يعني قام يعرق وقام مكسوف قوي. وساعتها الرجلان يعتذران عنه بالخجل وصغر السن، يعني ساعتها الاثنين دول قعدوا يقولوا لابوه معلش اصل لسه صغير وبس مكسوف حبتين يعني. ولكنه مضى لا يدري ايلوم نفسه لانه نسي القران، يعني الوم نفسي عشان نسيت القران، ولا الوم سيدنا عشان اهملني، ولا الوم مين يا جماعه، ولا الوم ابويا عشان هو ايه، ابويا هو عشان هو اللي امتحني. هو مش عارف يلوم مين بالظبط، هو مش عارف يلوم مين بالظبط على اللي حصل ده. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه للفصل الرابع. بعد كده الفصل الخامس عندنا يا جماعه اسمه الشيخ الصغير. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بيقول اقبل سيدنا الكتاب مسرورا مبتهجا. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ركز معايا. طه حسين بيحكي لنا يعني ان هو بعد ما فشل الفشل الذريع ده، ابوه ساعتها حفظه القران، وساعتها راح ايه، راح لسيدنا وقال لسيدنا لو هو حفظ القران تحدى سيدنا، قال لو حفظ القران هديك مكافاه كبيره قوي. فساعتها سيدنا حفظ القرآن الحمد لله، وساعتها أبوه سمع له. لما أبوه سمع لطه وتأكد فعلا أن طه حافظ القرآن، إدى بقى سيدنا مكافآت، إدى مكافآت طبعا سيدنا. فسيدنا فرح، الواد ناجح الحمد لله. أقبل سيدنا الكتاب مسرورا مبتهجا، فدعا الشيخ الصبي بلقب الشيخ المرة دي وقال له إيه؟ قال له أما اليوم فأنت تستحق أن تدعى شيخا، لقد رفعت رأسي وبيضت وجهي وشرفت لحيتي. واضطر ابوك الى ان يعطيني الجبه، ابوك اداني لبس جديد عشان انت ايه، عشان انت حفظت القران. وقد كنت تتلو القران امس كسلاسل الذهب، كنت بتتلو القران امبارح زي ده كانه سلاسل ذهب، يعني كده في انسيابيه في القراءه، كنت بتتلو القران كانك حافظه تمام يعني. وطبعا ايه سيدنا فرحان قوي. وكنت على النار مخافه ان تزل او تنحرف، انا كنت مرعوب قوي ان انت تغلط، وكنت مال ادعي ربنا عشان انت ما تغلطش. وقال له انا اعفيك اليوم من القراءه، النهارده انت مش هتقرا اي حاجه وهتاخد اليوم اجازه بريك النهارده يعني، ولكن اريد ان اخذ عليك عهدا، يعني هاخد عليك عهد، عايزك تفي بالعهد ده. قال له ايه؟ قال له لك علي الوفاء، انا هعمل اللي انت عايزه. فطبعا سيدنا عمل ايه يا جماعه؟ سيدنا قال له هات ايدك. ساعتها سيدنا اخذ ايده وحطها على لحيته، حطها على لحيته كده عشان ايه يا جماعه، يعني اخذ ايد طه حسين وحطها على لحيه الشيخ اللي هو سيدنا، وقال له امسك لحيتي وقول ورايا. فقال له ايه يا جماعه؟ قال له فما راعى الصبي الا شيء في يده، ما احس مثله قطع عريض يتجج ملأه شعر تغور فيه الاصابع، يعني حط ايده على حاجه فيها شعر كتير اللي هو ايه، اللي هو اللحيه بتاعته. ذلك ان سيدنا وضع يد الصبي على لحيته وقال له ايه؟ قال له هذه لحيتي اسلمك اياها، دي اللحيه بتاعتي انا بسلمها لك، وعايزك لا تهينها، يعني اوعى تهينها في يوم من الايام، وقول ورايا والله العظيم وحق القران المجيد لا اهينها. فساعتها أقسم الصبي كما أراد سيدنا، حتى إذا فرغ من قسمه قال له سيدنا. سيدنا سأله قال له إيه؟ هو القرآن في كم جزء؟ قال له 30. وقال له إحنا شغالين كم يوم في الأسبوع؟ قال له 5 أيام. قال له إذن عايزك إيه؟ عايزك تقرأ القرآن مرة في كل أسبوع، يبقى هتقرأ كم جزء في اليوم؟ فقال له 6 أجزاء. يبقى خلاص 6 أجزاء كل يوم، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت كل يوم هتسمع للعريف، العريف ده اللي هو مساعد الشيخ، مساعد الشيخ يعني، كل يوم هتسمع له 6 أجزاء. وبكده يبقى انت كل اسبوع هتخلص ايه، هتخلص القران. بعد ما تخلص ممكن تلعب وتلهو وتمرح وتعمل اللي انت عايزه، ممكن تلعب براحتك يعني.
بدنا أعطى الصبي على نفسه هذا العهد ودعا سيدنا العريف أخذ عليه عهدا مثله. يعني ندى العريف ساعتها وقال له تعالى، قال له كل يوم هتسمع لطه 6 أجزاء. بعد كده يا جماعة بقول لنا إيه؟ بقول لنا وأودعه شرفه وكرامة لحيته ومكانة الكتاب في البلد. وانتهى هذا المنظر والصبيان الكتاب ينظرون ويعجبون. يعني الناس كلها ما تبص ساعتها متعجبة، متعجبة من المنظر الغريب اللي حصل ده. طبعا ده بالنسبة للفصل الخامس. بعد كده يا جماعة الفصل السادس، نصلي رسول الله سعادة لا تدوم. ايه اللي حصل يا جماعة؟ طه حسين للأسف بعد كده أهمل في حفظ القرآن. لم أهمل في حفظ القرآن، أبوه بقى اللي هو الشيخ قال لي خلاص أنا هجيب لك شيخ خصوصي في البيت. الشيخ ده يا جماعة هيجي البيت وهو ده إيه؟ هو ده اللي هيسمع لك القرآن كل يوم. ولئن انقطع الصبي عن الكتاب عشان في فقيه آخر يختلف إلى البيت في كل يوم، كل يوم بيتلو فيه سورة من القرآن مكان سيدنا، ويقعد ساعة أو ساعتين يحفظ الصبي القرآن. وظل الصبي حرا يعبس ويلعب في البيت مدى انصرف عنه الفقيه الجديد. يعني الصبي خلاص بقى بيجيله درس خصوصي في البيت، فأول ما يخلص الدرس يقعد يلعب ويمرح ويعمل اللي هو عايزه. حتى إذا كان العصر، لما العصر بقى يجي ساعتها يا جماعة صحابه طلعين من الكتاب فيقابلهم ساعتها، فيقصون عليه مكانه في الكتاب، يحكوا اللي حصل النهارده في الكتاب وهو يلهو بذلك. هو فرحان بقى ومبسوط، ده انا الشيخ بيجي لي في البيت، ده انا مبسوط قوي. ويعبث بهم وبكتابهم وبسيدنا والعريف. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو خلاص فكر ان هو مش هيروح تاني الكتاب، فقعد يقعد يتريق بقى، يتريق على سيدنا ويتريق على الكتاب ويتريق على العريف، يقعد يتريق على المنهج بتاعهم ويتريق على كل حاجه. بولينا وكان قد خيل إليه أن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب، يعني هو فاكر أنه خلاص مش هيروح الكتاب ده تاني، فقعد يتريق عليه. فأطلق لسانه في الرجلين إطلاقا شنيعا، قعد يشتمهم وأخذ يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه. قعد يقول العيوب بتاعتهم بقى، الحاجات اللي هو كان مخبيها في قلبه. بولي وليس بينه وبين السفر إلى القاهرة إلا شهر واحد، ويعود أخوه الأزهري. إيه الكلام ده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طه حسين عنده أخ يا جماعة اسمه الأخ الأزهري، اسمه الفتى الازهري. الفتى الازهري ده باين من اسمه بيدرس في الازهر في القاهره، مش القريه اللي طه حسين قاعد فيها. طبعا هو كل سنه بيروح يدرس في الازهر وبيرجع، بياخد شهر اجازه كده وبيرجع تاني. ايه؟ بيرجع تاني الازهر. فاخوه رجع كمان شهر، فطه بقى بيقول ايه، انا خلاص كمان شهر اخويا هيجي وهياخدني معاه تاني، فخلاص بقى مش هتفرق، اشتم بقى ايه، اشتم العيال دي براحتي واشتم الكتاب براحتي. المهم ان صلى الله رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول الحق انه كان سعيدا في هذه الايام، كان فرحان قوي ساعتها الايام دي، كان يشعر بشيء من التفوق على رفاقه واترابه، كان يعني كان حاسس كده يا جماعه ان هو سوبيريور بالنسبه لهم، هو ان هو اعلى منهم وان هم ادنى منه. ليه الكلام ده؟ فهو لا يذهب الى الكتاب كما يذهبون، هو بيروحش الكتاب زي ما هم بيروحوا، مش كده بس، وانما يسعى اليه الفقيه سعيا. الفقيه بيجي لحد عنده وسيسافر للقاهرة ويروح بقى لسيدنا الحسين وسيدة زينب، هيروح بقى الحاجات الحلوة دي وجامع الأزهر، إنما أنتوا قاعدين هنا. فطبعا هو كان بيحس دايما بشيء من التفوق على إيه؟ على زمايله. بيقول لنا بعد كده ولكن هذه السعادة للأسف لم تدم، جاء بعدها شقاء، جاء بعدها كآبة ما شافش زيها قبل كده. ليه؟ عشان سيدنا يا جماعة اتضايق قوي من الحركة اللي هو عملها، حركة إن هو ساب الكتاب ومشي دي، ولم يستطع ان يحتمل انتصار الشيخ عبد الجواد عليه. الشيخ عبد الجواد ده لو الشيخ اللي بيجي له في البيت، هو اتضايق قوي ان الشيخ عبد الجواد هيجي له في البيت خلاص. لا، ليه الشيخ عبد الجواد ياخد ايدي درس احسن مني؟ هو احسن مني في ايه يعني؟ فطبعا ده كله ضايقه. فساعتها قعد يتوسل بفلان وفلان الى الشيخ، وما هي الا اعلانت قناته الشيخ. ايه معنى الكلام ده؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو كان كل شويه بيتضايق ان طه حسين مشي من الدرس، فقعد يكلم فلان وفلان عشان يروحوا يتوسطوا له عند ابوه، يقول له معلش بس رجعوا الكتاب تاني، معلش حقك عليا، خليه يرجع الكتاب تاني. لحد ما ايه اللي حصل يا جماعه؟ لحد ما فعلا الشيخ اللي هو ابو طه حسين امره ان هو يرجع للكتاب الصبح. عاد كارها مقدرا ما سيلقاه من سيدنا، يعني هو عارف اللي هيحصل له بقى. سيدنا يقعد يقول له 1 2 3 4، يقعد يقول له بقى الحاجات اللي هو كان بيقولها. فطبعا هو متضايق قوي من الحركه دي. المشكله في ايه يا جماعه؟ هتسالني سؤال تقول لي طب هو سيدنا عرف منين ان هو كان بيشتمه؟ للاسف صحابه كانوا اصحاب سوء، صحاب طه حسين كانوا اصحاب سوء، كانوا بينقلوا كل حاجه بيقولها، كانوا ينقلون الى الفقيه والعريف كل شيء، كل ما يسمعون من صاحبهم. طبعا ليه يا جماعه كانوا بيعملوا كده؟ عشان طبعا يعني ينالوا القربة منهم، كانوا عصافير يعني، كان علم السلكه كده، كان يروح يقولوا ده قال عليك 1 2 3 4 عشان هو يحبهم اكتر. طبعا بيقول لنا في الاسبوع ده تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ، يعني اتعلم ان هو ما يقولش اي حاجه
لأي حد، اتعلم أنه يسكت أكتر ما يتكلم، وتعلم أن من الخطل والحمق الاطمئنان إلى وعيد الرجال. يعني من الغباء قوي أن أنت تصدق أي حد يوعدك أو يقولك أنا هعمل لك 1 2 3، لا، ما الناس بتكتب عادي. بلي لم يكن الشيخ قد أقسم ألا يعود للكتاب أبدا، مش الشيخ اللي هو أبوه يعني قال أنت مش ترجع كتاب تاني، طب ما أنا رجعت أهو. ومش كان بيقول لنا سيدنا يرسل الطلاق والأيمان إرسالا ويعلم أنه كاذب؟ يعني بيقول سيدنا برضو يقعد يحلف ويحلف ويحلف هو في الآخر كذاب. بيقول والصبيان دول كانوا بيتكلموا ويشتموا الفقيه، وعشان طه حسين يشتمهم ويشتم الفقيه معايا ويشتم اللي هو اسمه ايه ده ويشتم العريف يعني ويشتم سيدنا، لكن في الآخر برضو العيال دي راحت قالت لسيدنا كل اللي حصل. فتعلم ايه؟ تعلم أنه يسكت، وتعلم أنه ما يثقش في أي حد. بيقول لنا بعد كده يا جماعه ايه، وهذه امه تضحك منه وتغري به سيدنا. يعني حتى امه، يعني سيدنا كان بيروح يقول لها ده ابنك عمل 1 2 3 4، وامه سيدة كانت بتضحك عليه، ما كانتش حتى بتساعده يعني. واخواته شمتانين فيه طبعا، وبيقعدوا كل شويه يكرروا الكلام اللي هو كان بيقوله على سيدنا، لكنه كان يحتمل هذا كله في صبر وجلد. طبعا ده يدل على سمه الصبر عن طه حسين. ليه كان بيصبر قوي كده يا جماعه؟ عشان بقول ليس بينه وبين فراق هذه البيئة كلها إلا شهر أو بعض شهر. يعني بقول في شهر أو أقل من شهر وخلاص، وهروح وهرجع تاني إيه، وهرجع تاني طبعا للأزهر، أو هروح للأزهر مع أخوي طبعا الأزهري. بقول لنا الفصل السابع الاستعداد للأزهر. الشهر عدى والشيخ الأزهري أو الفتى الأزهري رجع فعلا، لكن للأسف صاحبنا فضل قاعد زي ما هو، كان لا يزال صغيرا، كان لسه صغير قوي، ما كانش ينفع نبعته للقاهرة ساعتها، واخوه برضه ما كانش قادر يحتمله. يعني لسه بقى اخد اخويا الصغير معايا، طبعا ده وجع قلب، لسه هاخده معايا. فساعتها قال له ايه؟ قال له خليك قاعد السنه دي، وانا هديك كتب تذاكرها. بيقول لنا نقطه مهمه جدا، لم يحفل احد برضاه او غضبه، يعني ما كانش في حد مهتم بيه يا جماعه. طه حسين كان بيتعرض لاهمال شديد وهو صغير، وده باين جدا في كلامه ان ما فيش حد مهتم، لا هو فرحان ولا هو زعلان، مش هتفرق، اهم حاجه ان انت تقعد وخلاص. بيقول لنا بعد كده على ان حياته تغيرت بعض الشيء. ايه اللي حصل؟ اخوه اداله بعض الكتب عشان يستعد للازهر، قال له في كتب تحفظها كلها، وفي كتاب يعني احفظ حتت منه. بيقول لنا اما الكتاب الذي لم يكن بد من حفظه، كتاب لازم تحفظه كله، هو الفيه ابن مالك، ده اسم الكتاب. انما الكتاب الاخر اسمه مجموع المتون. وقال له بعد كده يا جماعه ابدا احفظ الالفيه، ولما تخلصها احفظ الكتاب الاخر شويه اشياء كده، شويه شباتر او تشابترز او يعني اجزاء او فصول من الكتب التانيه دي، حاول تحفظها. الأجزاء دي اسمها غريب، اسمها الجوهرة، الخريدة، السراجية، الرحبية، لامية الأفعال. طه حسين بقى بيقول لنا هنا إيه؟ بيقول لنا وكانت هذه الأسماء تقع من نفس الصبي مواقعته وأعجاب. إيه معنى الكلام ده؟ يعني بقول الأسماء دي أنا مش فاهمها، زي كده لما أقول لك إيه؟ ما أقول لك مثلا دي هيومانيزيشن، بص كلمة إنجليزي دي هيومانيزيشن، أنت هتقول إيه ده؟ مش فاهم معناها إيه؟ إيه ده؟ فتحس إنها كلمة حلوة كده، شكلها حلو. انت ليه حسيت انها حلوه؟ عشان انت مش فاهمها، بس كده. الانسان دايما لما يشوف حاجه مش فاهمها او مش عارفها بينجذب اليها كده، عايز يعرف هي ايه بالظبط. ماشي، دي هيومانيزيشن معناها تجريد الانسان من انسانيته. المهم يعني مش علينا دلوقتي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا هنا اللي حصل ايه، ان طه حسين كان بيسمع الكلمات دي فكان بتقع في قلبه موقع تيه واعجاب، كان بيفتخر بها قوي. ليه؟ لانه لا يفهم لها معنى، لكن هو عارف انها بتدل على العلم، الكلام ده كلام علمي قوي، ولأنه يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظها وفهمها فأصبح عالما. يعني بقول أخويا لما حفظ الحاجات دي بقى عالم، فأنا عايز أكون عالم زيه. فاهمين يا جماعة؟ هو طه حسين عايز يبقى عالم ليه؟ عشان يبقى زي أخوه. بقول لنا ألم يكونوا جميعا يتحدثون بعودته قبل أن يعود بشهر؟ مش دايما بيكلموا عن عودته قبل ما يرجع أصلا بشهر؟ معنى كده أن هو إيه يا جماعة؟ أن هم دايما فرحانين بيه، هو عايز يحس نفس الاحساس ده، هو اتنشن يا جماعه، عايز يحس دايما بالاتنشن او بالاهتمام بيه، عايز الناس كلها تهتم بيه زي هما مهتمين ايه، زي ما هم مهتمين باخوه. بيقول الم يكن الشيخ يشرب كلامه شربا، مش ابويا بيشرب كلام اللي بيقول اخويا شرب وبيسمعه على الناس، يقول ابني الفتى الازهري قال كذا وكذا وكذا، فانا عايز اكون زيه. الم يكن اهل القريه يتوسلون اليه ان يقرا درسا في التوحيد او الفقه؟ مش اهل القريه كلهم بيشحتوا منه بس عشان يقرا عليهم درس في التوحيد ودرس في الفقه؟ بعد كده بيقول لنا ايه يا جماعه، الم يكن الشيخ يتوسل اليه ملحا مستعطفا في الصرف عشان ايه؟ عشان يلقي خطبه الجمعه. يعني دايما الشيخ او اللي هو ابوه يعني كان بيتحايل على الفتى الازهري عشان يلقي عليهم خطبه الجمعه، كان نفسه قوي ان هو الشيخ او الفتى الازهري يقول خطبه دي خطبه الجمعه. فطبعا طه حسين نفسه يبقى ايه؟ نفسه يبقى زي اخوه، انا نفسي ابقى زيه واخد المكانه اللي هي ايه، اللي هي عنده.
بعدين ثم في هذا اليوم يوم مولد النبوي صلى الله عليه وسلم, يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام دايما أيام زمان في القرية أيام زمان يعني كان بيجيبوا حمار ده بجد أو حصان ويقعدوا عليه الشيخ, الشيخ اللي هو إيه المشهور أوي ساعتها يعني, ويلفوا بيه القرية كلها. ماشي, إيه علاقة ده بالموضوع؟ ملوش علاقة, بس هما يعني ده بالنسبة لهم يعني تكريم للنبي إزاي ما تعرفش. فكانوا بيجيبوا مين بقى ساعتها؟ كانوا بيجيبوا الفتى الأزهري ويقعدوه على الحمار أو الحصان ده ويلفوا بيه القرية كلها احتفالا يعني. فهو كان نفسه يبقى في المكانة دي, يعني نفسه يبقى زيهم يعني أو زيه. فبيحكي لنا هنا في بقية الفصل ده عن إيه اللي حصل. كانوا بيشتروا له قفطان جديد وجبة جديدة ومركوب جديد اللي هو جزمة جديدة يعني. المهم يعني بقية الفصل ده مش مهم قوي, هي الحتة دي كلها كان بيتكلم عن إزاي هم فرحانين ومبسوطين قوي يعني بالإيه بالفتى الأزهري وبيركبوا الحصان ويلبسوا لبس جديد والكلام ده كله. المهم صلى الله عليه وسلم هنا العلم بين مكانتين. بيقول لنا للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ليس له مثله في العاصمة ولا في بيئتها العلمية المختلفة. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول لنا العلم في القرية أو الريف مش زي العلم في القاهرة. ليه الكلام ده يا جماعة؟ بيقول لنا العلماء دايما في القرية لهم أهمية كبيرة قوي, لكن العلماء في القاهرة ما لهمش نفس الأهمية. ده بسبب قانون العرض والطلب, supply and demand. إيه معنى الكلام ده؟ صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيبي يا رسول الله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني قانون العرض والطلب. فلنفترض مثلا ان الالم اللي ماسكه ده في منه مليون الم, 200,000 الم, في منه مليارات الالمه, الم عادي بيبقى في اي مكتبه, فسعره جنيه ونص, 2 جنيه, 3 جنيه, عادي جدا, حاجه خفيفه يعني. ليه حاجه خفيفه؟ عشان في زيه مليون واحد, فمش هيفرق معانا بحاجه. طيب فلنفترض ان الالم ده فيه 10 بس منه في القاهره, سعره هيبقى كام؟ سعره طبعا هيبقى 1000 جنيه, 10,000 جنيه, 100,000 جنيه, مليون جنيه. ليه الكلام ده؟ عشان مفيش زيه. ده اسمه قانون العرض والطلب. الحاجة لما تكتر قيمتها تقل, الحاجة لما تقل سعرها بقى ايه يا جماعة؟ سعرها يزيد. يبقى ركز معايا, حاجة كتيرة قوي فالقيمة بتاعتها تقل. طب حاجة قليلة قوي, لا ده القيمة بتاعتها عالية قوي, قيمتها غالية. نفس الكلام في القاهرة عندنا جامع الأزهر وفي مليون شيخ, فالشيوخ محدش مهتم بيهم عشان في مليون واحد زيهم. انما في القرية في الريف هما في 3 4 5 شيوخ بس, فالناس كلها بتعظم قيمه الشيخ. عشان ايه؟ عشان قليلين. ده اسمه قانون العرض والطلب. بيقول لنا قانون العرض والطلب يجري على العلم كما يجري على غيره مما يباع ويشترى. فبينما يروح العلماء وياخدونا في القاهره لا يحفل بهم احد, يعني القاهره ما حدش بيهتم بعلماء خالص دون ان يلتفت اليهم احد غير تلاميذهم, ترى علماء الريف مالهم بقى واشياخ القرى ومدن الاقاليم بلنا يغدون ويروحون في جلال ومهابة. يعني الناس كلها بتحبهم عندهم مهابة ويقولون فيستمع الناس لهم في شيء من الأكبار مؤثر جذاب. والصبي كان متأثر جدا بنفسية الناس الريفيين, وكان بيشوف ان الناس دي اللي هم يعني العلماء دول فطروا من طينة نقية غير الطينة فطر منها الناس جميعا. يعني بيقول انا شايف ان هم اتخلقوا من حاجة غير اللي اتخلق منها الناس كلها. طبعا بالنسبة له يعني ان هم ايه ناس عظيمة جدا مفيش زيهم. وكان طبعا بيقول ايه يا جماعه, بيقول اللهم صل وسلم على محمد, كان العلماء دول في المدينه 3 أو 4 الناس كلها متقسمه عليهم. بيحكي لنا عن واحد واحد فيهم بالتفصيل. اول واحد كان كاتب في المحكمه الشرعيه, بيوصفه بيقول لنا كان قصير وضخم وكان صوته غليظ قوي وكان بيتكلم يعني بغلظه كده او بشده وتصدمه كالمعاني بتاعته, كلامه كان شديد عنيف قاسي يعني. بيقول الشيخ ده لم يفلح في الازهر, عدى فيه سنين كتير قوي لكن لم يوفق الى العالميه. العالميه دي اللي هو يبقى عالم, اللي هو زي كده البكالوريوس دلوقتي كده يعني. ولا القضاء, يعني القضاء ما بقاش قاضي في المحكمه الشرعيه ولا بقى عالم, يعني بقى مجرد ايه, مجرد كاتب. بيقول لنا فقنع بمنصب الكاتب في المحكمه الشرعيه, كان شغال كاتب. بيقول لنا وكان اخوه قاضي ممتاز, اخوه كان واحد من القضاة الممتازين يعني, وهو دايما كان يقعد مع اي حد كان بيقعد يمدح اخوه يذم القاضي اللي هو شغال معاه. المهم كان حنفي المذهب, كان بيتبع مذهب الامام ابو حنيفه. بيقول لنا وكان اتباع ابو حنيفه في المدينه دي قليلين قوي, فكان بيتضايق قوي ان الاتباع بتوعه قليلين. فساعتها كان بيعمل ايه يا جماعه؟ بيقول لنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد, كان ذلك يغيظه ويحنقه, ده كان بيضايقه جدا على خصومه العلماء الاخرين, كان بيحقد دم العلماء التانيين عشان العلماء التانيين عندهم طلاب كتير, هو ما عندوش طلاب, فده كله كان بيضايقه. بيقول لنا وكان يجدون في اهل المدينه صدى لعلمهم وطلابا للفتوى عندهم, يعني الشيخ فلان والشيخ فلان عندهم طلاب كتير جدا بيسالوهم وبيردوا عليهم, فهو كان بيتضايق من الكلام ده كله, كان بيتضايق ان هو قاعد لوحده مفيش يعني حواليه زحمه كده. فكان لا يدع فرصه الا مجد فيها فقه ابو حنيفه وغض فيها من فقه مالك والشافعي, يعني كان دايما بيقعد يتريق على فقه اي عالم تاني غير ايه, غير العالم بتاعه.
بدنا وأهل الريف مكرة أذكياء لم يكن يخفى عليهم أن الشيخ إنما يقول ما يقول متأثرا بالحقد والموجدة. يعني بيقول هو أنا كنت يعني الناس في الريف كانوا عارفين إن هو كان بيقول الكلام اللي بيقوله ده عشان بس هو إيه هو يعني محروق من جواه، فاهمين؟ محروق من جواه ومتضايق قوي بسبب إيه؟ بسبب طبعا هو ما عندوش طلاب. المهم من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ ده في منافسة جديدة بينه وبين الفتى الأزهري، كان ينتخب خليفة في كل عام، فتضايق قوي إن الفتى الأزهري بقى الخليفة. يعني يشمعني يعني الفتى الخليفة بقى هو يعني الفتى الأزهري يعني بقى هو الخليفة يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، متضايق جدا من الحركة دي. ولما تحدث الناس أن الفتى سيلقي خطبة الجمعة ساعتها سكت. إيه ده كمان الفتى الأزهري هيطلع يقول خطبة الجمعة؟ طبعا ده شيء ضايقه جدا. فساعتها إيه اللي حصل يا جماعة؟ المسجد اتملى بالناس والخطبة خلاص هتشتغل، الفتى أراد أن يصعد المنبر. ساعتها الشيخ ده نهض وقال في صوت يسمعه الناس، قال يا جماعة؟ قال إن هذا الشاب حديث السن وما ينبغي له أن يهو أن يصعد المنبر ولا أن يصلي بالناس وهناك الشيوخ وأصحاب الأسنان. إيه معنى كلام أصحاب الأسنان؟ يعني الناس اللي عندها سن كبير. فبيقول إزاي عيل صغير زي ده يقوم دلوقتي ويخطب الجمعة وإحنا في بيننا شيوخ وعلماء كبار قوي؟ وقال لو أنتوا خليتوه يخطب فأنا همشي من الجامع، ومش كده وبس، ولو صليتوا الصلاة بتاعتكم هتبقى بطلة كمان. فساعتها إيه اللي حصل يا جماعة؟ نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد. ولا سمع الناس هذا فاضطربوا. ايه معنى الكلام ده؟ سمع هذا الناس فاضطربوا، يعني الناس كلها لما سمعوا الكلام ده اضطربوا. يعني ايه حس لهم اضطراب؟ اللي هو يعني حسوا ان هو ايه ده، يعني الصلاه هتبطل بجد، يعني احنا كده الصلاه مش مقبوله. فقعدوا يتكلموا ويتوشوشوا كده ويتودودوا، وكادت تقع بيننا يا جماعه وكادت تقع بينهم الفتنه لولا ان نهض الامام فخطبهم وصلى بهم. يعني كان الصلاه حرفيا هتبوظ والناس كلها تقوم تمشي من الجامع، لكن الحمد لله الامام ساعتها طلع وعمل ايه؟ هو اللي خطب الجمعه وصلى بهم. وحيل بين الفتى وبين المنبر هذا العام، يعني السنه دي او السنه دي يعني الفتى الازهري للاسف ما خطبش ايه، ما خطبش الجمعه. ومع ذلك فقد كان الفتى اجهد نفسه في حفظ الخطبه. بيقول لنا بعد كده ان هو الفتى كان قاعد يحفظ الخطبه كتير قوي، وابوه كمان كان بيقعد يبخره وامه كانت تقعد تبخره، وهو كان فرحان ابوه جاب له هدوم جديده وجاب له كل حاجه جديده عشان بس ايه، عشان الفتى الازهري هيقول خطبه الجمعه. لكن للاسف كل ده ايه، كل ده اتدمر بسبب الحقد بتاع الشيخ ايه اللي هو كاتب المحكمه الشرعيه. بعد كده بيكلمنا عن الشيخ الثاني يا جماعه، بيقول لنا كان ده شيخ مقدس شويه، الناس كانت بتقدسه قوي وبتحبه قوي. كان بيقول لنا كان معروف بالخطبه والصلاه، وكان معروف بالتقى والورع، الناس بتكبره وبتعظمه الى حد يشبه التقديس، يعني بيقدسوه كانه اله كده. كانوا بيتبركوا بيه بقى، واي حد عنده مرض اي حد عنده حاجه كانوا بيروحوا له على طول. وبيقال هما بيقولوا يعني ان هو لما كان لما جاي يموت او لما مات وجم دفنوه سمعوه بيتكلم بيقول اللهم اجعله منزلا مباركا. طبعا مبالغه شديده قوي وما فيش الكلام ده، لكن عموما يعني هم كانوا بيمجدوه قوي بيعظموه قوي. ولكن في شيخ ثالث ده كان متوسط، يعني كان ملكي المذهب ولم يكن ينقطع للعلم ولا يتخذوه حرفه، ما كانش شغال شيخ، لا ده كان قاعد يوم يبقى فاضي يعلم الناس العلم. كان يعمل في الارض وبيتاجر، وكان بيروح المسجد يادي الصلوات الخمسه، وكان بين الوقت والاخر كده يعدي ويقرا ايه، يقرا درس من الدروس او يعلم الناس يعني شويه دين كده لما يبقى فاضي يعني. واخر واحد فيهم يا جماعه بيقول لنا دول العلماء الرسميين طبعا، لكن كان في علماء اخرين منبسين في المدينه لم يكونوا اقل من هؤلاء تاثيرا في دهماء الناس. يعني بيقول لها في علماء تانيين كانوا بيأثروا على عقول الناس مع انهم مش علماء اصلا. بيقول لنا دول كان منهم الناس المتصوفين. بيقول لنا هنا الخياط، واحد خياط كان شغال كان عنده دكانه قدام الكتاب، وكان الناس مجمعين على وصفه بالبخل والشح، كان راجل بخيل قوي. كان متصلا بشيخ من كبار اهل الطرق الصوفيه، يعني كان يعرف واحد من بتوع الصوفيه اللي هم يعني الناس اللي بيقولوا مدد يا سيدي ما اعرفش ايه والكلام ده، ماشي؟ فكان يعني منهم، وكان يزدري العلماء جميعا، كان بيكره العلم خالص والعلماء، وكان بيشوف ان هم ايه، يعني انت ازاي تاخد العلم بتاعك من الكتاب، المفروض تاخده من شيخ. وكان يرى ان العلم الصحيح هو العلم اللدني، العلم اللدني الذي يهبط عليك من الله دون أن تحتاج إلى كتاب. بقول العلم ده حاجة بتنزل عليك كده من غير ما تقرأ أي كتاب. وكان الصبيون يختلف بين هؤلاء جميعا ويأخذ عنهم جميعا حتى اجتمع له مقدار من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض. يعني بقول يعني كان بياخد العلم من كل دول لحد ما تكور في دماغه كمية علم مهولة يعني كلها على بعض كده ملهاش علاقة بأي إيه، ملهاش علاقة بأي حاجة. فطبعا ده كله أدى إيه يا جماعة؟ ده كله أدى إن مخه نفسه بقى مضطرب، بقى فيه أكتر من أسلوب أو أكتر من منهج علمي في دماغه، مفيش مثلا مدرسة معينة ماشي بيها في دماغه، لا في أكتر من حاجة. بعد كده سهام القدر، بيقول لنا هنا عن المصايب اللي حصلت لأسرته.
بعدين الايام بتاعته اتصلت بين البيت والكتاب والمحكمه والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلم وحلقات الذكر، ايام عاديه يعني، لا هي بالحلوه ولا هي بالمره. لكن طبعا يا جماعه بعدين كان يوم ذاق فيه الصبي الالم حقا، وعرف ساعتها ان الحاجات اللي كان بيعيط عليها واللي كان بيحزن عليها يعني ولا حاجه. بيقول لنا ايه اللي حصل. صلى الله عليه وسلم، كانت للصبي اخت هي صغرى ابناء الاسره، كانت عندها 4 سنين وكانت خفيفه طلقت الروح فصيحة اللسان، كانت لهوى الأسرة، كان كله بيحب يلعب معاها، بنت صغيرة كان كله بيحبها، وكانت بتقعد تلعب كل يوم مع العرايس بتاعتها والكلام ده كله، وكان بتقعد تلعب الألعاب بتاعتها. فهذه اللعبة امرأة، وهذه اللعبة رجل، وهذه اللعبة فتى، وهذه اللعبة فتاة، والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جميعا تذهب وتجيء وتصل بين الأحاديث، مرة في لهو وعبس، وأخرى في غيظ وغضب، ومرة في هدوء واطمئنان. بنت صغيرة أختهم عندها 4 سنين بتلعب، العيلة كلها بتحبها والعيلة كلها بتحبها. إيه اللي هيحصل؟ بولينا وكانت الأسرة دايما تحب تسمع اللعب بتاعها، لحد ما أقبلت بوادر عيد الأضحى. يعني عيد الأضحى خلاص قرب يجي خلاص يعني، ساعتها أم الصبي بدأت تجهز العيد وتحط الزينة وتعمل خبز وفطير، والعيال نفسها بدأت تجهز العيد. بولينا الكبار نفسهم راحوا فين؟ بولينا الكبار ساعتها راحوا للخياط، راحوا للترزي او الحذاء يشتروا كوتش جديد، والعيال الصغيره قاعد تلعب في البيت بقى فرحانين طبعا بسبب ايه، بسبب العيد اللي داخل. وصبيونا ساعتها كان عنده شيء من الفلسفه كده، كان بيحب يقعد لا يروح لخياط ولا حذاء، كان بيحب يقعد في البيت ويعيش في خيال من القصص والكتب اللي بيقراها. هتقول هو ازاي بيقراها هو اعمى؟ هقول لك ان كان في حد بيقرا عليه، ابن خالته دايما كان بيجي له البيت وكان بيقرا عليه القصص. المهم صلى الله على عليه الصلاه والسلام، بيقول لنا اقبلت بوادر هذا العيد، العيد جه خلاص، واصبحت الطفله ذات يوم في شيء من الفتور والهمود لم يكد يلتفت اليه احد. يعني بيقول لها الطفله في يوم من الايام صحيت من النوم لقيت نفسها همدانه كده وما حدش واخد باله منها خالص. بيقول لنا الاطفال في القرى ومدن الاقاليم بيتعرضوا لاهمال كبير قوي، خصوصا لو الاسره عددها كبير. ليه الكلام ده يا جماعه؟ عشان الاسره عددها كبير جدا، والام بقى مش فاضيه شغاله حاجات كتير، والاب في الشغل، فمحدش واخد باله. بيقول لنا ولنساء القرى ومدن الاقاليم فلسفه آسمة وعلم ليس اقل منها اسما. للاسف الستات في الريف عندهم عاده ساعتها كانت وحشه قوي. بيقول لنا يشكو الطفل وقلما تعنى به امه، واي طفل لا يشكو، انما هو يوم وليله ثم يفيق ويبل ويبل. ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقول هو في الاخر اي عيل صغير يتعب امه تقول ايه، طب ما عادي، ما هيتعب عادي وهيخف، كلها يوم وليله وهيخف مش حاجه يعني. فإن عنيت به أمه فيتزدري الطبيب أو تجهله. يعني أمه يا جماعة ساعتها أو الأمهات ساعتها ما بيكرهوا الطبيب، بيعتمدوا على علم النساء وأشباه النساء. يعني قعدة مصاطب الستات كده، يشوف إيه، أحط الواد إيه، اغلي زيت قرنفل وحط عليه منقوع صوص الباربيكيو وحطيه في ورق جرايد ولفيه وكفنيه والكلام ده كله. فهي كانت أمه بتعمل نفس الكلام ده. فساعتها إيه يا جماعة، بيقول لنا للأسف ده اللي هيموت أختي دلوقتي، وهو ده اللي خلاني أتعمي في يوم من الأيام. بيقول أصابه الرمد، بيتكلم عن طه حسين، بيقول أصابني الرمد وهو صغير، فطبعا تم إهماله أياما، ثم دعي الحلاق فعالجه علاجا ذهب بعينيه. يعني هو تعب فجابوا مين؟ ما جابوش الدكتور، جابوا الحلاق. بجد والله؟ اه والله، جابوا الحلاق وحط له قطرة في عينيه لحد ما اتعمى. للأسف بيقول لنا وعلى هذا النحو فقدت الطفلة حياتها، قعدت تعبانة يوم ويوم ويوم 3 أيام، محدش بيقرب منها، بياكلوها اكل محدش عارف هو ايه بالظبط، والبيت كله بيتحرك عادي، الفطير بيتعمل والاكل بيتعمل والهدوم بتتعمل من غير ما اي حد ياخد باله او اي حد يعمل اي حاجه، لحد عصر اليوم الرابع كل حاجه وقفت ساعتها. والام ساعتها عرفت ان في شبح بدا يدخل الدار. ايه هو الشبح ده يا جماعه؟ شبح الموت. بتقول لنا كانت في عملها، لكن مره واحده اذا الطفله تصيح صياحا منكرا، البنت بتصوت صريخ محدش صرخه قبل كده. امها سابت كل حاجه والاخوات برضو سابت كل حاجه، وكله راح يشوف البنت وهي بتتلوى وبتعيط بين ايه، بين دراع امها. فساعتها طبعا كله اترعب وكله مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، ويتصل ذلك ساعه وساعه. فاما الشيخ اللي هو يعني ابوها طبعا اللي هو ابو طه حسين، فاخذه الضعف الذي ياخذ الرجال في مثل هذه الحال، قعد يقرا قران وبقى ضعيف قوي مش عارف يعمل ايه. وطبعا الصبيان كل واحد يتسلل في شيء من الوجوم، يعني كل واحد كده متضايق ومش عارف يعمل ايه، اروح اكمل اللي انا بعمله ولا اقعد اعيط ولا جنب اختي، محدش عارف ايه اللي بيحصل. بعد اقول ما كنت احسب انه في الاطفال قوه تعدل هذه القوه، ما كانش عارف ان اخته ممكن تعمل القوه دي كلها. المهم يا جماعه صياح الطفله صياح متصل، لا تمد يد الى طعام وانما يتفرقون جميعا. يعني الطبليه اللي عليها اكل شالوها، ولا كان في حد اكل ومحدش اكل اي حاجه، كله ملوش نفس ياكل.
والطفل عمال تعيط، وساعتها الام عمال تدعي للسماء عن ربنا يكشف الغمه اللي هم فيها. لكن للاسف بيقول باب السماء ساعتها اتقفل والقضاء لابد منه. الشيخ بقى يقرا قران زي ما هو عايز، والام تقعد تدعي ربنا زي ما هي عايزه. لكن طبعا في الاخر لم يفكر احد في الطبيب، هي دي المشكله. بيقول ما فيش اي واحد فيهم فكر حتى في الدكتور. ساعتها يا جماعه الاضطراب بتاعها قعد يقل 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 لحد ما في الاخر الام التعيسه دي افتكرت ان ربنا استجاب ليها. وهو فعلا ربنا استجاب ليها، وربنا فرج عنها الالم ده كله واخد روحها. ربنا اخذ روح مين يا جماعه؟ البنت الصغيره. ساعتها طبعا البنت الصغيره يا جماعه كان فيه هدوء متصل، لا صوت ولا حركه، لحد ما في الاخر يا جماعه انقطع النفس. واذا طفلته قد فارقت الحياه، الطفله ماتت خلاص. ماذا كانت علتها؟ كيف ذهبت بحياتها هذه العله؟ ازاي ماتت بسبب المرض ده؟ الله وحده يعلم، ربنا وحده هو اللي عارف. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بقى في اضطراب تاني حصل. ايه اللي حصل؟ مين هيصوت بقى دلوقتي؟ طبيعي الام هي اللي هتصوت. احست الثكل. الثكل يعني يا جماعه؟ حست ان ابنها مات، افتكرت بقى هنا ان ابنها او بنتها ماتت. فطبعا الام اللي ابنها او بنتها بتموت بنسميها ثكله. ثكله يعني ضاقت المراره بتاعت الموت. فساعتها طبعا يا جماعه قعدت تعيط. وساعتها الاب ايه يا جماعه؟ الاب راح دفنها وقعد يعزي الناس. واذا الجارات والجيران قد سمعوا هذا الصياحه فاقبلوا مسرعين. بعدين فاما الشيخ فينصرف للرجال. الرجاله طبعا عملوا عزا، والولاد بيقول لنا بعضهم نام وبعضهم فضل قاعد، بعضهم قلبه بقى قاسي نام عادي ولا حس باي حاجه، وبعضهم بقى قاعد. والام عماله تصوت وتلطم تقول يا لهوي ويا بنتي والكلام ده كله. هم اشد نكره هذه الساعه تاقبل فيها بعض الناس واحتملوا الطفله ومضوا بها الى حيث لا تعود، يعني شالوها لمكان مش هترجع منه تاني اللي هو طبعا القبر. فساعتها بيقول الناس كلها راجعه طبعا من الاضاحي بقى، ناس ذبحت العيد وكده، لكنه للاسف راجع بعد ما دفن بنته في التراب. بيقول من اليوم ده اتصلت العلاقات بين الحزن وبين الاسره، فما هي الا اشهر حتى فقد الشيخ اباه الهرم. يعني بعد كام شهر جدهم مات، اللي هو ابو يعني الاب مات، وبعدها بكام شهر برضو ام الصبي امها بقى ماتت، اللي هو يعني تيتا يعني ماتت. فحداد في حداد، الناس كلها عماله تموت حواليهم وكله زعلان طبعا، لحد ما هيجي يوم اصعب من اليوم ده. بقولنا يا جماعه اليوم المنكر الذي لم تعرف له الاسره مثيله. الاسره ما شافتش يوم زي اليوم ده يا جماعه، في يوم طبعا صعب ما فيش زيه خالص. يقول لنا دلوقتي اليوم ده ايه؟ والذي طبع حياتها بطبع من الحزن لم يفارقها، ابيض له شعر الابوين، شعرهم ابيض من اليوم ده. قضى على الام ان تلبس السواد الى اخر ايامها. امهم ساعتها لبست الاسود طول حياتها، ما لبستش ملون خالص من ساعتها. طبعا مين هيموت يا جماعه؟ هنعرف دلوقتي بالتفصيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ايه على سيدنا محمد. بيقول لنا طبعا من ساعه اليوم ده هي مكتئبه ومش عارفه تاكل اي حاجه ومش عارفه تعيش. كان 21 اغسطس 1902. بيقول لنا كان الصيف منكرا في هذه السنه، وكان وباء الكوليرا قد هبط الى مصر. وباء الكوليرا حاجه زي كورونا كده، حاجه زي كورونا يا جماعه، اللي هو الطاعون ضرب مصر ساعتها والناس كلها كانت بتموت زي كورونا. الناس كلها كان بيجي لها حالات وبتموت. دمر مدنا وقرى ومحى اسرا كامله، وكان سيدنا كان اكثر من الحجب وكتابه المخلفات. يعني سيدنا ساعتها كان بيعمل حجاب ورقه كده يكتب عليها شويه تعاويذ على اساس انها بتشفي يعني. المهم يعني، والمدارس اتقفلت ساعتها، وكان الاطباء رسل مصلحه الصحه انبثوا في الارض. يعني الاطباء انتشروا في الارض ساعتها عشان يقعدوا يعالجوا الناس. فكل أسرة قاعدة تتكلم طبعا ايه، تتكلم عن المصيبة، يعني كل أسرة تتكلم عن مين مات النهاردة والكلام ده كله. بيقول لنا بقى النقطة المهمة يا جماعة، بيقول لنا وكان لها ابن في الثامنة عشرة. طبعا حسين كان عنده أخ عنده 18 سنة، كان جميل جدا وكان ذكي وكان أذكى واحد في الأسرة، وكان بيقول لنا كان أطيب واحد فيهم يعني، وكان بيعاملهم كلهم معاملة كويسة. كان ايه يا جماعة؟ انتسب إلى مدرسة الطب، يعني كان يعتبر هيخش خلاص في الأجازة سنة أولى طب، يعني يخش كلية الطب خلاص. لكن هو كان مستني ايه يا جماعه؟ استنى الصيف يخلص عشان يروح القاهره. فلما جه الوباء ده ساعتها بدا يساعد الاطباء. الكلام ده كان يوم 20 اغسطس. بيقول لنا اقبل الشاب اخر اليوم كعادته وقعد يلعب مع امه ووالدته، وقال لها النهارده الحمد لله كان في 20 اصابه بس، يعني الدنيا كانت بسيطه خالص. وخرج مع اصحابه. المهم يا جماعه بيقول لنا لما رجع بالليل كانت هذه الدار مغرقه في النوم، كله كان نايم لحد ما انتصف الليل وسمعوا صيحه غريبه. مين اللي بيصيح يا جماعه؟ مين اللي بيعيط دلوقتي ومين اللي بيصوت؟ كانوا للاسف الفتى الطبيب. الفتى الطبيب ده اللي هو ايه؟ اللي هو اخوهم عنده 18 سنه، للاسف اتصاب، كان مصدر هذا الصوت.
هو الفتى طبعا هو يعالج القيء. يعالج القيء يعني يا جماعة يعني كان بيتقيأ، كان بيستفرغ يعني اللي جواه عشان طبعا ايه اتصاب بمرض ايه يا جماعة، مرض الكوليرا للأسف. وكان الفتى قد قضى ساعة او ساعتين يخرج الغرفة على اطراف اقدميه، يعني كان بيخرج كل يوم من الغرفة او بيخرج ساعتها من الغرفة يعني على اطراف رجله كده يخش الحمام يتقيأ عشان ما يصحيش حد. لكن طبعا للأسف في الاخر ما قدرش يمسك نفسه فعيط يعني وصوت، فالناس كلها عرفت في البيت. فساعتها طبعا ايه اللي حصل يا جماعة، بيقول لنا اصيب الشيخ والام خلاص عرفت يا جماعة ايه، عرفت ام الفتى بأي ابنائها تنزل النازل، عرفوا المصيبة هتنزل بمين. بيقول لنا الشيخ ساعتها كان خليقا بالاعجاب، يعني كان ماسك نفسه وكانش بيعيط ولا اي حاجة، يعني كان ايه فصل بينه وبين اخواته. وساعتها الحمد لله رجعوا معهم الطبيب، اتعلموا من غلطهم تقريبا وجابوا ايه، جابوا الطبيب. ام الصبية ساعتها كانت عمالة تعيط يا جماعة، وكانت عمالة ايه حوالين ابنها يعني تقف معاه وتقعد تساعده. لو بصينا يا جماعة هي بيحكي لنا بس عن تفاصيل الالم اللي هو كان بيحس بيها. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واقبل الصبح بعد لأن، يعني الصبح جه بعد ايه، بعد تعب خالص، والفتى عمال يشتكي الم في رجليه واخواته كانوا بيدلكوا رجله. وساعتها ايه اللي حصل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بيقول لنا الصبح ده ما كانش فيه زيه خالص، كان كله الم، الناس كلها عماله تواسي الشيخ. وجوه الشيخ جوه الدار نفسها الام كانت قاعده وحواليها طبعا ايه وحواليها عيالها، والطبيب كان كل شويه بيجي يكشف على الفتى. ساعتها ايه اللي حصل، الفتى الطبيب حس ان هو هيموت خلاص، طلب ان يبرق لاخيه الازهري في القاهره وعمه في اعلى الاقليم، يعني لهم اكتبوا برقيه او رساله بعتوها لاخويا الازهري يجي يشوفني قبل ما يموت، وعمي يجي يشوفني قبل ما يموت. لكن للاسف يا جماعه ايه اللي حصل، الساعه 3 الخميس 21 اغسطس 1902 الطبيب خرج من الاوضه وقال الاثنين اللي كانوا موجودين في الاوضه ساعتها ان الفتى خلاص بيموت. ساعتها يا جماعه ايه شالوه او خرجوا الام يعني ساعتها بره، والطفل او الفتى للاسف مات. ساعتها كان بيقف على السرير وبيرمي نفسه مع السرير بيقول انا مش قادر يعني من التعب، بيقول انا هموت وعادي ان انا اموت، لست خيرا من النبي، اليس النبي قد مات؟ مش النبي مات يا جماعه، انا هموت زيه يعني، ما كلنا بنموت. ساعتها يا جماعه اخذ الانين خفيفا وكان صوت الانين يبعد شيئا فشيئا، وان الصبي لا ينسى كل شيء قبل ان ينسى هذه الانه الاخيره التي ارسلها الفتى. نسي يعني الصبي ممكن ينسى كل حاجه لكن ما يقدرش ينسي الصوت الاخير اللي هو سمعه ايه من الفتى الطبيب. ساعتها طبعا الام قامت وقعدت تعيط وما قدرتش تمسك نفسها، وعملوا عزا طبعا وكل الكلام ده. المهم يا جماعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لنا فيال القضاء ما كادوا يبلغون به باب الدار حتى كان اول من لقي النعش هو العم الشيخ، يعني اول ما خرجوا شايلين النعش كده اول واحد قابلهم اللي هو عمه اللي هو كان نفسه يشوف الفتى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ساعتها يا جماعه من ذلك اليوم تعود الشيخ الا يجلس على غدائه ولا عشائه حتى يذكر ابنه يبكيه ساعه، يعني كل ما يقعدوا قاعده يقعدوا يعيطوا، كل ما يفتكروه يقعدوا يعيطوا، محدش عارف يعيش عادي، وكل شويه يروحوا مقر الموتى اللي هو يروحوا المدافن كل شويه ويزوروا الفتى. ومن اليوم ده يا جماعه من ساعتها يعني تغيرت نفسيه الصبي، الصبي اتغير، عرف الله حقا، عرف ربنا بجد، بقى يتقرب اليه بكل انواع الصدقه والصلاه وبتلاوه القران. ومش كده وبس، هو كان عارف ان اخوه مقصر في دينه شويه، فقال خلاص انا هعمل كل حاجه مرتين، هصلي مرتين وهصوم رمضان مرتين، مره ليا ومره لاخويا. فدايما كان يعمل ايه يا جماعه، كان يعمل اي حاجه مرتين، وكان طبعا كان بيكتب الكلام ده كله كمان. ومن ساعتها برضو عرف الصبي ارق الليل، من ساعتها عرف الارق مبقاش عارف ينام بالليل، وقعد يفكر ايام كتير جدا في اخوه يا جماعه، ويقرا سوره الاخلاص ويصلي على الرسول بالالاف ويوهب كل ده لاخوه يعني بنيه اخوه. ومن ذلك اليوم عرف الصبي الاحلام المروعه او المروعه، من ساعتها الصبي عرف الاحلام المروعه او الالم او الكوابيس اللي كانت بتجيله كل يوم بالليل، عشان كان كل شويه يفتكر ايه، يفتكر الذكرى دي. بيقول لنا في الاخر وقد تعزى عن هذا الفتى اخوته واخواته، وكل الناس نسيته ما عدا اتنين هيفتكروه طول حياتهم، امه وهذا ايه وهذا الصبي، يعني الام هتفتكره على طول طبعا، والصبي برضو ايه يا جماعه برضو هيفتكره. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الفصل العاشر يا جماعه اسمه ايه، اسمه بشرى صادقه. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام وتسليم حبيبي يا رسول الله. طب بصينا على الفصل العاشر يا جماعه اسمه بشرى صادقه، عشان في بشرى هنا فعلا هتحصل، والمره دي صادقه مش مجرد كذب.
بلال المره دي هيروح القاهره مع اخوه. ابوه بيقول له يعني المره دي تروح مع اخوك القاهره وستصبح مجاورا. المجاورين دول الناس اللي بيجاوروا الازهر، الناس اللي بيروحوا الازهر يعني وبيبقوا مجاورين. ايه مجاورين الازهر؟ يعني قريبين من الازهر. هيتطلب العلم خلاص، وانا ارجو ان اعيش حتى ارى اخاك قاضيا واشوفك انت من علماء ايه، من علماء الازهر. يعني بقول نفسي اكبر واشوفك ايه، واشوفك من علماء الازهر، واشوف اخوك من القضاة الكبار يعني هناك. بقول لك قال الشيخ ذلك لابنه في اخر النهار في يوم من خريف اغسطس 1902. سمع الكلام ده فما صدقش وما كدبش، لكن هو استنى ان الايام نفسها تصدق الكلام ده او تكذبه، عشان ابوه حكى له الكلام ده كتير قبل كده يا جماعه، واخوه قبل كده وعده كتير جدا، لكن برضه في الاخر كان بيقعد عادي، فعشان كده هو ما كانش عايز الكلام ده، عايز يتاكد بنفسه. بقول لنا يا جماعه وفي الحق انه لم يفهم لماذا صدق وعد ابيه في هذه السنه، يعني السنه دي فعلا الوعد اتحقق وابوه فعلا وداه يا جماعه، ومره واحده شاف نفسه في المحطه والشمس هتشرق خلاص، وكان جالس القرفصاء يعني قاعد مقرفص الارض كده وقاعد منكس الراس كئيبا، قاعد كئيب على الارض كده. فساعتها اخوك كبير بيقول له ايه، لا تنكس راسك هكذا، وما تاخدش الوجه الحزين ده معاك لاخوك هناك عشان هيكتئب. ويسمع اباه يشجعه، ابوه بيشجعه بيقول له ماذا يحزنك، الست رجلا؟ وانت مش راجل خلاص وكبرت، الست قادرا على ان تفارق امك؟ يعني خلاص بقى مش كفايه لعب، انت لعبت كتير قوي يعني خلاص كفايه، كان ايه كل اللعب، ايه كل اللعب اللي فات. بقول شهد الله ما كان الصبي حزينا لفراق امه، ولا عشان هو مش هيلعب، لا هو اللي محزنه اخوه اللي مات يا جماعه. الفتى الطبيب بيقول لنا كان يذكره، وكان يذكر انه كثيرا ما يفكر انه سيكون معهما في القاهره. يعني بقول كنا هنبقى احنا الثلاثه، انا والفتى الطبيب والفتى الازهري، كلنا هنبقى في القاهره. كان يذكر هذا كله فيحزنه، ولكنه لم يقل شيئا طبعا، وإنما تكلف الابتسام. بيقول لنا ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها، لو قعد يعيط ساعتها لبكى وأبكى من حوله، كان هيعيط ويخلي اللي حواليه يعيطوا، فهو ما عملش الكلام ده. وانقضى اليوم وكان يوم الجمعة، وإذا الصبي يرى نفسه في الأزهر، وإذا هو يسمع الخطيبة شيخا ضخم الصوت عالية، يعني دلوقتي دخل الأزهر خلاص يوم الجمعة وسمع إيه، سمع الشيخ وهو بيخطب. طبعا لقى الشيخ راجل صوته عالي قوي، فخم الراءات والقافات، حرف الراء والقاف بينطقهم بصوت عالي كده، مفيش فرق بينه وبين خطيب المدينه اللي كان عندهم قبل كده. الفرق الوحيد بس يا جماعه هو ايه، هو بس ان يعني، واما الصلاه فهي اطول من الصلاه ولا اقصر، الفرق الوحيد بس هو ان صوته عالي، يعني ده صوته اعلى من اللي هناك بس كده. وعاد الصبي الى بيته خائب الظن، رجع الاوضه اللي هو هيسكن فيها يعني متضايق، ايه ده هو ده الازهر بيكلمه عنه. وساله اخوه ما رايك في تجويد القران، تدرس التجويد والقراءات وكده؟ فالصبي قال لست في حاجة، أما التجويد فأنا أتقنه، أنا بعرف أجود كويس، والقراءات برضو أنا مش عايزها. وهل درست أنت القراءات؟ هو عايز يبقى زيه، لو ركزتوا معايا يا جماعة هو عايز يبقى زي أخوه، مش عايز يبقى زي أي حد تاني. قال له عايز أبقى إيه، عايز أبقى مثلك، إنما أنا في حاجة للعلم، أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد. أخوه قال له حسبك، يعني لا كفاية قوي، يكفي أن تدرس الفقه والنحو بس أول سنة. ده كان يوم السبت طبعا. بيقول لنا استيقظ الصبي مع الفجر وتوضأ وصلى، واخوه برضو قام وقال له ستذهب معي الان الى مسجد كذا وستحضر درسا ليس لك وانما هو لي، هتيجي درس هو مش ليك انت يا طه، هو لي انا. طبعا اخوه بيقول له الكلام ده ليه، عشان طه اعمى يا جماعه، لازم اخوه ياخده معاه في كل حته، حتى لو اخوه هياخد دروس ليه هو مضطر ياخد طه معاه يقعد لحد ايه، لحد ما اخوه يخلص ايه، خلص الدرس. لحد ما يخلص بيقول التمست لك شيخا من اصحابنا تختلف اليه وتذهب عنه مبادئ، تاخذ عنه مبادئ العلم، يعني بعد ما اخلص خالص الدرس هاخدك واشوف لك شيخ من الشيوخ صحابنا يعني تاخد عنده ايه، تاخد عنده الدرس. بيقول لنا قال الصبي وما هذا الدرس الذي ساحضره معك، ايه الدرس اللي احضره معك؟ قال له هو درس الفقه وهو ابن عابدين علي الدر، قال البتاع ده وهو يملا به فمه، يعني يملا به فمه، بيقول له ده الشيخ عابدين علي الدر قالها كده، يعني ده هو يعني مفتخر قوي بنفسه. فساعتها الصبي بيقول قد سمع اسم الشيخ، يعني الصبي بيقول انا سمعت الاسم ده قبل كده، وكان ابوه يذكر هذا الاسم، يعني ابو الشيخ كان بيذكر الاسم ده يا جماعه، ويفتخر بانه عرف الشيخ حين كان قاضيا للاقليم. بيقول انا فاكر الراجل ده من ايام ما كان قاضي للاقليم، وكانت امه ام طه يعني كانت كل شويه بتذكر الاسم ده، وتذكر انها عرفت امراته فتاه هوجاء جليفه، يعني بيقول انا كانت عارفه ام الراجل ده، او يعني مرات الشيخ ده يعني اللي هو عابدين علي الدر، بتقول ان مراته دي كانت فتاه هوجاء، كانت طائشه يعني، وكانت تتكلف زي اهل المدينه، كانت بتلبس يعني زي اهل المدن وكده، لكن هي ما كانتش خالص زي اهل المدن. المهم كان ابو الصبي يسال ابنه الازهري كل شويه
لما يرجع من القاهرة يسأله بقى عن الشيخ ده ويسأله عن عدد طلابه. كان فرحان ان ابنه بياخد عند شيخ مشهور، ده الشيخ عبدين علي الدر. المهم بعد كده بقولنا وكان ابنه الأزهري يحدثه عن الشيخ ومكانته في المحكمة العليا وحلقاته التي تعد بالمئات، وكان أبو الصبي يلح على ابنه الأزهري في أن يقرأ كما كان يقرأ الشيخ. يعني دايما أبويا جماعة يقول له إيه، طب بقولك إيه، ممكن تقلد الشيخ كده، حاول تقلده مرة، كانوا بيحبوا قوي الحركة دي. فساعتها طبعا أبوه كان بيضحك وأبوه يسأله أيعرفك الشيخ، هو الشيخ عارفك؟ فيقول له وكيف لا طبعا، وأنا ورفاقي من أخص تلاميذي، ده احنا من الطلاب اللي هم قريبين قوي منه، بنحضر درسه في العام ونحضر درس خاص خصوصي إيه خصوصي في البيت. فطبعا ذات أبوه كان إيه، كان بيفتخر قوي، كان بيقعد يحكي على أصحابه طبعا الكلام ده كله. نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل 11 آخر فصل في الجزء الأول بيقول بين أب وابنته. هنا طه حسين بيكلم بنته. إيه ده، تقول بنته إزاي؟ أيوة، ما هو هنا نط بالزمن خالص، جاب لنا كده حتة وهو كبير وهو بيكلم بنته الصغيرة، بيحكي لها يعني عن طه وهو صغير كان عامل إزاي. يعني حتة كده زي فلاش باك، بس زي فلاش فورورد اللي هو طلع قدام شوية، هيرجع بعد كده للقصة عادي. بيقول لبنته انك يا ابنتي لسذجة سليمة القلب. يا بقولها انت غلبانة قوي، انت عندك 9 سنين في نفس السن اللي الاطفال دايما بيعجبوا بابائهم وامهاتهم. في السن ده العيال بيتأثروا دايما يا جماعة ايه بالاب والام، بيحاولوا يقلدوهم في كل شيء، وبيفتخروا دايما ان بابا بقى شغال دكتور، بابا شغال مهندس، دايما يفتخروا ايه، يفتخروا قدام يعني العيال التانيين ان بابا شغال كذا وبابا احسن منك والكلام ده كله. بيقول اليس الامر كما اقول، هو انت مش شايفه كده؟ ألست ترين ان اباك خير الرجال؟ هو انت مش شايفه ان ابوكي احسن واحد في الدنيا؟ ألست ترين انه كان كذلك خير الاطفال وانبنهم؟ ألست مقتنعه انه كان يعيش كما تعيشين او خيرا مما تعيشين؟ ولا ألست تحبين ان تعيشي الان كما كان يعيش ابوكي في 8 من عمره؟ يقول اكيد دلوقتي انت بتقولي انا نفسي اعيش زي بابا ما كان عايش لما كان عنده 8 سنين. لكن طبعا ابوها بيقول انا يعني تكلفت كمية تكلفة عشان اخليك او ابعدك عن الحياة اللي انا عشتها، انا مش عايزك تعيشي خالص نفس الحياة اللي انا ايه اللي انا عشتها. بقول لقد عرفته يا ابنتي في هذا الطور من حياتي. بقول لو انا كلمتك يعني عن الفترة اللي انا كنت عايش فيها ساعتها لخيبت كثيرا من املك ولا فتحت بابا من الحزن عليك. هنا هدخل عليك باب من الحزن، انا مش عايز الكلام ده كله. بيقول لها ايه، ولكني لن احدثك بشيء مما كان عليه ابوك في ذلك الطور. لا انا مش هكلمك دلوقتي، ليه؟ عشان لما تكبري اقدر اكلمك، لما تكبري ساعتها اقدر اكلمك فتستطيعين ان تقرأي وتفهمي وتحكمي، ويومئذ هتعرفي ان ابوك فعلا كان بيحبك عشان كان عايز يجنبك الطفولة بتاعته. ابوها بيحبها يا جماعة لدرجة ايه؟ هو مش عايز يخليها تحس باللي هو حسه وهو صغير، هو مش عايز خالص اي حد يتألم زي ما هو اتألم. دلوقتي هيتكلم عن نفسه، بقول لقد عرفت اباك في هذا الطور. انا عارف ابوكي كان عامل ازاي كويس. طبعا ابوكي ده اللي هو مين؟ اللي هو طه، هو نفسه. لكن زي ما اتفقنا هو بيتكلم بضمير الغائب، بيقول انا لو اتكلمت دلوقتي هفتح على قلبك يعني حزن كبير قوي، انا مش عايزك تحسي بالحزن. بقول لقد رايتك ذات يوم جالسه على حجر ابيك يقص لك قصه اديب ملكا. ايه معنى الكلام ده؟ في قصه يا جماعه اسمها اديب ملكا، قصه مشهوره، واحد اسمه اديب يعتبر يعني ايه اللي هيحصل، هيتعمي يعني هيفقع عينيه، هيتعمي كده، ففي الاخر بنته هتاخده من ايده، بنته هي اللي هتمشيه بعد كده يعني. فطبعا امها، ام البنت دي اللي هي مرات طه حسين يعني، لما كانت بتحكي للبنت دي القصه دي، البنت قعدت تعيط. بتعيط ليه؟ عشان افتكرت ابوها. يا بابا انت اعمى زي الراجل اللي في القصه ده، يعني انا هاخدك من ايدك كده وهجرجرك ورايا وهمشيك ورايا يعني. فطبعا هي ايه حست بابوها ساعتها. بقول لا انا فاكر القصه دي كويس وفاكر يعني ايه اللي حصل ساعتها، اجهشتي بالبكاء وانكببتي على ابيكي لسما وتقبيلا، قعدتي تحضنيني وقعدتي تبوسيني كتير قوي. وساعتها يا جماعه ايه، فهمت امك وفهم ابوك وفهمت انا. لو ركزت تحس ان هما 3، لكن هما فعلا 2، الاب والام بس اللي هو طه ومراته. لكن زي ما اتفقنا طه حسين بيتكلم بضمير الغائب. بقول انا ساعتها انا فهمت انت بتعيطي ليه، عشان انت شايفه ان اديب زي ابوك، هو مكفوف زي ابوك. المهم بيقول ايه يا جماعه، بيقول طبعا مش عايز اكلمك دلوقتي في الحاجات دي كلها عشان اخليكي تحزني، لكن هكلمك عن فتره بعدها شويه، هكلمك لما كان ابوكي عنده 13 سنه، لو طه حسين لما كان عنده 13 سنه. عرفته في 13 من عمري حين اوصل القاهره. بيقول كان في ذلك الوقت صبيه جدا وعمل، كان مجتهد قوي، كان نحيفا شاحب اللون مهمل الزي، زي ما اتفقنا كان هدومه وحشه قوي، يعني اي حد يبص عليه كان بيحتقره يا جماعه. والقميص اللي كان لابسه كان عليه الوان من الاكل، اللي هو الهدوم بتاعته كلها خربانه خالص. لكن اللي يبص عليه في الشكل ده كان بيبتسم لما يشوف الحاله الصعبه دي، كان بيبتسم ليه؟
عشان بيشوف ان هو واضح الجبين مبتسم الثغر مسرعا مع قائده الى الازهر. يعني كان دايما هو ماشي مع اخوه، ما كانش مثلا بيلق كده هو ماشي، لا كان ماشي مستقيم، كان دايما ماشي ورافع راسه كده اللي هو راح يتعلم في الازهر، كان دايما بيحب العلم. لا يتردد في مشيته ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغشى عادة وجوه المكفوفين. كان وشه منور يعني، كان العين بتقتحمه لكن بتبتسم لي حين تراه في حلقة الدرس مصغيا كله إلى الشيخ يلتهم كلامه التهاما. يعني كان الشيخ هو بيشرح كان بياكل الأكل بتاعه، اللي هو يعني مش الأكل، كان بياكل كلامه أكل يعني، فاهمين اللي هو يعني إيه؟ من الآخر كده أي عالم بيكلم هو بياخد العلم بتاعه وبياكله جواه، اللي هو ما بيستناش أي حاجة، ما بيستناش أي فرصة، كان راجل بيذاكر بجد. بقول عرفته يا ابنتي في هذا الطور وكم أحب لو تعرفينه كما عرفته إذن كما عرفته إذن تقدرين ما بينك وبينه من فرق. يعني ساعتها هتعرف الفرق اللي أنت عايشاه دلوقتي واللي هو كان عايشه ساعتها. بيقول كان بيقضي الأسبوع واليوم والشهر والسنة كان بيأكل نوع واحد بس من الأكل الصبح وليل، وما كانش بيفكر يشتكي ولا أي حاجة. بيقول لو أنا اديتك بس جزء من الأكل ده دلوقتي يعني هتعيطي، وهنجيب لك الدكتور عشان إيه؟ عشان الألم اللي هتحسيه. بيقول كان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز الأزهر، وويل للأزهريين من خبز الأزهر. يعني بيقول يا ويلهم من خبز الأزهر، كانوا بيأكلوا العيش وكانوا بيفتوه يعني في الإيه؟ في العسل. المهم كان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز إلا في العسل الأسود، وأنت لا تعرفين العسل الأسود وخير لك ألا تعرفيه، كان طعم وحش قوي. لكن كان كل ده يا جماعة كان بيعيش محروم، لكن لما كان يرجع ياخد الأجازة ويرجع لأبوه وأمه، أبو طه حسين يعني وأمه طه حسين، كان يرجع ويسألوه أنت عايش إزاي، كان بيحكي لهم أنه عايش حياة جميلة قوي. ليه كان بيحكي لهم كده يا جماعة؟ عشان ما يأذيهمش، عشان ما يعني ما بيحبش الكذب، لكن مش عايزهم يعيطوا ولا يحزنوا عليه. بيقولوا ما كانوا يدفعوا الى هذا الكذب او حب الكذب، لا اللي كان بيدفعوا لده يا جماعه ان هو كان بيرفق بيهم، يعني كان بيحنين عليهم ومش عايزهم ايه يا جماعه، مش عايزهم يزعلوا. وبرده كان يرفق باخيه الازهري ويكره ان يعلم ابواه انه يستاسر دونه بالقليل من اللبن. يعني مش عايز ايه يا جماعه، مش عايز ابوه يعرف ان اخوه الازهري بياكل الاكل بتاعه ولا بيشرب اللبن بتاعه، هو مش عايز الكلام ده كله. محمد يستاسر دونه بقليل من اللبن، المقصود هنا يا جماعه ايه؟ ان هو يعني كان بيضحي بفضل غيره على نفسه يعني، فهو مش عايز ايه، مش عايز ان غيره يعني اخويا بياخد اكل اكتر مني او انا بسيب له اكل مثلا، فمش عايز حد يعرف الكلام ده. لكن طبعا ده كان زمان، انما حالته دلوقتي اتغيرت. فان سالتني كيف انتهى الى حيث هو الان وكيف اصبح شكله مقبولا وازاي عرف يهيئ ليكي ولاخوك الحياه الجميله اللي هو فيها دلوقتي دي، وازاي الناس بقت تحسده وتحقد عليه دلوقتي، في ناس بتشجعه وفي ناس بتحسده، في شخص واحد غير حياته كلها. مين هو الشخص ده يا جماعة؟ فسليه ينبئك، يعني اسأليه وهو هيقولك. طبعا الشخص ده المقصود بيها أم البنت اللي هي مرات طه حسين. بقول انظري إليه إنه هو الملك القائم الذي يحنو على سريرك إذا أمسيتي لتستقبل النوم، اللي بتنيمك كل يوم، ألست مدينة لهذا الملاك بما أنت فيه من هدوء الليل وبهجة النهار؟ بقول لقد حنى يا ابنتي هذا الملاك على أبيك، ده طبطب على أبوك قوي. البنت دي اللي هي يعني اللي مرات طه حسين طبطبت على ابوكي وبدلت حياته من البؤس للنعيم ومن الياس للامل ومن الفقر للغنى ومن الشقاء للسعاده. ليس دين ابيك لهذا الملك باقل ملكي باقل من دينك يا ابو الفل، تتعاونا يا ابنتي على اداء هذا الدين وما انتما بالغين من ذلك بعض ما تريدان. يعني ايه؟ يعني لو عشت طول حياتي احاول اسدد الدين ده عمري ما هقدر، ايه عمري ما هقدر اسدده، عشان كل ده طبعا يعني هي غيرت حياتي كلها، طبعا مش هيقدر ايه، مش هيقدر يسدد الدين ده خالص. دلوقتي هنخش على الجزء الثاني ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. في الجزء الثاني يا جماعه اول فصل عندنا اسمه من البيت الازهر، باين عنوانه يعني بنحكي كلام عن ايه، من البيت الازهر. ونركز على الجزء الثاني، هو بيجي فيه اسئله في القصه لكن اقل من الجزء الاول، ليه ما التركيز بيجي على الجزء الاول؟ ده مش معناه نهمل الجزء الثاني، لا هنذكره كله هنقوله. رقم 2، الجزء الثاني فيه معلومات وحشو كتير، انت مش مطالب تحفظ. يعني مثلا في فصل هناخد ان طه حسين كان بياكل مش عارف بليله وكان بيشرب ما اعرفش ايه وبياكل فول نابت، انت مش هتسألك في الامتحان بين قوسين كده كان بيفطر ايه، 1 2 3 4، مش هيسألك في فطار طه حسين يعني، فاهمين؟ بس كان هو يسألك مثلا تستنتج ايه من شخصيته، ده يدل على ايه، الكلام ده كله. فبلاش نحفظ، احنا مش بنحفظ حاجه يا جماعه في القصه. المهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا ان هو قعد في القاهره اسبوعين او اكتر ما يعرفش حاجه غير ان هو ساب الريف وجاي القاهره عشان يطلب ايه، يطلب العلم.
وكان دايما بيقضي اليوم بتاعه في احد هذه الاطوار الثلاثه. يعني اليوم بتاعه متقسم ثلاث سكاشن كده او ثلاث اجزاء. بيقول لنا فويسكم بيتا غريبا يسلك اليه طريقا غريبا. هنا هيبدا يفصل لنا الطريق اللي بياخده من الازهر لحد البيت او من البيت لحد الازهر. بيقول لنا بيدخل من باب بيتفتح اثناء النهار وبيتقفل بالليل، وفي وسط حجرة ضيقة بعد أن تصلي العشاء. يعني باب كده زي باب زويلة كده الموجود في القاهرة دلوقتي، بيتقفل بعد صلاة العشاء. لما يعدي الباب ده بيحس شوية حر جاي عن إيده، عن وشه اليمين كده، صفحة وشه اليمين يعني، وبيحس الدخان بيشمه، وبعدها بيسمع صوت غريب من إيده الشمال. طبعا مع الوقت بيروح ويجي، هو مستحي أن يسأل عنه. يعني كان بيتكسف يسأل، يا جماعة هو إيه الصوت ده؟ إيه الدوشة دي؟ مش عارف بالظبط إيه. لكن في الآخر عرف إنها قرقرة الشيشة، عرف في الآخر إنها صوت الشيشة بتاعت الناس اللي بيدخنوا يعني في الشارع. وطبعا الدخان ده كله كان طالع إيه؟ كان طالع من القهوة. بعد كده بيقول لنا فإذا مضى أمامه خطوات وجاوز ذلك المكان اللي هو كان كله مية بسبب الراجل القهواجي كان بيقعد يرش مية. عارفين أنتوا مبدأ بالله تجيب رزقها، وكان بيعمل كده، كان بيرش مية على الأرض بحيث إيه؟ يعني زي القهوجية ما بيعملوا كده. فطبعا كان بيتزحلق شوية، لكن لما بيعدي يعني الأرض دي في الاخر بيعمل ايه يا جماعه؟ بيشم ريحه غريبه، شم ريحه بغيضه اول النهار وحين يقبل الليل، ايه ريحه الزباله يعني كانت موجوده في الشارع. كان الحي اللي ساكنين فيه كان حي قذر شويه او كان شعبي شويه. كان صاحبنا يمضي امامه في هذه الطريق الصعبه. مين صاحبنا بقى اللي واخده قدامه وعمال يمشي يمين وشمال وفوق وتحت كده وبيوجهه؟ الفتى الازهري كان بيوديه كل يوم الدروس، هو اللي بياخده. فبعدين قال لما تستقيم له الطريق، يعني الطريق يا جماعه قليل قوي ما تبقى مستقيمه، سابق يمين وشمال وبيخبط هنا ومش عارف بيوعى هنا، اللي هو يعني ايه منطقه طبعا زحمه زي ما انتم شايفين. فكان عايز يقول له فكان حينئذ يسعى مستعرضا قد ادار وجهه نحو هذا البناء او ذلك البناء عن شمال. يعني كان ياخده كده يوجهه تعالى يمين تعالى شمال كده. حتى اذا جاوز هذه العقبه استقبل الطريق كما بداها ساعيا امامه في خط رفيقه قلقه. كان بيشم الريحه الوحشه، وطبعا كان بيسمع اصوات كتيره جدا من فوق ومن تحت. وبيقول لنا تحت كانت هذه الاصوات مختلفه، صوت الستات وهي بتتخانق، وصوت الرجاله هم بينادوا بصوت عالي، وصوت الاثقال او يعني العفش بيتنقل من مكان لمكان، والسقه. السقه ده اللي هو كان بيبيع الميه ايام زمان. ايام زمان كان في واحد بيعدي كده ومعاه زي كولدير كده شايله على ايده ويقعد يبيع الميه للناس، وصوت الراجل اللي هو بتاع العربيه الكارو، وصوت العربيه نفسها، وصوت الحمار نفسه او الحصان نفسه. طبعا كل ده كان دوشه. لكن طبعا بيقول لنا يا جماعه صاحبنا كان بيمشي وسط كل الحاجات دي مشرد النفس قد غفل او كده يغفل عن كل امره. يعني كان ماشي تايه مش بيفكر في اي حاجه من الحاجات دي، هو شامها وبيتعرض ليها لكن مش شغلاه قوي، لحد ما يلاقي مكان معين. اول ما يخش المكان ده بيخش شمال، وبعدها بيطلع السلم، وبعد كده بيعرف ان هو وصل. ايه يا جماعه؟ وصل السلم طبعا اللي هو بتاع المبنى اللي هو ساكن فيه. بيقول لنا المبنى بتاعه ده السلالم كانت معموله من الحجاره عادي، لكن من كتر القرف والتراب والقرف اللي الشارع فيه ومحدش بينظف السلم، فالتراب قاعد يطلع فوق بعض، تحس ان هو بقى عامل زي الطينه، بقى طين كده يا جماعه من كتر القرف. بيقول لنا من كتر التصعيد فيه والهبوط تراكم عليه التراب لحد ما الحجر نفسه بقى يعني مستخفي، محدش شايف الحجر، تحس ان هو سلم معمول ايه، معمول من الطين. بيقول مع ان الصبي كان دايما وهو طالع السلم او نازل منه يقعد يعد درجات السلم، لكن ما عملش كده ولا مره مع السلم ده، طبعا عشان قرفان من ايه، من السلم نفسه. بعد كده بيقول لنا يا جماعه انما علم بعد ان اتخذه مرتين او مرات انه اذا صعد منه درجات فلا بد ان ينحرف قليلا نحو الشمال عشان يعدي ايه، يعدي اليمين. يعني هو طالع السلم كده بيعرف في نقطه معينه ان هو لازم يخش ايه، يخش يمين او شمال بحيث يطلع البيت بتاعه. المهم بعد كده بيقول ما كانش بيطلع الدور الاول. الدور الاول ده كان بتاع العمال، العمال اللي ساكنين في الشارع بيسكنوا في الدور الاول، انما الدور الثاني بقى هو اللي كان بتاع طلاب ايه، طلاب العلم. بعد كده بيقول لا يبلغ الدرجه الثانيه فلا يكاد يبلغها حتى تجد نفسه المكتوده شيئا من الراحه. كان بيحس براحه قوي في الدور الثاني. ليه؟ عشان في شويه هواء طلق بيشمهم من الشباك، ده رقم واحد. ورقم اتنين كان في صوت بغبغان، في صوت بغبغان كان بيسمعه ساعتها من واحد ساكن معاهم في العماره. هتقول ايه علاقه البغبغان بالموضوع؟ هقول لك ان البغبغان كان محبوس، وكان محبوس دايما في قفص ونفسه يطلع، نفسه يبقى حر. ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك بطه نفسه. طه كان بيتاثر بيه يا جماعه عشان هو نفسه يبقى زيه. البغبغان محبوس وانا برضو محبوس، نفسنا احنا الاثنين نتحرر. هو كان نفسه يتحرر من ايه؟ من القفص اللي هو فيه ده. فالنقطه دي كان بيتكلمنا هنا بس عن البغبغان، نقطه مش مهمه قوي. بعد كده يا جماعه بيدخل الغرفه وبيوصف لنا الغرفه عامله ازاي. بيقول لنا الغرفه او البيت اللي هو كان ساكن فيه كان فيه اوضتين،
أوضة فيها المرافق المادية للبيت، وأوضة فيها إيه يا جماعة؟ وأوضة فيها المرافق العقلية للبيت، اللي هو يعني من الآخر كده أوضة فيها المطبخ والعفش والكراكيب وكده، وأوضة تانية للمذاكرة. والأوضة اللي كانوا بيذاكروا فيها دي بيقول لنا هي غرفة النوم وغرفة الطعام والحديث والشاي والسمر والقراية والدرس وكل حاجة، يقعدوا ياكلوا فيها ويشربوا ويعملوا كل حاجة فيها، دي غرفة المعيشة عندنا، الركنة كده اللي هم عايشين فيها. وكان مجلس الصبي في الأوضة معروف، بيقول لك أول ما تخش على الشمال بيحطوا له كده إيه يا جماعة، حصيرة على الأرض وعليها بساط عليها سجادة، هناك الصبي كان بيقضي اليوم كله، وفي الآخر إيه، في الآخر بينام. لكن طبعا السرير بتاع الفتى الازهري كان اعلى بكتير، والفتى اللي هو ايه، مين الفتى اللي هو طه حسين الصبي يعني، كان بيحسد الفتى الازهري على السرير بتاعه، بيقول ما كانش نايم نوم عاديه، لا ده كان نايم ايه يا جماعه، كان في حصير على الارض وعليه بساط، وعلى البساط لبد قطن يعني، عليه بتاع حشيه طويله من القطن وعليها ملايه، وفي الاخر في سجاده او في يعني مخده بيسندوا عليها راسهم ويسندوها على الحيطه ويقعدوا كده طول ايه، طول اليوم. طبعا هو كان بيحسده على الحته دي، او نفسه يعني يبقى ايه، يبقى زيه. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بعد كده بيكلمنا عن ايه يا جماعه، حب الصبي للازهر، بيكلمنا هنا عن طور جميل ليه، اللي هو الطور ايه يا جماعه، اللي هو رحلته في الازهر نفسها، اللي هو يعني لما يخش الازهر كان بيحس بايه. بيقول لنا ده كان احب الاطوار اليه، او احب الاجزاء من يومه يعني، ده كان اكتر حاجه بيحبها. ما كانش بيشعر بالغربه، ولكن بيشعر ان هو لوحده، ولكن بيشعر ان هو قريب او بعيد عن حد، لكن بيحس ان هو في اهله، وسط اهله وسط ناسه، عشان كان بيعشق ايه يا جماعه، بيعشق الازهر. لو نزلنا تحت شويه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيقول لنا ما كانش بيحب الطور الثاني، اللي هو كان رحلته من البيت للازهر، اللي احنا لسه حكينا من شويه، لما كان بيفضل يقعد يخبط وصوت الستات بتزعق والشيشه والجو ده كله، ما كانش ايه يا جماعه، ما كانش بيستهوي الجو ده وما كانش بيحبه. بيقول لنا فاما في طوره الثالث كان يجد الراحه والامن والطمانينه والاستقرار، النسيم اللي كان بيخبط في وشه وهو داخل الازهر كان بيسلم عليه، كان بيحبه قوي. كان بيفكره بايه يا جماعه، النسيم ده كان بيفكره بالقبلات، بالبوسه اللي كانت امه يعني بتبوسها له ايام ما كان في الريف. امه كانت بتبوسه امتى في الريف هيقول لنا دلوقتي، يعني تخيل جايب له تفاصيل مهمه، بس ركز معايا صلى على النبي. بس بيقول لنا لما كان في الريف امه كانت تقبله دايما لما كان بيقرئها ايات من القران، يقرا لها القران او يسمع لها قصه سمعها في الكتاب، او يحكي لها مثلا، او يقرا عديه ياسين في الاوضه بتاعته. ايه هي عديه ياسين دي؟ ايام زمان يا جماعه كان عندهم عاده كده ان هو حد يخش الاوضه ويجيب المصحف ويقعد يجيب سوره ياسين يقراها اكتر من مره، يعني يقرا سوره ياسين اكتر ايه، اكتر من مره، دي اسمها عديه ياسين. يعني هو بيعتبر سوره ياسين حاجه يتبارك بيها كده، او حاجه يعني تجيب البركه في البيت يعني. فهو كان دايما لما يعمل حاجه من الحاجات دي كانت والدته تقبله، فالنسيم بتاع الازهر بيفكره بالحاله دي. بيقول كانت تلك القبلات بتنعش قلبه وتشيع في نفسه الامن والامل والحنان. والنسيم ده يا جماعه كان بيرده للراحه بعد التعب والهدوء بعد الاضطراب والابتسامه بعد العبوس، كل ده كان بيفرحه. بيقول هو ما كانش عارف حاجه من الازهر ساعتها، ما كانش عارف الازهر بيحتوي ايه، لكن هو كان بيحب قوي الازهر. بيقول لنا هنا يا جماعه ودي نقطه مهمه تدل على تقديسه للازهر، وانا كان يكفيه ان تمس قدميه الحافيتين ارض هذا الصحن، كان بس يكفيه ان رجليه تلمس الصحن ده، بالنسبه له ده حاجه كبيره قوي. طبعا يعني بيحس حوالين الازهر حاجه نايمه بتحاول تصحى، فكان بيفرح قوي يا جماعه في الازهر، وكان يشعر انه في وطنه وبين اهله لا يحس غربه. كان جاي يطلب حاجه مهينه، بيقول لنا دايما او طالما يعني سمع اسمها واراد ان يعرفها، وهي العلم. كان دايما يجي يطلب ايه، يطلب العلم. بيقول لنا كان يشعر شعورا غامضا او لكنه قوي بان هذا العلم لا حد له، كان مقتنع ان العلم ده ملوش نهايه، حاجه كده ملهاش نهايه، والواحد ممكن يقضي حياته كلها وما يخلصش العلم خالص. ودي كانت حقيقه. بيقول لنا هو سمع ابوه بيقول الكلام ده مع اصحابه قبل كده. ابوه كان بيقول يا جماعه، ابوه كان بيقول مقوله، بيقول العلم بحر لا ساحل له. العلم بحر لا ساحل له، معناه ايه؟ العلم بحر ملوش نهايه، ملوش ساحل، عمره ما يخلص. فطبعا دايما كان طه مش متخيل ان دي تعبير مجازي، لا هو متخيل فعلا ان في بحر ممكن يرمي نفسه فيه، يعني متخيل ان العلم عمره ايه، عمره ما يخلص. بيقول لنا واقبل القاهره يريد ان يلقي نفسه في هذا البحر، عايز يرمي نفسه في البحر ده ويشرب منه لحد ما يموت غرق. واي موت احب الى الرجل النبيل من هذا الموت، يعني هل في حد ممكن يموت موته احسن من الموته دي؟ لا طبعا، بالنسبه له اموت في سبيل العلم دي احسن حاجه يعني.
كل الحاجات دي يا جماعه كانت بتثور في نفسه، وكانت بتنسيه الغرفه الموحشه والطريق الطريق الملتويه، لو الطريق اللي بنمشي فيها دي كان بينسى كل الحاجات دي. ده ساعات كان بينسى الريف كمان، كان بينسى كل حاجه يا جماعه. اهم حاجه ان هو ايه، ان هو يستمتع او يتمتع بالعلم في الازهر. بيقول لنا لما يخش الازهر ساعتها كان بيخفف الخطو، يعني كان بيمشي بالراحه على الحصير، يمكن رجليه تلمس الارض، كان بيحب يلمس قوي الارض او البلاط بتاع ايه بتاع الازهر ياخد منه بركه. وكان بيحب الازهر في اللحظه اللي هو المصلون بيخلص صلاه الفجر، اول ما المصلي يخلص صلاه الفجر والجمع يبقى هادي كده، كان بيحب اللحظه دي قوي. كان بيسمع فيها ايه، يشوف ناس بتسمع درس حديث او درس تفسير او درس اصول. كان بيبقى هادئ جدا يا جماعه الازهر في الوقت ده، ما فيهوش الدوشه اللي كانت بتحصل اللي هو ساعه صلاه الظهر. ساعه صلاه الظهر يا جماعه ولحد العشاء كان بيبقى دوشه كبيره جدا. وكان بيحب بقى فتره بعد ايه، بعد الفجر كان بيسمع ناس بتتكلم بصوت بالراحه، فتى مثلا قاعد بيتلو القران، واحد بيصلي بصوت حلو. كان بيحب كل الحاجات الهاديه دي يا جماعه. وكان دايما بيقول لنا ايه، كان دايما بيقول لنا ان الازهر دايما كانه ساعتها بيستيقظ. بيقول لنا الشيوخ ساعتها كانوا بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه امين. يعني العلماء كلهم كانوا بيبداوا الدروس بتاعتهم بالصيغه دي، فساعتها الطلاب بيسمعوا في هدوء وفتور يشبهان هدوء الشيخ. الدنيا كلها كانت هاديه. الصبي دايما كان يقعد يقارن بقى بين الحاله دي وبين الحاله يا جماعه ان الشيوخ هيبقوا عليها امتى، في درس الظهر. طبعا درس الظهر الناس كلها صاحيه بقى والدنيا دوشه في الازهر، فكان بيقعد يقارن كده يقول شايفين الفرق بين الظهر وبين الفجر. طبعا بيقول لنا الظهر كانت الصوت كان قوي والناس كانت بتزعق، والناس تحس انها بتتكلم بالاكل اللي هم واكلينه. طبعا كل واحد فطران بقى، كل واحد واكل او متغدي فبيتكلم بصوت عالي كده، فهو كان بيتضايق خالص من الكلام ده يا جماعه. المهم اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بيقول لنا وكان درس صاحبه في اصول الفقه، يعني درس صاحبه اللي هو الفتى الازهري كان في اصول الفقه. وكان استاذه اسمه الشيخ راضي، وكان الكتاب اللي بيدرسه اسمه كتاب التحرير للكمال ابن الهمام. طبعا الصبي كان بيسمع زي ما اتفقنا، بيسمع كل الحاجات دي يا جماعه، وكان قلبه زي ايه يعني، قلبه بيرق قوي او قلبه يعني بيحس بالهيبه كده اول ما يسمع كل الكلام ده. هو طبعا سامع ايه، سامع اسماء غريبه، هو حاسس انها بتدل على العلم بس هو مش فاهم منها اي حاجه. مين هو الشيخ راضي؟ بيقول لنا مين هو الشيخ راضي بالظبط؟ ما يعرفش. ايه هو كتاب التحرير؟ يعني ايه الكمال ابن الهمام؟ مش عارف الحاجات دي كلها. بيقول لنا حقا ان العلم بحر لا ساحل له. المهم الصبي كان يسمعه فيتحرق شوقا الى ان تتقدم به السن 6 أعوام او 7. كل ما يسمع الحاجات الغريبه دي كان بيتمنى ان سنه يكبر 6 7 سنين عشان يقدر يبقى زي اخوه الكبير كده ويقدر يفهم العلم زي ايه، زي ما هو بياخده. لكن هو مضطر دلوقتي للاسف ان هو يسمع وما يفهمش، قاعد عمال يسمع من شيوخ كده مش فاهم اي حاجه. بيقول ان هو سمع جمله يا جماعه، دي نقطه مهمه جدا، اهم حته في الفصل. سمع جمله خلته يسهر الايام والليالي وعمال يفكر فيها. والجمله دي يا جماعه كانت ايه، الجمله كانت بتقول الحق هدم الهدم. ايه معنى الكلام ده؟ ركز معايا. الحق بيعمل ايه؟ بيهدم الباطل، صح؟ الحق دايما بيهدم الباطل. طيب ركز معايا، مش الباطل ده حاجه وحشه؟ ايوه. يبقى الباطل ده بيهدم الناس. ايوه فعلا. فبقول لك الحق ده ماله، بيهدم الهدم، فاهمين؟ يعني الحق بيهدم الحاجه الوحشه اللي هي بتدمر المجتمع يعني. فهو ما كانش فاهم الجمله دي في الاول، قعد يفكر فيها كيف يهدم الهدم وما عسى ان يكون الهدم وكيف يكون الهدم. بقول لك الجمله دي قعدت تدور في راسه كما يدور هذيان الحمى في راس المريض، قعدت تلف في دماغه كتير قوي ودماغه تسخن كده مش عارف لها اجابه، لحد ما في يوم فهمها، او بيقول لنا لحد ما في يوم يعني انشغل عنها باشكال من اشكالات الكفراوي. ايه معنى الجمله دي؟ الكفراوي ده كتاب في النحو وهما بياخدوه، فبيقول مع الوقت انشغلت بالنحو لدرجه ان انا نسيت الكلام ده كله ونسي الجمله اللي هو قعد ايه، قعد يفكر فيها كتير. بعد كده بيكلمنا عن درس الحديث. بيقول لنا كان دايما في درس الحديث يتربط بسلسله، العمي هناك ايام زمان ساعتها كانوا بيربطون بسلسله يا جماعه عشان ما يقعدش بعيد او ما يجريش بعيد، يعني كان بيقعد على كرسي مربوط بسلسله. وكان ساعتها الشيخ يقعد يقول الحديث وقبليها يقول كلمة عن. هو الصبي كان بيكره العنعنة جدا. ايه معنى العنعنة يا جماعة؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. العنعنة المقصود بيها، عارف لما اقول لك مثلا قال محمد عن علي عن حسين عن ابراهيم عن مش عارف ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، واقول لك الحديث. الصبي بقى كان بيحب الحديث بس، مش عايز العن عن عن اللي في الاول دي اسمها عنعنة. ما كانش بيحب العنعنة دي خالص، وكان بيتمنى انها تنقطع خالص. المهم
ساعتها طبعا يا جماعه الشيخ كان ايه بيقول لنا، الشيوخ كانوا بيسوروا والازهر كان بيصحى بعد الفجر والناس كلها بتفوق، لحد ما طبعا ايه لحد ما الشيخ ينهي الدرس ويقول والله اعلم، او ما الشيخ يقول والله اعلم دي معناها الدرس خلص خلاص، فالعيال تقوم ويجيبوا مكانهم عيال تانية، او الشيخ نفسه يقوم ويجي درس تاني مكانه. فساعتها الصبي بيقول بيتنقل ساعتها بعد الدرس ما يخلص ويروح درس الفقه، وانه سيسمع هذا الدرس وسيفرغ منه وسينصرف الشيخ ويتفرق الطلاب، لكن هو هيفضل في مكانه ومش هيتحرك. ليه؟ عشان اخوه قاعد في مسجد سيدنا الحسين بياخد درس، لما يخلص هيجي ايه هيجي ياخده. بيقول لنا بعد كده وكان الشيخ بخيت، ده الشيخ بتاع اخوه، كان بيحب يطول قوي في الدرس وطلابه يقعدوا يجادلوه لحد وقت الضحى، لو حد وقت بعد الفجر يعني، فالصبي يفضل قاعد لحد ما اخوه يجي ياخده، بعدها يعدي على الطور الثاني اللي هو الشارع، بعدها يروح الطور الاول اللي هو البيت بتاعه ويبدا طبعا سلسله جديده. ده بالنسبه يا جماعه الفصل ايه، الفصل الثاني. الفصل الثالث بيكلمنا عن الغرفه بقى، اللي هو الطور الاول من القصه، او الطور الاول يعني من حياه الصبيه الجديده. كان طبعا كل موجود فيه، كان كل موجود في الغرفه. بيقول لنا وكانت وحده المتصله مصدر ذلك العذاب، وحدته في الغرفه يا جماعه كانت بتعذبه، كان بيقعد قبل العصر لحد بالليل لوحده. بيقول لنا وكان مجلس الجماعه لا يستقر في غرفه بعينها. ايه معنى الكلام ده؟ يعني اخوه يا جماعه واصحابه هم قاعدين في السكن ده ما كانوش بيقعدوا ويتسامروا ويضحكوا كلهم في نفس الاوضه كل يوم، لا كانوا بيغيروا الاوضه، النهارده عند فلان بكره عند فلان كده يعني. وكان اخو الصبي يتركه في غرفته بعد درس الظهر ويذهب الى حيث يلقى اصحابه في احدى الغرف، فيقعدوا وقت طويل او قصير ويقعدوا يلعبوا ويتندروا بالشيوخ والطلاب، يقعدوا يتريقوا على الشيوخ ويتريقوا على الطلاب، وطبعا الضحك ده كله بيسمعه الصبي من بعيد، لكن هو مش قادر يشاركهم، مش قادر يقعد معاهم. ليه يا جماعه؟ بيقول لنا لانه لا يستطيع كما كان يستطيع في الضحى ان يشارك صامتا بابتسامه النحيله. يعني بيقول مش قادر يشارك معاهم، وقاعد بيضحك من بعيد كده لكن مش قادر يقعد معاهم. بيقول وكان الصبي يعلم ان القوم سيجتمعون حول شاي العصر، يعني كل يوم بيقعدوا العصر يشربوا شاي ويتريقوا على الشيوخ ويقعدوا ينظموا الدرس اللي هيذاكروه ويشوفوا هيذاكروا ايه وهيراجعوا ايه والكلام ده كله. وساعتها كانوا بيقعدوا يتكلموا عن الاستاذ الامام. نقف هنا وقفه، ودي نقطه مهمه، الاستاذ الامام ده اسمه هيتكرر كتير معانا الايام الجايه. الاستاذ الامام ده اللي مقصود بيه الامام محمد عبده، محمد عبده اللي هو ده كان شيخ مشهور جدا، موجود لسه مشهور لحد دلوقتي، كان موجود ساعتها يا جماعه الله يرحمه، يعني كان موجود ساعتها في الازهر، فكلهم كانوا بيستغلوا فرصه ان الامام محمد عبده بيدينا احنا درس، فكانوا بيحبوا ده جدا، فكانوا قاعدين يتكلموا عنه ويتكلموا عن اراء الشيوخ فيه ورايه في الشيوخ، يعني كانوا بيفتخروا ان هم بياخدوا درس عنده. والصبي كان بيحب قوي الكلام ده كله، وكان نفسه قوي يشرب شاي يا جماعه زي ما هم بيشربوا، لكن برضه هو ما كانش بيقعد معاهم. طب ليه ما كانش بيقعد معاهم؟ هيقول لنا دلوقتي. بيقول لنا ابغض شيء اليه ان يطلب لا احد شيئا. اكتر حاجه بتوجع طه حسين هو يطلب حاجه من حد، ما يحبش يتذلل او يقول لحد ممكن اقعد معاكو، ما يحبش يفرض نفسه على حد ويطلب حاجه من حد. بيقول ولو قد طلب ذلك من اخيه لرده عنه ردا رفيقا او عنيفا، يعني لو طلب ده من اخوه كان اخوه ممكن يرده او يزقه او يبعده يقول له لا يعني، فهو كان بياخدها من قصيرها ويقول ايه لا خلاص انا هكتم حاجه عقلي للعلم وحاجه اذني للحديث وحاجه جسمي للشاي وهفضل قاعد كده مغرق في التفكير او غرقان في التفكير بتاعه يعني. فساعتها يا جماعه كان بيقعد يسمع الضحك بتاعهم، لكن طبعا ما كانش بيتحرك خالص. وبيقول لنا ايه يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد، بيقول لنا لا لانه يجهل الطريق الى الباب، يعني مثلا مش فكره ان هو مش عارف الطريق منين ولا مش عارف الطرقه مثلا عشان يوصل للباب عشان يروح يكلم اخوه، لا قد كان قد حافظ هذه الطريق، يعني هو اصلا عارف الطريق ازاي يوصل لها، ولكنه كان يستحي ان يفاجئه احد الماره فيساله، يعني هو كان بيتكسف جدا ان هو يبقى ماشي يتمشى كده، طبعا الاعمى هو ماشي مش هيمشي زينا كده ماشي بالراحه، فهو كان يكره قوي وهو ماشي حد يقول له ايه ده انت عايز ايه؟ عايز ايه يعني اوديك انا؟ انت راح مشوار ولا حاجه كده يعني، كان بيكره الحته دي. هو دايما طه حسين نلاحظ في كلامه انه ما بيحبش حد يشوفه قليل. وكان كل شيء اهون عليه يا جماعه من ان اخوي قبله يساله ما خطبك والى اين تريد؟ يعني اي حاجه اهين عليه ما عدا ان اخوي قبله يقول له ايه ده مالك راح فين؟ ما كانش بيحب النقطة دي، فعشان كده كان بيؤثر العافية، كان بيفضل يعني ويفضل ايه يفضل قاعد في مكانه من غير ما يتحرك كتير. دي الحسرات اللي كانت بتقابله ساعتها. ولنا كان في حسرات تانية يا جماعة، حسرات الحنين إلى منزله في الريف، كان بيحن دايما للريف وهو قاعد كان بيفتكر الريف. هنا بيحكي لنا عن ذكرياته لما كان بيقعد يمزح مع أمه، كان بيقعد يلعب معاها، كان بيقعد يخرج من الدار، وكان بيقعد يفضل ماشي ماشي في الشارع لحد ما يقابل
محل بيقول لنا هنا اسمه حانوت الشيخ محمد عبد الواحد واخوه الشاب الحاج محمود. مين دول؟ دول اتنين كان بيقعد معاهم على طول في المحل بتاعهم يعني، ويقعد يسمع كلامهم وهم بيبيعوا. كان واحد فيهم يمسك القصص ويقعد يقراها لطه حسين. هو كان دايما بيحب ايه، بيحب يلف يعني في البلد بتاعته. فكان بيحكي لنا عن الفتره دي اللي هو كان بيقعد فيها طبعا ايه ايام زمان، يلعب يعني مع اهله او يقعد مع ابوه بيتكلم مع اصحابه الكلام ده كله. بيقول لنا وكان ساعات ما يخرجش من الدار، كان ساعات يجي له واحد من صحابه من الكتاب ومعاه كتاب من كتب الوعظ او القصص، قصص المغازي لو قصص الغزوات وكده يعني، يقعد يحكي له قصه لحد ايه لحد بالليل طبعا، بعدها يروح ينام. بيقول لنا كانت كل هذه الحسرات تضطرب في نفس الصبي. ساعتها كان بيصرفوا عنها يا جماعه صلاه العصر في جامع بيبرس. كان هو قاعد في البيت كده يسمع صلاه العصر، طبعا ده في الازهر يعني، قاعد في السكن بتاعه يسمع صلاه العصر من جامع بيبرس. ساعتها كان بيتضايق قوي. ليه كان بيتضايق يا جماعه؟ كان بيتضايق عشان هو بيفتكر ايام زمان. ايام زمان طه حسين كان بيطلع في المسجد بتاعهم اللي هو كان في القريه، يطلع مع المؤذن فوق على المأذنه ويساعده يعني، ياذن مكانه او يقول الدعاء اللي بعد الاذان، كان بيساعده يعني. فطبعا دلوقتي هو مش عارف جامع بيبرس ده، ولا يعرف المأذنه بتاعته، ولا هو عارف هو فين بالظبط. فكان بيتضايق جدا. بيقول لا يعرف شيئا عن ذلك، انما هو السكون والسكون المتصل. بعد بقول يا للألم ان العلم لا يكلف طلابه اهوالا ثقالا. يعني العلم تقيل قوي، العلم ما طلعش صعب يا جماعه، ما طلعش سهل، طلع صعب. كان ساعتها بيفضل قاعد لحد ما يغفو كده، اللي هو يعني ينام سيكه كده، بعدها يصحى. ما ليه يا جماعه بيصحى بعد كده؟ يرده عن ذلك اللهم صل على سيدنا محمد صوت كان يتكرر على اذنه كثيرا. كان في صوت بيتكرر على ودانه كتير قوي، كان بيصحي كل شويه بعد العصر. صوت مين يا جماعه؟ صوت اخوه بيخش عليه في الاوضه كل شويه يقول له مولانا انائم انت، يعني مولانا انت نايم ولا ايه؟ فطبعا سيدنا طه حسين كان ايه، كان بيتضايق وكان بيقوم ويتعشى. وكان عشاءه لذيذا حقا. بيوصف لنا العشاء هنا كان جبنه رومي وحلاوه طحينيه. المهم ايا كان يعني الصبي ساعتها كان بياكل اكله كله يا جماعه، سواء اخوه معاه او مش معاه. ليه الكلام ده؟ بيقول لنا فاما اذا خلى الى طعامه فكان ياتي عليه كله ولو رغب عنه. ليه؟ مخافه ان يبقي منه شيئا ويعود اخوه فيظن به المرض. يعني هو بيخاف قوي من حته ان اخوه يجي ويساله ايه ده مالك انت تعبان ولا ايه. ما كانش بيحب كده. كان ابغض شيء اليه ان يثير في نفس اخيه هما او قلقا. كان ابغض حاجه بالنسبه له ان هو يحسس اخوه بشيء من الحزن، ما كانش بيحب يحزن اخوه خالص. فكان بياكل الاكل كله يا جماعه ويخلصه عادي. وساعتها المغرب بيأذن، وساعتها يا جماعه طبعا مؤذن المغرب بيأذن، فيعرف الصبيه ان الليل قد اقبل. هنا كان بيتضايق بقى طه حسين. ليه كان بيتضايق يا جماعه؟ عشان الليل جه خلاص، وطبعا الليل اقبل يعني الدنيا هتضلم. فساعتها كان بيكره قوي الضلمه. ليه؟ دلوقتي انا معايا مثلا لو انا اخويا اعمى، هل انا هنور النور في البيت؟ لا، هطفيه عشان هو اعمى ومش شايف. لكن طه حسين ما كانش بيحب كده، كان بيحب النور يولع. بيقول يعني لو كان في بعض المبصرين لأضيء المصباح، ولكنه وحيد لا حاجة له للمصباح فيما يظن المبصرون. يعني الناس اللي شايفة بتبقى فاكرة يعني ان الأعمى مش محتاج النور، لكن هو فعلا كان بيتونس بالنور يعني. مهم ساعتها بيقول لنا كان يجد للظلمة صوتا، يعني الظلمة بالنسبة له كان بتعمل صوت، كان بيتضايق، الطاقة بتاعتها وحشة يا جماعة بالنسبة له. فطبعا الصوت ده كان بيضايقه. فساعتها كان بيفضل يجلس القرفصاء يعني مقرفص كده وقاعد خايف ومرعوب، عشان طبعا خايف اي حاجه تطلع له، عفريت بقى ولا اي حاجه، وطبعا هو كان بيخاف من الحاجات دي كلها. ولكن في اصوات اخرى طبعا في الغرفه كانت بتفزعه. بيقول لنا الغرفه دي كانت من غرف الاوقاف، معنى كده انها كانت قديمه. فقال لنا طبعا كانت قديمه معناها ان كان في حشرات وحيوانات صغيره زي الفيران مثلا، كانت صغيره كانت بتخش البيت. فطبعا كل ده كان بيرعبه يا جماعه لحد ما يجي اذان العشاء. كان بيفرح ساعه اذان العشاء. ليه؟ عشان درس الاستاذ الامام خلاص خلص كده واخوه هيجي يخش البيت. المشكله ان اخوه لما يخش البيت ويفتح المفتاح ويقعد معاه وكده ويونسه، للاسف في الاخر بيمشي، يحط له اللحاف ويحط له الوساده ويقول له انا اروح اقعد مع اصحابي بقى شويه كده واجي لك بالليل. فساعتها يا جماعه وهو يظن انه اسلم الصبي للنوم، ولكنه لم يسلمه الا الى الارق. ايه معنى الكلام ده؟ يعني اخوه فاكر ان هو خلاص بقى الواد نام، لكن للاسف طه حسين ما كانش نام ساعتها، كان بيفضل قاعد يا جماعه ساعتها مش عارف يعمل ايه. حرفيا هو قاعد كده انا مش قادر انام، بيبقى مرعوب عشان ده ضلمه، هو قاعد لوحده، اخوه قاعد في اوضه تانية مع اصحابه، طبعا هو مش عارف ينام ايه، ينام لوحده. ساعتها كان بيرجع بعد ساعه ولا ساعتين بعد ما شرب واكل وقعد مع اصحابه. ساعتها يا جماعه ايه، بيبقى فاكر ان الصبي نايم، لكن طبعا الصبي ما كانش نايم. فاذا استلقى اخوه على فراشه بعد ان اطفأ مصباحه اخذت نفسه المضطرب.
يدل على أنه نام أخذ الصبي يحس بالأمن. يعني لما أخوي نام جنبه ويتأكد خلاص بقى الصبي إن الفتى الأزهري نام، ساعتها الصبي يحس بالأمان وساعتها يبدأ إيه، يبدأ ينام. لو بصينا بعد كده على الفصل الرابع، الحاج علي وشباب الأزهر بيقول لنا هنا كان في صوت دايما بيصحي كل يوم، صوت عصا غليظة تضرب الأرض ضربا عنيفا، وصوت إنساني متهدج مضطرب له بالغليظ وله بالنحيف يذكر الله ويسبح بحمده. يعني في صوت زي صوت كده حاجة بتدب في الأرض كل يوم بتصحيه، وصوت راجل عجوز بيزعق وبيذكر ربنا كل يوم. فطبعا كان بيستغرب، بيقول الصوت ده يا جماعة كل يوم بيطلع كده، فهو كان متضايق. بيقول ارتاع الصبي لهذا الصوت أو لهذين الصوتين حين سمعهما لأول مرة، قعد يفكر في المصدر بتاعهم لكن معرفش برضو الصوت ده ايه، لحد ما سمع الصلاة خير من النوم، فهب الصبي مترفقا وهب أخوه عجلا، وبعد كده راحوا ايه، راحوا يصلوا صلاة الفجر في الأزهر. والصوتين دول قعدوا يصحوا الصبي كل يوم في أول التلت الأخير من الليل، كل يوم يصحوا يا جماعة الصوتين دول، لحد في الآخر ما هيعرف ايه يا جماعة ايه هما الصوتين دول. بيقول لنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، في اليوم بتاع الجمعة ما كانوش بيصلوا الفجر، يعتبر كان بيناموا ساعتها عشان ما فيش دروس النهارده، جمعة أجازة يعني، فمش لازم يصحوا. فساعتها يا جماعة بيقول لنا عاجزا عن الحركة مشفقا أن يوقظ أخاه، يعني الصبي كان بينام جنب أخوه وهو صاحي، يعني الصبي صاحي بس مش قادر يتحرك، مش عايز يتحرك ولا أي حركة عشان ما يصحيش أخوه. هتلاحظ دايما في السمات طه حسين إن هو كان بيهتم بأخوه قوي، يعني حتى لو أخوه بيضايقه وبيعمل حاجات غريبة لكن هو بيهتم بيه جدا لدرجة إن هو مش عايز يضايقه ولا يثير في نفسه أي هم ولا أي حزن ولا أي حاجة. يقول لنا بعد كده حتى بعد ما يصلوا الفجر يا جماعة بيسمع الصوتين دول، لكن بعد كده هيعرف ايه هما مصدر الصوتين دول. بعد كده بيقول لنا يا جماعة اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، الصوت ده الباب ده يطرق طرقا عنيفا وصوت من ورائه ينادي. الصوت بقى بينادي، اللي هو مين؟ الراجل الكبير العجوز اسمه الحاج علي ده بينادي، بيقول هلم يا هؤلاء. هلم يا هؤلاء معناها ايه؟ معناها اصحوا يا شباب، يعني فوقوا معايا شوية، افيقوا، الى متى تنامون؟ اعوذ بالله من الكفر، اعوذ بالله من الضلال. يعني هل في حد بينام لحد دلوقتي؟ هو بيقول لهم مفيش حد بينام لحد دلوقتي، طلاب علم نايمين لحد دلوقتي، طلاب علم ينامون حتى يرتفع الضحى لا يؤدون الصلاة لوقتها، يعني مفيش طالب بينام لحد دلوقتي. فبيقول لهم لازم ايه، لازم نصحى. طبعا بيقول ويده هذا الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض. مين بقى اللي بيتكلم ده؟ هو ده الحاج علي. الحاج علي ده راجل عجوز كبير ساكن معاهم، يعتبر في العمارة اللي هم ساكنين فيها. كل يوم الصوت اللي كان بيسمعه طه بالليل ده كان مين يا جماعة؟ ده كان صوت الحاج علي. ده كان صوت مين يا ابني؟ بس كده، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بدنا فأما الصبي فقد عرف هذا الصوت وهذه العصا، إنه الصوت الذي كان يضطرب في الليل، وإنها العصا كانت تقرع الأرض. هيعرف بقى دلوقتي مين الحاج علي ده وهيحكي لنا. كان بيقعد يعدي عليهم كلهم لحد ما يصحيهم يا جماعة. بيقول لنا ده راجل كان من اسكندرية، احتفظ بقوة عقله، فهو ماكر ماهر ظريف لبق، وكان جسمه قوي شديد النشاط متين البنية، عنيف إذا تحرك، عنيف إذا تكلم، راجل يعني شديد شوية يعني. وكان بيقول كان راجل تاجر اتولد في الاسكندرية، وكان عنده قوة وعنف وصراحة وظرف، كان بيتاجر في الرز، اسمه حاج علي الرزاز، عشان كده كان بيتاجر ايه، بيتاجر في الرز. وكان عنده بيت في القاهرة بياخد منه الايجار وكان بيجيب له فلوس يعني، ساعتها سكن ايه، سكن في الرابع بتاعهم او العمارة اللي هم ساكنين فيها. طبعا يا جماعة اول ما سكن عندهم بيقول لفت اليه هؤلاء الشباب من طلاب العلم، اضحكهم وراقوه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني من الاخر كده هما حياتهم كلها جد في جد، كلها اجتهاد في اجتهاد. الراجل ده لقوه راجل فرفوش كده وبيضحك وبيهزر، فهم طبعا نفسهم في اي حاجه تسلي عنهم شويه، فعشان كده صاحبوه وهو ايه، هو صاحبهم. فالشيخ ده بيقول هو كان يعرف جدا حبهم للعلم وعارف ان هم مجتهدين، فعشان كده في الاسبوع كله ما كانش بيقرب منهم، كان بس بيجي لهم امتى يا جماعه؟ يوم ايه؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه كان دايما ايه، بيجمع لهم الاكل ويتفقوا مع بعض ويعملوا عزومه مع بعض، كل الكلام ده كان ايه، كان يوم الجمعه. وكان بيقعد يعدي على غرفه واحد واحد فيهم لحد ايه، لحد ما يصحيهم. الراجل ده كان بيعمل طعامهم ولهوهم البريء في يوم ايه، يوم الجمعه. هو اللي اقترح طعام الافطار زي ما اتفقنا، هو بيعمل الفطار وبيعمل الغداء الحاجات دي كلها. بعدها بقول وكان حج عمي الحج علي يتكلف التقوى والورع. نقطة مهمة، يعني يتكلف التقوى والورع، يتكلف معناها ان هو عامل فيها مؤمن، يعني هو راجل منافق. طه حسين بيقول الراجل ده يا جماعة راجل منافق، عامل فيها مؤمن، عامل فيها كويس، لكن هو يعني بيرسم نفسه علينا. وده بيظهر امتى؟ بيقول لنا كل يوم كان بيصحى بالليل يقعد يذكر ربنا ويصيح، يقول لنا الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، عامل فيها علامة يعني. ودايما يروح جامع سيدنا ايه، سيدنا الحسين، بعدها يقرأ فيه ورد السحر، يقرأ قرآن هناك يعني، ويصلي الفجر، وبعد كده يجي يصلي في الأوضة بتاعته ويفتح الباب بتاع الأوضة عشان الناس كلها تشوف ان هو بيصلي، يعني كان راجل منافق.
لكن للاسف لما كان بيقعد مع الشباب دول بقى يقعد يتكلم، طه كان بيلاحظ الكلام بتاعه، لاحظ ان هو راجل وحش جدا، كان بيلاحظ ان هو اسرع الناس خاطرا، اظرفهم نكته، اطولهم لسانا، اخفهم نعابه، اشدهم تتبعا لعيوب الناس. يعني لسانه زفر، يقعد يشتم، يجيب سيره الناس، يتكلم عن عيوب الناس، يتريق على الناس، يتنمر على الناس، بقول لا يتحرج من كلمه النابيه، يعني بيذكر الالفاظ السيئه، بيشتم، يعني شتم وحش قوي عادي جدا. وهما كانوا بيحبوا ده قوي، كانوا بيحبوا ده جدا يا جماعه، لكن ايه، عشان كان بيخرجهم من التعب والقرف اللي هو يعني حته ضحك كده وفرفشه. لكن بيقول لنا نقطه مهمه جدا، بيقول لنا مهما كان الراجل ده كان بيتكلم معاهم ما كانوش بيعيدوا الكلام ده. يعني ايه يا جماعه؟ لا يبيحون لانفسهم او لا تبيح لهم ظروفهم ان يدنوا منه او يسعوا اليه. ايه معنى الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا ان هم كانوا بيقعدوا يعني يسمعوه وهو بيشتم وهو بيهزر الكلام ده كله، لكن هم ما كانوش بيقولوا الكلام ده وراه، كانوا بيسمعوا بس. ليه؟ عشان هم كان يعني عندهم ضبط النفس من الاخر، كانوا بيضبطوا نفسهم، وكل واحد بيمسك نفسه ويعرف يتحكم ايه، يتحكم في نفسه. بيقول لنا كان عندهم صفه جميله جدا يمتازون بها، وهي كظم الشهوات واخذ النفس بالوان من الشده تمكنهم في المضي من الدرس. يعني كل واحد ماشي يا جماعه على سنجه 10 زي ما بيقولوا كده، ماشي مستقيم، امشي عدل يحترع عدوك فيك. كان يسمع التفاهات دي، اه ينفع يسمع اللهو واللعب ده، اه، لكن ما كانش هو بيقوله. يعني الشباب دول ما كانوش يقولوا الحاجات دي، ما كانوش يشتموا، ما كانوش يهزروا زياده عن اللزوم، كان كل واحد برضو يهزر اه بس عارف حدوده. ده طبعا الايه يا جماعه اللي خلاهم يعلو دايما بين ايه، بين صحابهم او في الازهر عموما يعني. فكان بيستغرب، بيقول انا مش فاهم برضو ازاي بيسمعوا الحاجات دي كلها. بيقول وكان يعاهد نفسه على انه اذا شب وبلغ طور هؤلاء فلن يسير سيرتهم، لما اكبر عمري ما هبقى زي دول. يوم الجمعه ده كان يوم البطون بالنسبه لهم، كان بياكلوا فول وبيض وشاي، وبعدها بيتكلمنا عن الاكل هنا اللي كانوا بيعملوه، الاكل يعني اللي هم كانوا بيطبخوه ساعتها كان عامل ازاي وكده. وبرضو كان بيقول لنا ايه يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بيقول وكم ذكر الصبي جهد أبيه في كسب ما لم يكن بد من كسبه من النقد لتستطيع أمه أن تهيئ لابنيهما زادهما. إيه معنى الكلام ده؟ يعني دايما لما يجي ياكلوا ساعتها كان بيقعد يفتكر، بيقول يا ده أنا أبويا تعب قوي عشان يجيب الأكل ده، ده أنا أمي قعدت تخبز في الفطير ده مثلا 3-4 أيام. كان دايما بيحس أبوه وأمه، كان بيحس يعني إيه بالتعب اللي هم شافوه أو بالحياة اللي هم إيه اللي هم شافوها. بيقول لها طبعا كانوا بيغمسوا الاكل ده في الشاي، كانوا بيشربوا وياكلوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، وكان الشيخ واصدقائه طلاب يدبرون عشاءهم اثناء الدوره الثانيه. يعني كانوا ايه بيعملوا راوند 2 بقى في الاكل، هنتغدى ايه النهارده بعد الفطار وكده. المهم الحته دي كلها ملهاش علاقه، يعني مش مهمه قوي كان بياكلوا اكل، بيحكي لنا الاكل كان عامل ازاي، مش نقطه مهمه ايه، مش نقطه مهمه قوي. النقطه بس المهمه في الحته دي ان هو كان بيقول لنا ان العماره اللي ساكنين فيها كان فيها طلاب فقراء تانيين غيرهم، يعني غير الشله دي، وكان فيها عمال، فريحه الاكل وهي طالعه بقول كان بتفرح ناس وبتحزن ناس، كانت بتفرح ناس اللي هم الطلاب، وكانت بتحزن ناس اللي هم الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا زي ايه، زي العمال. فكان بتقول لذه مؤلمه او الم لذيذ. بعد كده بيقول لنا والنار طبعا كانت بتقعد تشوي الاكل، فالريحه بتفوح وكده. مهم ايا كان، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بيقول لنا الصبي ساعتها يا جماعه ما كانش بيعرف ياكل، لما يجي ياكل لقمه كان الشوربه تدلق على هدومه، وكان بيحس الناس كلها بتبص عليه، ما المشكله ان هو اعمى، فكان دايما بيخاف من ايه، من نظره الناس ليه، كان بيكسف، كان محرج، يعني كان بيحس دايما ان هو لو لاحظت طه حسين مش عايز يبان دايما قليل، مش عايز اي حد يشوف ان هو ايه، ان هو قليل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن بعد كده يا جماعه بيقول لنا ايه، الشباب دول انفقوا اعوام كتيره مع الراجل ده، مع الراجل العجوز ده، لحد ما كبروا، وفي الاخر تفرقت الجماعه، كل واحد راح سكه، كل واحد راح دوله او راح شغلانه، لحد ما في يوم جالهم النعي بتاع الشيخ، عرفوا ان هو مات، فحزنت قلوبهم ولم يبلغ الحزن عيونهم، يعني قلوبهم حزنت لكن عينيهم ما عيطتش. قالوا ساعتها ايه يا جماعه، الحاج علي اللي هو انا لله وانا اليه راجعون، يعني اللي هو يعني دعوا له يعني بالرحمه وخلاص، عرفوا ان هو مات. وبيقولوا ان اخر كلمه نطقها قبل ما يموت ان هو كان بيدعي لمين، لاخي الصبي، اخو الصبي اللي هو مين، اللي هو الفتى الازهري. هنا كان بيدعي مين، بيدعي للفتى الازهري صلى الله عليه الصلاه والسلام. نخش بعد كده يا جماعه على ايه، على الفصل الخامس، خلاص احنا بنخلص القصه اهو. الامام محمد عبده والازهر بيكلمنا هنا عن علاقتهم بالامام محمد عبده. بيقول لنا يا جماعه كان في فتى معاهم برضو، كان ساكن قريب في العماره بتاعتهم دي، كان غريب شويه، ده اسمه الفتى الغبي، بنسميه كده الفتى الغبي. ليه كان غبي؟ عشان هو كان غبي حرفيا، هو ما كانش بيفهم. بيقول كان من جيلهم ومن طبقتهم على كل حال، كان نحيف الصوت، أول ما تسمع صوته هتضحك،
وكان ضيق العقل، عقله ضيق قوي يعني، مخه ضيق ودماغه ناشفه كده، ما كانش بيفهم يعني، العلم ما كانش بيدخل دماغه خالص. لكن مع ذلك كان واسع الثقه بنفسه، كان عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، وكان بيحشر نفسه دايما مع الشله الشطره دي. كان بيحضر معهم درس الفقه، درس البلاغه، درس الاستاذ امام محمد عبده، كل الحاجات دي. لكن ما كانش بيحضر درس الاصول عشان كان بيكسل، لسه هصحى بعد الفجر بقى، لا ماليش دعوه بالكلام ده. بيقول لنا الشبان دول يا جماعه، اللي هم الشبان اللي هم الفتى الازهري وزمايله، كانوا دايما بيحبوا، كانوا يدقون بكتب الازهر دقا شديدا. كانوا بيشوفوا ان الكتب بتاعه الازهر او التعليم الازهري كان تعليم عقيم، كانوا بيتاثروا براي الامام محمد عبده. ايه معنى الكلام ده؟ محمد عبده يا جماعه كان بيشوف ان الازهر المنهج بتاعه عقيم، محتاجين نجدده، محتاجين ندخل كتب تانية وعلوم تانية في الموضوع مع العلوم اللي موجوده، وفي كتب نشيلها وكتب تانية نحطها. فطبعا هو كان ايه يا جماعه، كان بيقول دايما الكلام ده قدامي، قدام الطلاب. فكان دايما الطلاب ايه بيتاثروا بالكلام ده. طبعا منهم الفتى الازهري اللي هو اخو طه حسين. فطبعا يا جماعه بيقول لنا العلماء بتوع الازهر ما كانواش بيحبوا الكلام ده، وربما اشتد بغضهم لهذه الكتب الجديده، يعني اللي هو الاستاذ الامام محمد عبده بيقول لهم عليها. كانوا بيكرهوا الكتب دي، وكانوا بيكرهوا المؤلفين بتوعها. وكان الذين ينافسون الاستاذ الامام يحاولون ان يذهبوا مذهبه، يعني المنافسين بتوع محمد عبده بيعملوا زيه، بيقولوا للطلاب بتوعهم اشتروا كتاب فلان بدل الكتاب ده، اشتروا كتاب ده بدل الكتاب ده. المهم طبعا، وكان هؤلاء الطلاب لا يكادون يسمعون اسم كتاب حتى يسرعون الى شرائه. اول ما الطلاب دول يسمعوا اسم كتاب معين محمد عبده قال عليه، كلهم يروحوا يشتروه على طول. طبعا ده من كتر حبهم لمحمد محمد عبده. بيقول لنا كان يدفعهم الى ذلك حبهم الصادق لمحمد عبده ورغبتهم في العلم. لكن كان عندهم عيب، وكان عندهم حاجه وحشه كده، كانوا يفخرون بتلمذتهم، كان عندهم شيء من الفخر والكبر يا جماعه. وكانوا بيملأوا افواههم كل شويه ان هم تلاميذ الائمه دول، يعني كل شويه يقولوا قدام الناس ان احنا انا تلميذ محمد عبده، انا تلميذ الشيخ بخيت والشيخ ابو خطوه والشيخ راضي. كان دايما يقعدوا يذكروا النقطه دي. وكانوا بيزوروا شيوخهم في البيوت بتاعتهم، وكانوا بيستمعوا معاهم، ويروحوا يعني ياخدوا دروس خصوصيه معاهم، كل الكلام ده كان بيحصل. فساعتها يا جماعه ده كان بيؤدي لايه؟ بيؤدي لشيء من الامتياز بين زملائهم، حتى عرفوا بانهم انجب طلاب الازهر، يعني اتعرفوا ساعتها ان دول اشطر طلاب موجودين ايه؟ موجودين في الازهر. فساعتها الطلاب المتوسطين بيحاولوا يعلوا، فبيحاولوا يقربوا نفسهم من مين؟ يحاولوا يقربوا نفسهم من ايه؟ من الطلاب العاليين دول. كان منهم بقى مين يا جماعه؟ كان منهم الشاب ده اللي هو الفتى الغبي اللي هو الفصل ده بيتكلم ايه؟ بيتكلم عنه. فساعتها طبعا يا جماعه بيقول لنا، تخيل انت طالب ذكي او يعني مشهور وكده، هتتعامل بتناكة بقى مع الناس وكده، وشايف الناس كلها يعني تحت وانت فوق. وساعتها فالطلاب دول بيقول لنا الكاتب هنا او طه حسين بيقول لنا ان الطلاب دول كان عندهم شيء من الامتياز والفخر والغرور، فكانوا بيبصوا للي حواليهم نظرة دونية كده، فكانوا بيقبلوا باي طالب يخش شلتهم عشان يقعدوا يتريقوا عليه بعد كده. بيقول هنا يا جماعة كانوا يقبلون هؤلاء الطفيليين في العلم عشان ايه يا جماعة؟ عشان بعد كده يقعدوا يحصوا جهالاتهم وسخافاتهم واغلاطهم الشنيعة، يقعدوا يتريقوا عليهم بعد ما يمشوا يعني. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بيقول لنا صاحبنا بقى ده اللي هو الفتى الغبي ده، قعد يقرب نفسه منهم لحد ايه؟ لحد ما بقى زيهم، ولحد ما سكن معاهم في العمارة اللي هم فيها. بقى يشاركهم في الزيارات ويروح معاهم في كل حتة، لكن الله لم يفتح عليه قط بأن يشاركهم في العلم، ما كانش بيفهم خالص، كان غبي. بيقول كان هو كان اغنى منهم شويه، كان معاه فلوس شويه، فكان بيساعدهم، كان بيجيب لهم كتاب، يؤدي دين مثلا عليهم، لو حد عايز فلوس يديله فلوس، كان بيساعدهم. لكن هم ما كانوش بيطيقوا الجهل بتاعه، وكانوا بيضحكوا منه على طول. لكنه كان يقبل ذلك راضيا، يعني كان بيقبل ده كله برضا، وكانوا مستغربين ده منه. يعني تخيل واحد انت بتتريق عليه لكن هو مبسوط عادي وراضي، ما فيش اي حاجه. المهم وكانوا اجمل ما يتندرون به علمه بالعروض او جهله بالعروض، وكلاهما سواء. ايه معنى الكلام ده؟ هم ايام زمان يا جماعه كان عندهم علم، مش ايام زمان، في علم موجود لحد دلوقتي يعني اسمه علم العروض. ده العلم اللي هو ايه؟ لما اديك بيت شعري، بيت من الشعر، فانت تاخد البيت ده وتقطعه حتت كده، تقطع البيت ده كده ايه تقطعات معينه هم عارفينها، علماء اللغه العربيه عارفينها. ففي اوزان كتيره للشعر، في وزن اسمه وزن بحر البسيط، في بحر مش عارف الرجز تقريبا، او في الرجز وفي البسيط في الممتد. المهم يعني في اسماء بحار كتيره من بحور ايه؟ من بحور الشعر. فالفتى ده كان غبي لدرجه ايه؟ ان اي بيت شعر يقولوا له خد حلل البيت ده، ساعتها ياخدوا البيت ده ويشرحوا ويقول لك ايه ده بحر البسيط. طب يقولوا طب خد البيت ده، يقول لهم ده بحر البسيط. ايوه طب خد البيت ده برضه بحر البسيط. فهم بيتريقوا عليه، عرفوا حته غلط فيه او حته يعني هو اهبل فيها،
فدايما يقعدوا ايه يقعدوا قدامه اي شاعر عشان بس هو ايه عشان بس هو يقول بحر بسيط، فيقعدوا كلهم يضحكوا ايه يتريقوا عليه. فبيقول لنا ساعتها يا جماعه حتى يكون اسرعهم الى رد هذا الشاهد الى بحر من ابحر العروض، وانما كان البحر البحر البسيط دائما. طبعا كان ايه يا جماعه، كان بيقعد يقطع البيت زي ما قلنا ويرده الى البسيط، وكلهم طبعا يعني يدفعهم الى بحر من الضحك لا يكاد يعرف له حد، كله يقعد يضحك ايه يضحك عليه. الفتى ده قعد معاهم فترة كبيرة يا جماعة، لكن في الاخر احس انه ليس من تلك الحلبة، يعني حس في الاخر انه مش منهم، ان هو يعني يعتبر لا مش ده مش مجالي، المكان ده مش مكاني والزمان ده مش زماني، فحس انه خلاص يعني، وقال خلاص انا ايه احاول ان انا اغير المجال. تقدمت السن بالصبي في اثناء ذلك، يعني الصبي اللي هو طه حسين كبر ساعتها، فالفتى ده حاول يقرب من طه حسين يقول له طب اقرا لك كتاب، طب اساعدك اعمل لك اي حاجه، لكن طبعا طه حسين ما كانش عنده اي وقت، ما كانش عنده اي وقت ان هو يقضي وقته في تفاهات او يقعد يضحك مع حد، ما كانش عنده الكلام ده. واذا هذا الرجل يترك العلم او يتركه العلم، يعني ايه يا جماعه، يعني خلاص ساب العلم، هو مكتوب طالب يعني هو متسجل على ورق ان هو طالب، لكن او ما بيحضرش معاهم خلاص ومبقاش ايه مبقاش معاهم. بعد كده بيقول لنا ايه يا جماعه، الحياه بتاعه الطلاب دول اترقت شويه، بقت راقيه شويه او عليت شويه، عشان هم بقى خلاص بقوا يعني بيقربوا من الشيخ اللي هو محمد عبده، فخلاص بقوا يعرفوا فلان وفلان وفلان من ابناء الاسر الغنيه السريه التي كانوا يطلبون العلم في الازهر ازاك، يعني بقوا يقربوا من ناس يعني اغنياء في الازهر، بقى يعرفوا طلاب اغنياء عشان خلاص دلوقتي مقامهم بقى عالي. فساعتها الفتى ده كان بيقعد برضو ايه يتدحلب معاهم كده، يحاول يخش وسطهم بس عشان ايه، عشان يعني ياخد اي حاجه، يمكن ياخد اي مصلحه اي فلوس اي حاجه. وتمضي الايام يا جماعه وكل واحد يعني انشغل في حاجه، لكن بيقول لنا ايه اللي حصل بعد كده، خرج الاستاذ محمد عبده من الازهر في تلك المحنه السياسيه المعروفه. للاسف حصل مشكله سياسيه ساعتها، وكانوا عايزين يمشوا الاستاذ الامام محمد عبده، الحكومه كانت واقفه ضد الازهر في مشكله كده كانت ساعتها، فبقى في فريقين، في فريق هنا فريق محمد عبده ضد ايه يا جماعه، ضد فريق اللي هو ايه، فريق اللي هو الحكومه يعني او السياسه او الدوله. فساعتها ايه اللي حصل، الفتى الغبي ده مسكتش بس في كده، لا ده راح هنا شويه ويروح هنا شويه، يعني يروح لدول ياخد الكلام بتاعهم وينقله لدول، فهي دي المشكله. مين هيعرف بقى، الطلاب الازهرين يعرفوا ان ده جاسوس قاعد ما بيننا، فساعتها هيكرهوه خالص وهيقطعوه تماما. ساعتها بقول لنا يا جماعه ايه اللي حصل، مفشيا لهم اسرار المضربين وينكشف الامر ذات يوم، يعني بيفشي الاسرار او بيفتن عليهم لحد ما الامر هيتفضح في يوم من الايام ويعرفوا ان هو متصل بالمحافظه، وساعتها هيتقطع العلاقه بينه وبين صحابه، ساعتها هيخسر الناس كلها ومحدش هيخسره. ثم ينبئ المنبئ ذات يوم بانه قد مات. طب هو مات من عله ولا مات من حسره ولا مات من الحرمان، محدش عارف. بيقول لنا في الاخر سمعوا النعي بتاعه ومحدش حزن، وفي الاخر تلوا الايه اللي هي انا لله وانا اليه وانا اليه راجعون. ده بالنسبه للفصل ايه يا جماعه، ده بالنسبه للفصل الخامس. الفصل السادس عندنا يا جماعه اسمه انتساب الصبي للازهر. هتستغرب تقول ايه ده، هو لسه هينتسب للازهر، هو ما كانش في الازهر كل ده. هنتصدم في الفصل ده، هيقول لنا ايوه هو ما كانش في الازهر كل ده، امال فين، لا هو كان في مكان الازهر يعني كان في جامع الازهر، بس هو ما كانش طالب مقيد في السجل ساعتها، يعني هو بيحكي لنا بيقول لنا ان هو ساعتها كان في الازهر بس هو كان صغير ان هو يتقبل يعني، فهو قعد شويه كام اسبوع لحد ما في الاخر اخدوه عند الدكتور يعتبر اللي هو بيكشف عليهم، وفي الاخر سجل ايه سجل اسمه وبقى ايه بقى منتسب للازهر. بيقول ان هو اتعلم في الازهر حاجات كتير قوي من الاحياء، يعني من الاحياء اللي هو مش ماده الاحياء، يعني اتعلم من الناس، اتعلم من الشيوخ والعلماء والرغي بتاع الحاج علي والكلام ده كله، اتعلم حاجات كتير قوي لها علاقه بالناس وتعاملات الناس، زي الحاجات اللي اتعلمها ايه في العلم والفقه والنحو والمنطق والتوحيد. بيقول لنا اول ما قعد هناك يا جماعه يعني ما عادش يومين ثلاثه حتى اسلمه اخوه الى استاذ كان قد ظفر بالدرجه العلميه اثناء الصيف، يعني في استاذ جديد يعني لسه واخد الدرجه العلميه بتاعته في الصيف، فساعتها ايه طه حسين يعني اخوه وداه ساعتها لايه للشيخ ده. بيقول لنا وكان سيبدا الدرس ويجلس مجلس الاستاذ من صغار التمييز لاول مره، يعني ده كان مدرس جديد يعني يعتبر، كان بلغ الأربعين او كاد يبلغها، وكان معروف بالتفوق والذكاء. وبقول لنا ايه يا جماعه اللي هم سبق سيدنا محمد، كان قد ظفر بالدرجه الثانيه وعد هذا انتصارا، وقصر عن الاولى وعد هذا ظلما، يعني هو بقى الثاني على الدفعه، كان نفسه يبقى الاول بس هو بيقول ان هو اتظلم، وكان الذكاء بتاعه مقصور على العلم بس، الحياه العمليه كان ساذج جدا، كان غبي جدا في حياته ايه في حياته العاديه، كان ذكي بس في العلم، وكان غريب الصوت، كان صوته غريب اول ما يجي يتكلم
كان بيقعد يضحك طه حسين يعني، هنا بيوصف الصوت بتاعه كان عامل ازاي. بعدين اول ما دخل الدرجه بتاعته الدرجه العلميه يعني لبس الفراجيه دي، لبس العلماء بيلبسوها لما يبقى طول او في العلم بقاله كتير او في العلم، لا هو لبسها من اول يوم على طول. بعدين وكان صاحبنا اسرع الى الفراجيه فلبسها واضحك منه اصحابه من الطلاب واساتذته من الشيوخ، لما لبسها كله ضحك، ايه كله ضحك عليه طبعا يعني، ايه كان شكلها غريب اللي هو دي بيلبسها عالم كبير قوي بقاله 30 40 سنه في العلم، انت اصلا عندك كلك 40 سنه انت لسه السنه دي بس لسه بادئ في العلم. فطبعا كانوا ايه كانوا بيضحكوا عليه. بيقول لنا بعد كده يا جماعه كان بيمشي مهرولا في الجامع يعني، وقد عرف الصبي رجليه قبل ان يسمع صوته. ليه؟ داس عليه حرفيا، داس عليه الصبي كان قاعد في يوم لحد ما رجليه مست رجلاه العاريتان خشن جلدهما يد الصبي، داس على دي حتى ان ايدي كانت هتتقطع، داس جامد يعني على دي. وكان كغيره من اقرانه في ذلك الوقت بارعا في العلوم الازهريه ساخطا على طريقه تعليمها، كان فرحان قوي بالعلوم الازهريه او يعني يعتبر شيخ ازهري كويس قوي، لكن كان متضايق قوي من طريقه التعليم، طريقه اللي هو الشرح بتاعت ايه بتاعت الشيوخ. فهو كان بيتبع الاستاذ امام محمد عبده لكن العلم بتاعه ما وصلش لقلبه يعني، ما كانش ايه ما كانش متاثر تماما بقول محمد عبده، فهو كان حاجه بين البنين كده عارفين، ما كانش مجدد قوي ولا كان محافظ قوي، لا كان في مدرسه بينهم كده. فطبعا يا جماعه ايه لما كان يبدا درسه الاول حتى اعلن تلاميذي انه لن يقرا لهم كتاب مراقي الفلاح نور الاضاحه، يعني ايه يعني قال لهم انا مش هقرا لكم الكتاب اللي بيدرس في الازهر، لا هنجيب كتاب تاني خالص وهنتعلم بشكل تاني خالص. فكان قيما ممتعا وسار هذه السيره في النحو، فما شرحش كتاب الكفراوي اللي كل المدرسين بيشرحوه ساعتها في الازهر، لا شرح لهم ازاي نعرب وازاي نعرف بالظبط ازاي الفرق بين كلمه والحاجات دي كلها، يعني هو بدا يعني ايه يشرح لهم شرح تفصيلي فرق بين الاسم والفعل والحرف كل النقط دي. وساعتها بقول لما اخوه ساله عن الشيخ ده وسئل الصبي اثناء شاي العصر عما يسمعه من استاذه، فساعتها رضيت عنه الجماعه يعني الفتى الازهري واصحابه كانوا راضيين عن الشيخ ده، شايفين ان هو شيخ ايه شيخ ممتاز. المهم وجعل الصبي يختلف الى هذين الدرسين، ولكنه كان يسأل نفسه متى ينتسب للأزهر، يعني لسه حد ما انتسبش للأزهر يا جماعة، كل ده بس كان ايه كان يعتبر بيسمع دروس لكن هو لسه ما انتسبش للأزهر، لحد ما أقبل يوم المشهود فأنبئ الصبي بعد درس الفقه أنه سيذهب للامتحان أي في حفظ القرآن. طبعا الصبي اتخض، ايه ده حفظ القرآن، أنا ما راجعتش لسه، ما لحقتش راجع، عمل نفس الحركة دي لسه ما لحقتش راجع. فساعتها ايه اللي حصل يا جماعه؟ فلما انبئ بانه سيمتحن بعد ساعه خفق قلبه وجلا وسعى للامتحان في زاويه العميان. واول ما قعد يا جماعه سارت في نفسه خواطر لاذعه، انتظر ان يفرغ الامتحان من الطالب اذا كان امامهما، واذا هو يسمع احد الممتحنين يدعوه بجمله، كان الجمله دي كانت صعبه جدا على ودنه، الجمله دي اثرت فيه بقيه حياته، كان بيقول له اقبل يا اعمى. طبعا طه حسين اتخض، اعمى انا؟ اصلا فيش حد بيقول له يا اعمى، يقول له يا طه يا طب يا صبي يا واد ايا كان، انما يا اعمى دي ما ينفعش. ولولا ان اخاه اخذ بذراعي فانهضه في غير رفق لما صدق ان هذه الدعوه قد سيقت اليه، يعني هو لولا ان اخوه بس اخده او امه ما كانش هيقوم، هو ما يعرفش ان هو فعلا تقصدك علي انا، لا ازاي هو اتخض من حاجه زي كده يا جماعه. تعود من اهلي كثيرا من الرفق وتجنبا لذكر هذه الافه بمحضره، يعني ما حدش يجيب سيره العمى قدام طه، ما طبعا مستحيل. فتعيتها طلبوا منه ان هو يقرا سوره الكهف، فاراها يا جماعه بعد سوره العنكبوت برضو اراها، في الاخر قالوا له انصرف يا اعمى فتح الله عليك، انت كده تمام معانا يعني. طبعا الصبي اندهش عشان الامتحان ده مش بيدل على الحفظ خالص، امتحان ابو الشيخ في القريه كان اصعب من ده، لكن ساعتها احد المشدين او الفراشين اخده يعني وكتب في ايده يا جماعه ايه، كتب في ايده يعني حط السوار حوالين ايده زي الساعه كده، دي معناها ايه يا جماعه؟ دي معناها ان هو هيقعد اسبوع بعدها يروح الطبيب عشان يكشف عليه عشان يخش بعد كده الازهر. بعد كده كان الصبي خليقا يبتهج بهذا السوار، يعني كان فرحان قوي بالسوار ده، لكن هو كان مشغول بدعوه الممتحن له ليه كلمه اقبل يا اعمى دي. بعد كده يا جماعه ايه اللي حصل؟ راح للدكتور وكان خايف الدكتور يناديه بنفس الحاجه، لكن الدكتور ما عملش اي حاجه، هو الدكتور بس جاب ايده وكتب عليها 15 15، ودي معناها ايه يا جماعه؟ ان هو عنده 15 سنه، يعني كتبوا ان هو انت يعتبر عندك 15 سنه وهتخش ايه هتخش الازهر. وساعتها طبعا هو دخل وعنده شك في امانه الممتحنين، يعني هو بيشك في الامانه بتاعتهم، الناس دي مش امينه، وفي نفس الوقت يا جماعه ايه وفي صدق الطبيب، يعني الطبيب ده للاسف مش صادق، هو كتب ان عندي 15 سنه بس هو عنده 13 ساعتها. فطبعا هو كان متضايق قوي ان الموضوع بدا بكذب وقله ادب من الاول، فده كله كان ايه كان مضايقه.
بعد كده قسوة الوحدة، بيكلمنا بقى عن الوحدة يا جماعة اللي كانت في الغرفة بتاعته. بعدين أما الصبي كان يستقل ما كان يقدم إليه من العلم. الصبي كان حاسس إن العلم اللي بياخده قليل، ومش كده وبس، المشكلة التانية بقى كان عنده كمان وحدة، كانت وحدته في الغرفة اللي قلناها بعد درس النحو اللي هو وقت العصر بقى لحد بالليل ده، قد ثقلت عليه حتى لم يكن يستطيع لها احتمالا. كان نفسه يتحرك أكتر، يقابل ناس أكتر، يعمل أي حاجة. وأخوه نفس الكلام، ثقل عليه اضطراره إلى أن يقود الصبي الأزهر إلى البيت مصبحا ومسيا. أخوه كل يوم ينقله من مكان لمكان. طبعا كل ده ضايق مين يا جماعة؟ ضايق الاتنين، الأولين الصبي متضايق عشان نفسه يتحرك أكتر، والتاني متضايق الفتى الأزهري عشان هو بياخده معاه في كل مكان يروحه فتعب منه. فساعتها إيه اللي حصل يا جماعة؟ لم يتحدث الصبي بذات نفسه إلى أحد، وأخوه برضو نفس الكلام. لكن بدينا المشكلة وصلت أقصاها في يوم من الأيام. إيه اللي حصل؟ بدأ في ليلة من الليالي دعيت الجماعة ذات يوم إلى أن تسمر عند صديق لها سوري لا يسكن الربع ولا يسكن الحي. يعني في يوم من الأيام واحد كده زميلهم عزم الشباب دول كلهم على أكلة، تعالوا يا جماعة احنا قاعدين مع بعض. فطبعا راحوا لعزومة لكن سابوا طه حسين في البيت. ساعتها سابوه يا جماعة فترة طويلة، سابوه فترة طويلة. وهيأ الشيخ الفتى أخاه الصبي لنومه كما يفعل كل ليلة، لكن للأسف وهو خارج من الباب ساعتها الصبي أجهش بالبكاء، قعد يعيط يعيط يعيط، ولكنه وصل في أكبر الظن إلى أذن الفتى. يعني الفتى سمع طه حسين هو بيعيط، لكن للأسف ما عادش معاه ومشي. ساعتها طبعا الصبي قعد إيه يا جماعة، أرضى نفسه للبكاء، يعني قعد يعيط لحد ما خلص كل الدموع اللي عنده. وساعتها إيه اللي حصل يا جماعة؟ فضل قاعد لحد أخوه ما جاله الصبح، جاله بالليل يعني، ونام معاه. وبعد الصبح صحيه، وبعد أن أفطر اداله ألوانا من الحلوى كان قد اشتراها له في طريق العودة، اداله شوية إيه حلويات كان جابها له وهو راجع من الطريق يعني. وبعد كده قال له ايه يا جماعة؟ قال له اخذ الشيخ الفتى كتابا من الحاج فيروز. الحاج فيروز ده اللي هو البقال اللي تحت، يعني بعت لهم رسالة كده، في رسالة جاية له. الرسالة دي بص فيها وفي الاخر خبط على كتف اخوه كده وقال له ايه، لن تكون وحدك في الغرفة من بكرة، ابن خالتك هيجي يقعد معاك. ابن خالته ده كان صاحبه اللي هو يعني ايه، يعني كأنه اخوه قده في السن، فكان دايما بيحبه. فطبعا ابن خالته هيجي هيونسه وهيخلصه من كل التعب اللي هو فيه ده. فرحة الصبي مولاي ابن خالته ده كان رفيق صباه وكان صاحبه، وكانوا دايما بيهبطوا مع بعض يا جماعه من بلده في قعد الاقليم عشان يزور الصبي. يعني كان دايما بيسافر عشان يجي يقعد مع الصبي بس، يقعدوا مع بعض. وكان بيحكي لنا ان هما كانوا بيقعدوا يقروا القصص مع بعض ويخرجوا ويروحوا الكتاب كل ده. فطبعا لما جاله يا جماعه يعني حاجه تفرحه. المهم بيحكي لنا بيقول لنا ايام زمان كانوا بيقعدوا مع بعض في الريف، وكانوا دايما نفسهم ايه، نفسهم يسافروا، فكانوا يقعدوا يستنوا مع بعض ويغضبوا مع بعض. طبعا يغضبوا عشان محدش بيوديهم في الاخر، ويحزنوا ويبكوا مع بعض عشان شايفينه مثلا عيال صغيره ما ينفعش يروحوا الازهر دلوقتي. لكن طبعا لا غرابه ان يقع هذا الخبر من نفس الصبي موقعا حسنا، يعني الخبر ده وقع عليه يعني بشكل حسن، انه فرح قوي، انبسط ساعتها لما عرف الموضوع ده ان ابن خالته جاي له. وساعتها اقبل الليل بظلمته، ولكن الصبي في اليوم ده ما سمعش اي صوت للضلمه. لو ركزت معايا بقول لك الصبي في اليوم ده ما سمعش اي صوت للضلمه. اليوم ده كان عنده ارق، بس ارق فرحان كده، يعني هو مش حزين، لا المره ده انا فرحان عشان عارف ان النهارده اخر يوم في العذاب بتاعي، وبكره ابن خالتي هيجي لي. اللي حصل بعد كده يا جماعه بيقول لنا ان هو فضل مستنيه لحد ايه، لحد الصبح، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن ما كانش عايز يظهر ان هو فرحان قدام الناس، كان يكره كل الكره أن يظهر أو يظهر أخوه أو أصحابه على أن شيئا من أمره قد تغير قليلا أو كثيرا. يعني مش عايز يظهر لأخوه ولا أصحابه أن في حاجة تغيرت، لا هو قاعد كده كاريزما، قاعد عادي كده لو كأنه ما تأثرش بأي حاجة. وقد دعا المؤذن بصلاة العصر لحد طبعا ابن خالته ما هيجيله. وفي الآخر يا جماعة رجليه بتخبط على الربع وبيخش، يعتنقان ضاحكين، هو يحضنوا بعض يعني ويضحكوا مع بعض. وفي الاخر طبعا جايبين معاهم اكل، طبعا اي حد جاي من الريف جاي القاهره اكيد جايب معاه اكل، فقعدوا ياكلوا الاكل ده كله. ولكن ما المحقق ان حياه الصبي قد تغيرت منذ ذلك اليوم، اتغيرت لدرجه كبيره قوي. بيقول العزله زالت عنه لحد ما هو ساعات كان بيغرب يرغب فيها، يعني من كتر ما ابن خالته كان معاه يعني ساعات بيتمنى ان هو يقعد لوحده. يا طه اللي كان بيشتكي ان هو قاعد لوحده دلوقتي بيقول نفسي اقعد لوحدي. والعلم كتر عليه لحد ما ضاق عليه، اللي هو بقى ضيق قوي وكتر عليه يعني. لو بصينا بعد كده تغير حياة الصبي، بيكلمنا بقى ازاي حياته اتغيرت. بيقول ان هو هجر مجلسه من الغرفة، المكان اللي كان بيقعد عليه كل شوية ده هجره خلاص، كان بيقعد عليه بس لما يجي يفطر او يتعشى. انما هو معظم وقته كان بيعمل ايه يا جماعة؟ كان بيقضيه مع ابن خالته، كانوا بيخرجوا يلهواني بالحديث قليلا، كانوا بيضحكوا مع بعض يجروا مع بعض.
وبعدين هو عارف الصبي الرابعه اكثر مما كان يعرفه، يعني بدا يعرف الناس ويعرف الاوض اللي كان حواليه اكثر مما كان عارفها. عاش جهرة بعد ان كان يعيش سرا، يعني دلوقتي بقى عايش في الجهر كده بعد ما كان عايش في السر، بعد ما كان عايش محبوس دلوقتي بقى ايه بقى، يعني بقى عايش كانه شايف، بقى في حد بيشوف له. بعد كده بيقول لنا فاذا حان وقت الدرس خرج مع صاحبه للازهر، كان بيسلك نفس الطريقه اللي كان بيسلكها مع اخوه، لكن دلوقتي بقى يلعب يهزر ينحرف من الحر يروح شارع تاني. يعني الفكره ايه يا جماعه، ان هو ماشي في نفس الشوارع او معظم الشوارع اللي كان اخوه بيمشي معاه فيها، لكن الفرق اخوه كان ماشي معاه ساكت وبيدخله يمين وشمال بس، انما دلوقتي يا جماعه صاحبه ده او ابن خالته يعني بقى يفرحه اكتر، يعني هو بقى يبسطه وبقى يوديه ايه مناطق تانيه يفرجه على ناس تانيه كده يعني. وطه يا جماعه كان ماشي في نفس الشوارع اللي هو كان ماشي فيها، نفس الشوارع وكان اخوه بيمشي فيها، لكن الفكره ان هو دلوقتي معاه حد بيهزر حد بيضحك معاه، فهو مش حاسس بالالم او الضغط او الاسترس اللي كان بيحس بيه قبل كده. المهم يا جماعه بيتكلمنا هنا عن عاداته، يعني اتعود ان هو يقرا سوره الفاتحه لما يعدي لجامع سيدنا الحسين، حاجات عاديه يعني. وبيحكي لنا الفصل ده فيه معلومات كتير قوي ملهاش لازمه، لكن يعني هنعد عليها سريعا كده. بيحكي لنا ان الفطار كان بيفطروا ازاي، يعني كانوا بياخدوا كام رغيف، بياخدوا رغيفين الصبح رغيفين العشاء. يعني بقيه الفصل ده كله يعني حاول تقراه لوحدك، ان هو كان بيتكلم عن البليله والاكل والشرب والفول النابت والبيض والفطير والعسل الكلام ده كله، يعني مش مهم قوي. هو كان بيكلمنا هنا عن ايه يا جماعه، كان بيكلمنا عن الاكل. بعد حته الاكل دي كان بيكلمنا بقى عن ايه يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عن الشيوخ. بيقول لنا وقد قرر الصديقان ان يحضرا شرح الكفراوي وكان يلقى في الضحى. يعني ايه معنى الكلام ده؟ الصبي بياخد درس نحو مع الشيخ زي ما اتفقنا، الشيخ مجدد يعتبر بيدي العلم بشكل جديد وكل الكلام ده، لكن للاسف الصبي هيعوز برضه في نفس الوقت يعمل ايه يا جماعه، يعوز يروح لشيخ من الشيوخ القديمه اللي هو التقليديه اللي بيشرحوا كتاب الكفراوي زي ما اتفقنا، فيروح لشيخ من الشيوخ دول يا جماعه، هو والفتى اللي هو ابن خالته يعني. فساعتها كان الصبي يسمع من شيخه الاول ومن اخيه كثيرا عبثا بشرح الكفراوي، فعايز يجرب يعني ايه، يعني هو سمع كلام كتير قوي عن شرح الكفراوي ده، فقال طب ما نجرب تعال نشوف ايه اللي هيحصل. فساعتها راح هناك يا جماعه، واذا هو يواظب مع صاحبه في دقه على هذا الدرس، وكان برضه بيروح درسه القديم، وكان شايف ان هو بيتعلم النحو في درسه القديم لكن هو بيلعب في الدرس الجديد جاي يتسلى يعني من الاخر كده. وكان الشيخ طبعا بيقعد ايه يا جماعه، كان بيقعد يشرح اعراب متصل، يعني بيقعد يعرب على بعض، وكان صوته غريب وكان يغني، يعني بالنسبه له الصوت ده كان زي الاغاني كده، فكان بيقعد ايه يقعدوا يضحكوا عليه. وكان الشيخ ده من اهل الصعيد، بيقول لنا ما غيرش اللهجه بتاعته خالص، وكان غليظ الطبع، كان سريع الغضب، كان بيتسئل فيشتم على طول، وكان يعني بيشتم مش كده بس، كان بيضربهم بالجزمه حرفيا، يعني هو كان بيقلع الجزمه يضربهم بيها. كان حذاء الشيخ غليظا كصوته جافا، كان بيلبس الدفية وكان بيرمي عليهم النعل بتاعه لو الطالب بعيد، يعني الطالب بعيد كان يمسك الجزمة ويرميها عليه، حاجة غريبة قوي. عشان كده طبعا ما كانش حد بيسأله. المهم اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. كان اذا يفرغ من درس الضحى فينتقل لدرس الظهر، بعدها يرجع لغرفته يعمل زي اصحاب الدروس اللي هو يذاكر ويجتهد يعني زيهم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بيكلمنا عن الاكل هنا برضو، النقطه دي كلها اكل يعني مش مهمه قوي، بيكلمنا عن البليله هنا يعني حاجات تفاصيل مش مهمه خالص. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بيقول لنا بقى بالليل كان بيحضر هو وصاحبه درس في المنطق، كانوا يحضران متن السلم للاخضري، ده كتاب بيدرسوه، وكانوا بيحضروا الدرس ده يا جماعه عشان ايه؟ بيقول الشيخ بتاعهم ساعتها لم يعترف له الازهر بالعالميه، يعني هو ما بقاش عالم رسمي في الازهر، لكن هو كان مجتهد وكان بينافس الازهريين وما كانش بييأس، فكان دايما يروح يغزهم ويروح يشرح في الازهر برضو غصب عنهم. المهم بيقول لم يكن بارعا ولا ماهرا، ما كانش زي شاطر خالص يا جماعه، وكان عاجز، والعجز بتاعه بيظهر قدام الطلاب، لكن هما كانوا بيروحوا وخلاص. المهم كان نفس الكلام، كان سريع الغضب شديد الحده، ما كانش بيشتمهم عشان لسه ما بقاش استاذ. حتى طه حسين بيتريق في الحته دي، بيقول لم يكن يجرؤ على شتم التلاميذ، فما ينبغي ذلك الا للعالم حقا، العالم بس هو اللي يشتم. طبعا بيتريق على العلماء ساعتها في عصره، يعني ان اي حد معاه شهاده يعني ايه يدوس على الناس بقى ويقول خلاص انا متعلم او انا العالم او انا الشيخ فهدوس على الناس او يشتمهم، طبعا ده جهل وغباء. السنه خلصت يا جماعه وبعدها جت الاجازه. ايه اللي حصل؟ هو كان ممتنع وكان نفسه يعني ممتنع عن الرحيل وفي نفس الوقت عايز يرحل، نفسه يرجع للقريه والريف وكده، بس في نفس الوقت ما كانش عايز يروح لسبب مهم قوي. ما كانش عايز يروح عشان هو بيحب القاهرة فعلا، بس كان في سبب تاني مهم، ان هو كان دايما بيشوف اخوه الازهري بيعمل كده، اخوه الازهري دايما كان تيجي الاجازة فما يرجعش،
ما ينزلش. فابوه في القريه يقول شايفين اخوكو حتى في الاجازه ما جاش وقعد يذاكر في الازهر. فهو كان نفسه يعمل زيهم الحركه دي، لكن في الاخر هو راح عادي ورجع ايه، رجع الازهر ورجع ايه، رجع المحطه، ركب المحطه يعني، وفي الاخر ايه رجع القريه بتاعته تاني. المهم لما رجع ايه اللي حصل، ركزوا بقى معايا اللي حصل. وكانت العشاء قد صليت حين نزل الصبيان من القطار، ما كانش حد بلغ العيله ان هم جايين فهيتصدموا بيهم ساعتها. فاذا كل شيء كان يجري فيها كما كانت تجري في الامور، يعني الدار بتاعتهم زي ما هي، كل حاجه ماشيه زي ما هي. الاسره خلصت العشاء بتاعها، والشيخ خلص الصلاه بتاعته وقعد مع اصحابه، وطبعا كلهم اتصدموا لما شافوا ايه يا جماعه، لما شافوا الفتى اللي هو الصبي يعني وابن خالته جايين. ايه ده، ايه اللي جابكم دلوقتي؟ فلما دخل الصبيان وجمت الاسره دخولهما تخضوا، ايه ده، فلم تعد لهما عشاء خاصا ولم تنتظرهما بالعشاء المالوف. يعني ايه ده، ما حدش قال لنا انتوا جايين، فما حدش جاب لهم اكل حتى ولا عملوا اي حاجه. للاسف الصبي ضاع عليه الحاجات اللي كان بيتمناها، كان بيتمنى بقى يلاقي ناس بتستقبله وناس بتسلم عليه، ما شافش اي حاجه من الحاجات دي. فساعتها يا جماعه ايه، سلم على ابوه الشيخ وقبل ايده وساله عن اخوه في القاهره. يا عم اسالني انا، اسالني عني، طيب انا عملت ايه، انا قعدت سنه في الازهر، ما حدش ساله عن نفسه، اهم حاجه اخوك عمل ايه. السنه عدت يا جماعه وكانه ما طلبش العلم، كانه لم يذهب الى القاهره. الناس مش معبراه كده ولا اي حد مديله يعني التقدير بتاعه، وكان بيقابل سيدنا بالتحيه ويقبل يده كما كان يفعل. ومش كده بس، ده كان بيروح بين الوقت والاخر للكتاب، يعني كان بيروح للكتاب تاني. ايه ده، بعد كل اللي انا عملته يا جماعه، انا رحت الازهر لكن ما حدش عمل له اي حاجه، واصحابه بيقابلوه ولا كانه راح ايه، ولا كانه راح اي حته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لدرجه ان بيقول لنا في الفقره دي ان الصحابه ابوه لما كانوا بيقابلوه في الشارع كانوا بيسلموا عليه ويسالوه عن اخوه. المهم ساعتها هو حس ان هو ضئيل الشأن، لا يستحق عناية ولا سؤال، حس ان هو قليل قوي، فكان عايز يعمل غرور كده وعايز ايه يحرك المية الراكدة اللي موجودة دي. فعمل ايه يا جماعة اللي حصل ساعتها؟ ان ابوه كان بيقرأ كتاب اسمه دلائل الخيرات. الكتاب ده يعتبر بالنسبة للازهريين حرام، يعني عشان فيه تصوف يعني او مبالغ فيه، او فيه مثلا ايه زي توسل بالصالحين، يعني اقول يا سيدي معرفش فلان اشفيلي ابويا، معرفش سيدك ده اصلا مات مريض، انت بتطلب من سيدك ده يشفيه ازاي؟ بعدين سيدك ده ميت، ما تدعي ربنا اسهل. هو الكتاب ده كان فيه الحتت دي يعني، فكان دايما بيقعد يقراه. فساعتها يا جماعه ايه، هو قال الصبي قال لاخواته ان قراءه الدلائل عبث لا غناء فيه، الكتاب ده ملوش اي 30 لازمه. فساعتها كلهم ايه ما فهموش، لكن الاخت الكبيره قعدت تزعق له، قالت له اه تقول الكلام ده قدام ابوك، لو قلته هيبهدلك. لكن طبعا يا جماعه هو قاله قدام ابوه، وقال لابنه في ازدراء ابوه ساتقال له ما انت وذاك، ايه الهبل ده، هذا ما تعلمته في الازهر، يعني هو ده انا تعلمته في الازهر؟ فغضب وقال نعم، هو ده تعلمته، وتعلمته في الازهر ان كثيرا مما تقرؤونه في الكتاب حرام يضر ولا ينفع. ما ينفعش نتوسل بانسان ولا بانبياء ولا اولياء، ما ينفعش يبقى بين ربنا وبين حد واسطه، لازم نسال ربنا على طول. ساعتها الشيخ غضب غضبا شديدا، ولكنه كظم غضبه واحتفظ بابتسامته وقال لهم ايه، قال له اخرس، قطع الله لسانك، لا تعود الى هذا الكلام، اوعى ترجع تاني الكلام ده، واني اقسم لان فعلت لامسكنك في القريه ولاقطعنك عن الازهر. اخليك تقعد تقرا القران كده في الميتم والبيوت في الجنايزه يعني، اوعى تقول الكلام ده تاني، بيهدده طبعا. اللي حصل ساعتها يا جماعه بعيد الفصل، يعني ان الصبي الناس كلها عرفت ان هو بيقول ان ده الخيرات حرام، فبعده بداوا يبعتوا له بقى شيوخ، يبعتوا له ناس تناظره وناس تكلمه وتقول له ايه ده، هو ده بجد حرام؟ وساعتها الاب كان قاعد باصص على ابنه كده، هو متضايق منه بس فرحان قوي. فرحان ليه؟ عشان عارف ان ابنه خلاص بقى دلوقتي بقى مهم، والصبي حب قوي الحته دي وحب قوي الحركه دي ان هو ايه، ان هو بقى مهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيعني ده ملخص الفصل عموما، هو الفصل هنا مش مهم قوي في الحته دي، لكن يعني هو كان الناس كلها بتيجي تناظره وهو يقعد يناظرهم ويجادلهم والاب يفرح بيه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وعلى كل حال قد انتقم الصبي لنفسه، الصبي حس بالانتقام بقى وحس ان انتقمت كده وعملت اي حاجه، والناس كلها انشغلت بيه يعني، وفي الاخر طبعا رجع تاني للازهر عادي. نهض ذات يوم على الفجر والاسره كلها راحت تودعه وامه حضنته، وفي الاخر راح ايه، راح الازهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخر فصل عندنا يا جماعه اقبال الصبي على الادب. بلا الصبي اول ما راح القاهره سمع ذكر الادب والادباء زي ما سمع العلم والعلماء، الادب بقى اللي هو البلاغه والنصوص والتعبير الحاجات دي يعني عندهم. المهم ايه اللي حصل؟ ك
كانوا يذكرون الشيخ الشنقيطي. سمعوا شيخ كده كل ما يجيبوا سيره الادب اسمه الشيخ ايه يا جماعه؟ الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي ده كان معروف قوي وكان اسم اجنبي كده، فكان بالنسبه للصبي برضه كان حاسس ان في علم هنا بقى ما دام ده اسم اجنبي. الطلاب بيقولوا لم يروا له قط ضريبا من الشيخ الشنقيطي في حفظ اللغه ورواية الحديث، يعني ما شافوش حد زيه في الحفظ، كان راجل علامه. كانوا يتحدثون بحدته وشدته وسرعته الى الغضب، كان راجل بيغضب جدا ولسانه كان يعني بيزعق ويشت يعني يقول حاجات ما تطقش يعني. المهم يا جماعه كان بيسافر، راح القسطنطينيه وراح الاندلس، راح حتت كتير جدا، راح اسبانيا يعني، وكان عنده مكتبه غنيه بالكتب. المهم وكان الناس يتحدثون دايما عن رايه في كلمه عمر. ايه معنى الكلام ده؟ الحته دي قريتها لوحدك مش هتفهمها، فهبسطها لكم بكل بساطه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه عمر يا جماعه لو انت مذاكر النحو، كلمه عمر ممنوعه من الصرف. فهو الشيخ ده كان بيقول ان عمر دي لا كلمه مصروفه مش ممنوع من الصرف، فاهمين الفكره؟ كان بيقول انها كلمه ايه، كلمه مصروف. ففي يوم بيقول ان هو جمع العلماء حواليه، يعني العلماء كلهم اتجمعوا حواليه، فطلبوا منه هو يقول لهم رايهم، رايه يعني في كلمه عمر. فساعتها قال يا جماعه، قال اقعدوا مني زي التلاميذ وانا اقعد زي الاستاذ بتاعكم. عملوا كده. وفي الاخر يا جماعه الشيخ قال يا ايها الزاري على عمر قد قلت فيه غير ما تعلمه. فساعتها واحد قال لي لقد رأيت الخليل ابن أحمد ذات أمس، وقال لي يا أيها الزاري على عمر. الشيخ هنا أو الراجل ده يعني خلى كلمة عمر مجرورة بالفتحة، يعني ممنوع من الصرف. بيقول أنا قابلت الخليل ابن أحمد امبارح وقال لي كده. فالشنقيطي قعد يضحك ساعتها وقال له إيه؟ قال له كذبت، أنت كذاب. الخليل ابن أحمد ده مات يجي من 1000 سنة، أنت بتتكلم في إيه؟ جاي دلوقتي تقول إن أنت قابلته؟ فطبعا ساعتها كلهم قعدوا يضحكوا. فده موقف مضحك يعني. طه حسين بيحكي لنا ده أحد المواقف المضحكة اللي إيه؟ دي علاقة بالشيخ الشنقيطي. فساعتها الشيخ ده كان بيقرأ يا جماعة للطلاب المعلقات، كان بيشرح لهم المعلقات. والصبي فاكر أول بيت سمعه هنا ساعتها أو بيت حفظه المعلقات، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. لكن للأسف الطلاب انصرفوا يا جماعة عن الدرس ده عشان شافوه ملوش لازمة يعني. والصبي حفظ بقول لها حفظ معلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة بن العبد البكري، وكان بيردد الأبيات عمر أخوه فكان بيحفظها. المهم الطلاب دول راحوا بعد كده درس تاني يا جماعة بيعلمهم صناعة الإنشاء. الإنشاء دي اللي هو التعبير، كتابة التعبير يعني. وكان الشيخ اللي بيشرحه شيخ سوري، تمام. جابوا الكتب واشتروه وجابوا حاجة اسمها مقامات الحريري، ده كتاب برضو، وقعدوا يحفظوا منه، لكن في الآخر انصرفوا عنه برضو. بعد كده يا جماعة جابوا كتاب اسمه نهج البلاغة، ده فيه خطب الإمام علي، سيدنا علي طبعا. وفي الآخر برضو يا جماعة إيه يعني قعدوا يدرسوا فيه، وفي الآخر برضو هيسيبوا الدرس ده. بيقول لنا في الآخر إيه، لم ينسى الصبي قصيدة أبي فراس الحمداني، قصيدة مشهورة. الشاعر كان بيقول فيها أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أمل الهوى نهي عليك ولا أمر. المهم إيه اللي حصل يا جماعة، بيقول لنا كان في بيت كان غريب قوي في القصيدة. البيت بيقول بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. ده البيت. أخوه بقى الفتى الأزهري كان بيقرأ البيت غلط، فأرى أن دارا لست من أهلها قفر، كان بيقراها أرى أن دار الست من أهلها قفر. ست، فاهمين؟ فساعتها كان الصبي يسأل نفسه بيقول إيه ده؟ يعني إيه ست؟ غريب قوي، وفي كلمة ست تيجي في البيت؟ فهو كان مستغرب الحتة دي يعني، عشان طبعا كان بيعتمد على السمع في الحفظ عشان هو مش بيعرف يقرأ، عشان هو أعمى يا جماعة زي ما اتفقنا. المهم فطبعا صاحبنا بيقول كان عنده يعني نحو مضطرب مختلط، وكان عنده برضه خليط من الشعر والنثر كده. لو ركزت طه حسين بياخد حبة علوم من كل حتة. وفي ذات يوم راحوا طبعا درس جديد في الضحى في الرواق العباسي، بيلقي الشيخ اسمه سيد المرصفي بيشرح كتاب اسمه ديوان الحماسة. اتفتنوا قوي بالدرس ده وركزوا فيه وقالوا هنركز فيه برضه وهنجتهد فيه والكلام ده كله، لكن برضه في الاخر هيسيبوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعرضوا عن هذا الدرس كما أعرضوا عن غيره من الدروس لأنهم لم يروه جدا، يعني ما لقوش الدرس ده مهم جدا، ولأنه لم يكن من الدروس الأساسية، كان درس إضافي كما الدروس اللي حطها الإمام محمد عبده. ساء ظنه بهم بالعيال دي يعني، فرأهم غير مستعدين للدرس. وهم نفس الكلام يا جماعة إيه يعني، شافوه مش شيخ قوي فقالوا خلاص ملهاش لازمة يعني، ده هو صاحب شعر بس بيقول شعر كتير كده فمالوش لازمة الكلام ده. المهم لكن هما كانوا مصرين يحضروا الدرس ده بس ما يذاكروش عشان الأستاذ الإمام بيحبه يعني، فهم كانوا إيه بينتهزوا الفرصة ويقربوا من الشيخ ده. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانصرفوا عنه وعادوا إلى شيئهم، في الآخر انصرفوا على الدرس ده خالص. لكن اللي ركز معايا يا جماعة هو مين؟ هو الصبي أو يعني طه حسين بدأ يحضر الدرس ده اللي هو السيد المرصفي، الشيخ سيد المرصفي. لكن الشيخ في الأدب عندهم فهو كان بيحضر له
على طول. مهم: وكثيرا ما كان يعرض البيت فيه كلمة قد مضى تفسيرها أو إشارة إلى قصة، فكان صاحبنا يعيد على الشيخ، يعني الشيخ أول ما يسأل سؤال أول واحد يجاوب كان طه حسين. فطبعا سيدة كان بيفرح قوي، الشيخ أحب الفتى وكلف به، فرح أو طه حسين يعني، وبدأ يقربوا منه جماعة لحد ما بقى معاه على طول، كل يوم بقى يقعد معاه لحد بقى يخرج معاه بره الأزهر. لما يخرجوا بره الأزهر كان يقعد يتكلم عن سوء منهج التعليم في الأزهر، وإزاي طبعا التعليم صعب عندهم والكلام ده كله. والفتى بدأ يؤثر الدرس ده على غيره من الدروس، يعني بدأ يفضل الدرس ده على كل الدروس، إيه؟ كل الدروس التانية. بعد كده بيقول لنا: ثم يذهبون إلى دار الكتب فيقرؤون فيها الأدب القديم، ثم يعودون الأزهر بعد العصر فيجلسون بين الإدارة والممر العباسي. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ طه حسين بيقول لنا بقى ليه صاحبين جداد، يعني دلوقتي يا جماعة الشيخ ده عمل حاجة جميلة قوي، قرب الطلاب لبعض، فبقى فيه تلاتة مع بعض على طول. مين هم يا جماعة؟ طه حسين واحد، واتنين زمايله. فالتلاتة دول بقوا مشهورين في الأزهر، مشهورين بيسمعوا كلام الشيخ ويسمعوا كتب بيقولوا عليها وسوء منهج التعليم في الأزهر، فبقوا يسمعوا الكلام ويجرددوه، بقوا إيه؟ بقوا متمردين كده في الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بيقول لنا هنا عن الأدب، بيكلمنا عن الأدب، بيقول لنا أسلوب الشرح بتاع الشيخ ده كان بيعمل نقد للحر للشاعر، بعدها الراوي، بعدها الشرح، بعدها يشرح المعاني الكلمات، بعدها الألوان البيانية أو الباطن الجمال يعني، والوزن والقافية، كل الكلام ده كله. بدأ مع الوقت ما حدش ثبت حوالين الشيخ غير نفر قليل، عدد قليل قوي اللي كانوا حواليه، كونوا عصبة صغيرة اللي هم التلاتة دول يا جماعة، بقى عصابة كده في الأزهر مشهورين في القوي، بغيضة الأزهريين مهيبة منهم في وقت واحد، يعني الأزهريين بيكرهوهم عشان عم يشتموا فيهم كل شوية، لكن في نفس الوقت ليهم هيبة، كده التلاتة دول ليهم هيبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان بيقول لنا إيه يا جماعة؟ كانوا بيحسوا من الشيخ ده إنه شيخ متواضع، كانوا بيلمسوا ده لما كانوا بيروحوا يزوروه في البيت بتاعه المتهدم، بيته قديم قوي في حارة الركراكي، حارة غلابة يعني فيها ناس غلابة، والبيت كان قذر متهدم يعني، الدنيا كانت خربانة خالص، الراجل كان غلبان. فالراجل كان بيقعد معاهم على الدكة وكان بيأكل أمه في بقها، يعني الراجل كان بيأكل والدته مع إنها كانت ست عجوزة، لكن هو مهتم بيها. هم كانوا بيحبوا قوي الشيخ سيد المرصفي ده عشان الراجل يعني بيحب والدته، وكان راجل مجتهد وفي نفس الوقت راجل متواضع، يعني إيه؟ راجل متواضع مش بيحب إيه؟ مش بيحب المنظرة ولا بيحب الأبهة والكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدين ولما ينسى الفتى وأحد صديقه، مش هكمل فيديو هكمل كده بقى. بيقول: لم ينسى الفتى وأحد صديقيه أنهما زار الشيخ ذات يوم حين صليت العصر، لحد ما لقوا قاعد على فراش متواضع ولجانبه امرأة محطمة، يعني طلعوا في يوم لقوا قاعد كده وجنبه ست عجوزة عمال يأكلها، وفي الآخر عرفوا أن الست دي أمه، فعرفوا أنه هو بار بوالديه راجل كويس، فكانوا بيحبوه قوي. طه حسين كان إيه؟ كان بيحبوا قوي. المهم يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشيخ ده كانوا بيقعدوا معاه في كل حتة، لكن للأسف بقولنا في يوم من الايام ايه اللي حصل؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لم يكتفوا بهذا العبث الذي كانوا يعبثونه بالشيوخ والطلاب، لكن كانوا بيقروا الكتب القديمه جهرا في الازهر، يعني الشيخ ده كان بيقول لهم اقروا كتب كذا وكذا وكذا، والكتب دي ممنوع تدخل الازهر، لكن هو كان بيدخل، العيال كانت بتدخل يعني وتتمرد على الازهر ويقروا الكتب دي في الازهر ويقولوا الشعر ده كمان في الازهر، مع انه ممنوع في الازهر. فساعتها ايه اللي حصل يا جماعه؟ وان فتياننا الثلاثه لفي مجلسهم حول الشيخ عبد الحكيم عطا، وإذا هم يدعون لحجرة شيخ الجامع، وراحوا ساعتها للشيخ حسونة اللي هو شيخ جامع الأزهر، طلبهم بالاسم وقال لهم تعالوا، وساعتها قال لهم إيه يا جماعة؟ قال لهم ساعتها امسح الأسماء بتاعتهم عشان رفدتهم خلاص من الأزهر. فساعتها طبعا يا جماعة إيه، الشيوخ كلهم قاعدين، الشيخ بخيت ومش عارف مين، الشيخ راضي والناس دي كلها قاعدة، وطبعا توجهوا إليهم بالتهم، قالوا عليهم دول 1 2 3 4 دول عملوا 1 2 3 وقروا كتب ممنوع تتقري هنا. فساعتها طبعا يا جماعة اتصرفوا أو انصرفوا واتطردوا، اتطردوا من الأزهر. فانصرف الشيخ محزونا ومضى معه الثلاثة خجلين وجلين، مش عارفين يعملوا ايه بالظبط. راحوا عند الشيخ بعيد بخيت يستعطفوا، لكن قال لهم انتم مش هتبلغوا من سعيكم هذا شيئا، يعني كلامكم ده مش هيودي ولا هيجيب. فساعتها طبعا ايه يا جماعة، قعدوا يجادلوه لحد ما في الآخر الموضوع باظ أكتر، والفتية دول اتفرقوا ساعتها. واحد فيهم ايه يا جماعة راح جامع لوحده، وراح تاني واحد تاني فضل قاعد في الازهر مع طه، لكن كل واحد اخذ سكته كده، كل واحد مش عارف ايه اللي هيحصل. والشيخ نفسه اتحذر ان هو يقرا كتاب الكامل اللي كان بيقراه، واتكلف ان هو يقرا كتاب تاني تبع ايه، تبع الازهر. المهم ساعتها يا جماعه الشيخ ده اللي هو سيد المرصفي كان بيتريق على شيخ الازهر، بيقول ان ده اتخلق عشان يبيع العسل الاسود في سرياقوس،
هو اصلا الشيخ بتاعنا يا جماعه اللي هو الشيخ حسونه ده كان الدغ في السين انطقه سي، فكانوا دايما بيسموه بائع العسل في سرياوس، كانوا بيتريقوا عليه يعني. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ساعتها يا جماعه حرم الشيخ سيد المرصفي من الدرس بتاعه، لازم يقرا درس معين او يعني يقرا كتاب معين، والطلاب دول طبعا يعتبر اتفصلوا من الازهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبقول لنا ايه اللي حصل يا جماعه، واحد فارق صاحبيه وقعد في مجلس تاني لوحده، قعد في جامع تاني لوحده يعني، وواحد تاني قعد يحكي الامر على ابوه عشان ابوه يشوف واسطه يرجعه بيها، انما صاحبنا اللي هو طه حسين بقى محتاجش ان هو يقول الكلام لحد. اخوه الفتى الازهري عرف طبعا، وساعتها قال له ايه يا جماعه، قال له يعني اللي انت عملته ده انت لا تتحسب لي، انت وما تشاء، فستجني ثمره هذا العبث وهتلاقيها شديده المراره. يعني اللي انت عملته ده هتدوق من وراء الليل وسواد الليل والكلام بتاعنا ده كله. المهم ساعتها ذهب صاحبنا بمقاله الى مدير الجريده، راح لمدير الجريده بتاعت الازهر الجريده ساعتها، وقال له انا عايز اكتب مقاله عشان ايه، عشان يعني ازعق في شيخ الازهر ده. فساعتها الراجل بتاع الجريده قال له لو لم تكن عوقبت على ما جنيت من ذنب لكانت هذه المقاله وحدها كافيه. يعني انت لو ما كنتش عملت حاجه غير انت كتبت المقاله دي كنت هتتحبس، يعني مش عارف انت ازاي عامل كده اصلا. المهم ساعتها الصبي هو بيرد على الراجل بتاع الجريده ده، مدير الجريده قال له انت تعرفش ان بيكلمك مين ده؟ حسن بيه صبري، مفتش العلوم الحديثه في الازهر. بعدها قال له انت عايز تشتم الشيخ وتعيب الازهر ولا عايز يترفع عنك العقاب؟ قال له عايز يدفع عن العقاب. قال له خلاص امشي. انصرف الفتى، وبعد ما انصرف يا جماعه عرف ايه، عرف ان اصلا هما ما طردوش من الازهر ولا حاجه، ده الشيخ بس كان بيهددهم. ساعتها طبعا يا جماعه دي اخر حته في القصه، وفي مكتب مدير الجريده ظفر الفتى بشيء طالما تمناه. دلوقتي خرج من بيئه العمه اللي هو الشيوخ وراح بيئه تانية، بيئه الطربوش، ناس لابسه طربوش وبدله اللي هم يعني بتوع الصحافه والاعلام وكده. وساعتها يا جماعه وكان هو فقير متوسط الحال في اسرته سيء الحال جدا اذ قام في القاهره، فاتاح له ذلك ان يفكر فيما يكون هذه الفروق الحائله بين الاغنياء والفقراء. يعني دلوقتي بدا يشوف طبقه تانية من الناس، طبقه اغنياء كده، فبدا يحس الفرق في الطبقات بين الغني بين الغني والفقير. ده ملخص سريع للقصه، زي ما اتفقنا القصه يا جماعه ما فيهاش حفظ، انت مش هتحفظ فيها حاجه، بس ركز على المداخل الضريه والجزء الاول من القصه اكتر من الجزء الثاني. طبعا مش معناه انت ما تقراهوش، لا هنقراه عادي، لكن القصه اهم حاجه هنفهمها ونفهم كل فقره موجوده فين بالظبط، معناها ايه، بيتكلم عن مين، بحيث بعد كده لما يجي يسالني سؤال اكون فاهم. هو ما فيش حفظ عندنا يا جماعه زي زمان، منهج زمان كان كله حفظ، لكن منهج دلوقتي بيعتمد ان انت فاهم القصه اكتر من انت حافظها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا انتهكت. ماشي اوكي، ممكن تجيب الحضن؟ حضن حضن يا صابر، يا رهوه يا صابر.